بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة بتاعتنا هي محاضرة تعتبر ريفيجن للبوست جرادويت اللي هي الماستر والام دي الاثنين مع بعض، تمام؟ هنغطي اربع توبكس النهاردة، الاربعة طبعا ليهم علاقة بالاي بي اللي هم الاس في تي، الفي تي، سينكوب والسادن كاردياك ديس. بمعنى ان احنا هتبقى المراجعة النهاردة طبعا مش نظري، يعني مش هقدر اشرح نظري بتاع الجايد لاينز الاس في تي وجايد لاينز الفي تي والسينكوب، الحاجات دي كلها هتلاقوا ليها محاضرات على اليوتيوب، سواء اللي هي نزلت مع الفي تي اول ما خلصت، السينكوب ليها محاضره على اليوتيوب برضو، الاس في تي ليها محاضره على اليوتيوب شانل. لكن احنا النهارده هدفنا ان احنا نجيب اسئله نظري، سواء اسئله من الامتحانات القديمه، يعني في بعضهم السيناريو ده بالظبط جه في الامتحان، او سيناريوز انا الفتها من دماغي عشان خاطر ايه كسيتويشنز اللي هي ممكن تيجي في الامتحان وهيبقى مطلوب منك ان هو هيشوف انت بتعرف تمانج ازاي، تمام؟ انتوا عارفين الامتحان دلوقتي ما بقاش فيه جيفن اكاونت والكلام ده، بقى كله بروبلم سولفنج يعني. فده اللي هنعمله النهارده. هما 14 كيس عشان ما نتخضش، اوكي؟ لان طبعا يعني انا مطلوب مني اغطي الاربعه دول، فاكيد مش هينفع اغطيهم في 4 5، محتاجين 12 كيس 14 كيس. بس انا اوعدكم ان الموضوع هيبقى انترستنج، يعني انتوا مش هتزهقوا، لان هيبقى الموضوع ديسكشن وهتلاقوا الموضوع فعلا يعني مسلي. طيب نبتدي مع بعض. طيب عايزين بس الاول نتفق على اتفاق ان اي كيس تيجي لنا هنشوفه دلوقتي في السيناريوز اللي بتيجي، لازم دايما اول حاجه افكر فيها ان انا في كلمه كده بيبقى هو عايز يسمعها المصحح لما بتيجي تقول له. هو مثلا بيقول لك عيان جيب كذا 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 كذا، بيبقى عايز يسمع كلمه ان مثلا البرزنتيشن ده سجستيف اوف دايجنوزس اوف مثلا اس في تي، ده تشخيص كده الفي تي، ده في تي ستورم، ده اي سي دي ستورم، ده عيان سيرفايفر اوف سادن كاردياك اريست، عشان يبقى هو فاهم فكره ان انت فاهم السيتويشن دي بالنسبه لك بتمثل ايه، تمام؟ دي نقطة بتبقى مهمة احنا بننساها، بنروح داخلين على طول الكوزز مش عارف ايه، المانجمنت كذا كذا كذا. طب قول له الأول أنا شايف إن العيان ده تشخيصه كذا، وتعالوا بقى نبدأ نقول إيه الأسباب، طب إيه الديفرنشال دايجنوزس، طب إيه المانجمنت اللي هنعمله، الكلام ده. هنشوف الكلام ده تطبيقه في الكيس اللي نجي. نبدأ بالكيس نمبر 1. 24 year old female patient presented to the ER by persistent palpitation and dizziness of 40 minutes duration. She has no remarkable past or family history. Her blood pressure is 120/70, pulse 160 beat per minute, chest and cardiac examination are unremarkable. Her ECG showed regular non-complex tachycardia suggestive of supraventricular tachycardia. طبعا انتوا عارفين ان في النظري مش بيجيب لنا ECGs والكلام ده، في الام سي كيو ممكن، بس الام سي كيو الام دي اعتقد في الماستر ما بيعملش كده، في الام دي ممكن يجيب لك ECG، يجيب لك ايكو، صورة ايكو، يجيب لك تريسنج كده. في النظري في الاغلب هيديك المعلومات اوريدي. سؤال بقى، discuss your approach of acute management for these patients. What are the steps that you are taking for this patient after termination of her SVT? حالة straightforward ولا حالة فيها لف ودوران؟ straightforward case. بس هو عايز يشوف انت هتكتب ازاي. بدل ما يقول لك given account of management of SVT، عيانة عندها كذا كذا، قول لي هتعمل معاها ايه؟ طيب، ايه الـ approach بتاع الـ acute management تفتكروا العيان SVT؟ طبعا هي دلوقتي في جايد لاينز جديده نزل اس في تي، ودي ميزه ان احنا دلوقتي ما بقناش بنتكلم في اليوروبيان القديمه اللي كانت قبل 2010 ولا الامريكان اللي هي في 2015. طب فين كان في اس سي جايد لاينز الاس في تي في 2015؟ لا دلوقتي بقت في 2019 اس في تي جايد لاينز. اي نعم هي ما قالتش المعلومات الواو قوي اللي احنا فاجئتنا مثلا في المانجمنت زي الديسليبيديميا وجايد لاينز، الحاجات دي اللي هي غيرت في بعض التارجتس وكذا، هي قالت كلام منطقي يعني. فاحنا بالنسبه لنا حتى اللي يعني اراها كده قرايه بس بوكيت جايد لاينز هيعرف يكتب. طب دلوقتي اي عيان اس في تي انا بسال نفسي ايه؟ هيمودايناميك ستيبل ولا انستيبل؟ تمام، هيمودايناميكلي انستيبل طبعا، لازم سينكرونايزد، ولازم نقول كلمه سينكرونايزد، ما تقولوش ايه ما هي بديهيه يعني، لا هو بيبقى عايز يتاكد انك فاهم الكونسبت ده. ممكن يقول لك ما هو انت لما كتبتهاش يبقى انت مش عارف ان المهم انها تبقى سينكرونايزد، لا سينكرونايزد كارديوفيرجن، سينكرونايزد دي سي شوك، ده كلاس 1 انديكيشن. تمام، لو هيمودايناميكلي ستيبل يبقى خلاص مش هحتاج ادي دي الشوك، هبتدي بقى بالفيجا مانوفرز والميديكيشن والكلام ده كله. طبعا نخلي بالنا واحنا بنكتب هو مديك كيس سيناريو، يعني لو سمحت بلاش ايه، بلاش ان انا اقول له if the patient is hemodynamically unstable. طب انا قلت لك ان ضغطها 120/70، بلاش بس الكلام، احنا ساعات لما بنكتب الكلام ده يعني بتخلي المصحف يبقى قاعد بيضحك. يعني السيناريو المشهور مثلا ان هو يجيب لك حاله مثلا ريفلكس سينكوب ومش عارف ايه لبنت عندها 18 سنه، وانت بتقول له لايف ساين نوتيفيكيشن هتقول افويد ميكتيوريشن ستاندنج بوزيشن. حبيبي انا بقول لك بنت عندها 18 سنه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انا جايب لك راجل عنده حاجه 70 سنه؟ بس انت بتبقى حافظ سكيما اللي هو هرص الريفلكس سينكوب بلا 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 بلا، تلاقي اللي بيصحى يقول لك هو انت حافظ ومش فاهم ولا ايه بالظبط؟ هو انت في العياده هتقول البنت دي افويد ميكيشن ستاندنج بوزيشن؟
لا ده هتقوله لواحد عنده حاجه 70 سنه عنده بروستيت، مش هتقولها لبنت. فخليك بس ايه ذكي، عشان بس الحاجات دي انتوا بتضحكوا دلوقتي، بس الواقع ان انت تكتشف ان انت كتبت في الامتحان رصد اسئله. فالعيانه دي هيمودايناميكلي ستيبل، يبقى انا هبدا بالفيجال مانوفرز. لو مش افكتيف هبتدي بالميديكيشن. طبعا فيرست تشويس هو ادينوزين. مش افكتيف الجايد لاينز قالتش كلام جديد، قالت لك فيرابام الاوديلتيازم ده كلاس 2 اي او بيتا بلوكر كلاس 2 اي برضو. لو كل ده فشل دي شي شوك. سهل ان انا اكتب الكلام ده. طب هو انا هكتب بس كده الفلو شارت واقول له يلا مع السلامه؟ لا، يعني اكيد برضو في شويه ايه ديتيلز بسيطه هقولها. مثلا الفالزالفا مانوفر او الفيجل مانوفر لازم اقول له، ما اقولوش فيجل مانوفر واسكت، اقول له زي ايه؟ يعني اقول له مثلا بيشنت فالزالفا، ان انا هقول للبيشنت ان يعمل فورسد اكسبيريشن. تمام؟ ممكن اقول للبيشنت ان انا اديله التيم اللي عارفين انتوا حوار ان هو ايه بره بيعملوها كتير، احنا في مصر ما بنعرفش ليه مش عارفين المانوفر ده ان احنا نقوله للعيانين، بس بره في كتير مثلا يقولها دي، يقول لك اجيب له 10 مل لتر سيرنج واقول له بلو انفخ فيها. عارفين كده؟ تخيل مثلا حد فيكم ماسك ازازه ومقفوله وعمال اوف بينفخ فيها، ده فالزالفا، ده يعتبر فالزالفا، دي حاجه ممكن ترمينيت. اقول له ان انا فاعمل كاروت الساينس مساج. تمام؟ ان انا اعمل العيان مساج، وطبعا يكون يونيلاترال مش لايلاترال، والبيشنت يكون في اكستندد بوزيشن والهيد تيرند اوتسايد. مش لازم اقول ديتيلز فاضيها، بس على الاقل اقول له ايه هما الفيجل مانوفرز، لان في ناس لو تقول له فيجل مانوفر هيقول لك ايه كاروت الساينس مساج، طب ما تعرفش فورسد اكسبيريشن، طب ما تعرفش بلوينج في سيرنج. تمام؟ طبعا حته ان انا اقول له احط اعمل اميرشن للفيس في كولد ايس وان انا اعمل رابينج للجلوب، رجاء ما حدش يقولها. ليه؟ لان ما بقتش ريكومندد خالص، يعني ما حد مش اكيد، لا انت في استقبال هتقول للعيان هتقولوا يا جماعه طبق ثلج نحط وشه فيه، ولا هتقعد تعمل تدعك له في عينيه، حاجه تروماتيك برضو. تمام؟ خلينا في الكلام المنطقي. تمام؟ وطبعا ما بعملش كاروت ساينس مساج في البيشنت اللي عنده تي اي او ستروك. فانا كده قلت ديتيلز بسيطه عن الفيجل مانوفرز. طب الميديكيشنز، اولا الجرعات يعني ما تشغلش بالك بيها قوي في الامتحان، افتكرتها خير وبركه، ما افتكرتهاش مش كارثه، مش كارثه، مش هتسقط في السؤال عشان انت ما قلتلوش الجرعه. تمام؟ خلينا بس على الاقل عارفين جرعه الادينوزين. ليه؟ لان جرعه الادينوزين مهمه، لان ده الفيرست تشويس. ايه جرعه الادينوزين؟ 6 مللي جرام. لو فشلت بدي 12. امتى اقدر اقول انها فشلت؟ بعد قد ايه؟ ايوه لا لا، انا قصدي ان انت اول ما تدي اول جرعه من الادينوزين تقيمي امتى الادينوزين فشل ودي واحده ثانيه خلال ها دقيقه. يعني هو المفروض ان هو تي اف بتاعته فيه شورت 10 سكندز، لو خلال دقيقه اس تي ما انتهتش انا هدي ادينوزين كمان لغايه ادي كمان 12 مللي جرام كمان. تمام؟ الفيرابامل والدلتيازيم والازمولول انا مش شايف ان هو لازم اكون حافظ الميديكيشنز بتاعتهم. هو كده التسجيل فيه مشكله، ثانيه واحده. انا جايبهم بس كفكره ان الريفرنس، ان بعد كده لما حد فيكم يشوف المحاضره يبقى فاكر جرعات. لكن انا بالنسبه لي لو انا ما افتكرتش جرعات في الامتحان محدش يوتر نفسه. تمام؟ معظمنا حافظين الجرعات اللي احنا بنشوفهم بالبراكتس في الاستيبل، بس وانس انا قلت الميديكيشن انا على الاقل عرفته في الشويس، الدوز مش هتبقى هي المعضله بالنسبه لي. تمام؟ طيب فده الجايد لاينز بشكل واضح. انا جايب بس الجدول كملخص تاني، ان هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، هيموداينامك انستابل ريكومندد ان انا كلاس 1 انديكيشن اعمل دي سي شوك، الفيجال مانوفر هي كلاس 1 في الستيبل بيشنت، الادينوزين كلاس 1، الفيرابامول والدلتيازيم كلاس 2 اي، البيتا بلوكرز برضو كلاس 2 اي. طبعا مفيش رول للديجوكسين، رجاء ما حدش يقول لي في اس في تي هدي ديجوكسين، هو احنا بنعمل كده في الاستقبال؟ في ابتسامات هي بتظهر يعني. كم مره في التليفون الاقي حد بيقول لي وديته ديجوكسين وما عملش حاجه يا دكتور؟ ما مش هيعمل حاجه يا بابا، ديجوكسين من الادويه اللي ما تستخدمش في الاس في تي والجايد لاينز. اجاش ربد اف ماشي، لكن مش في اس في تي. لا 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 لا، ايوه بس مش هو كان هتختفي لوحدها، مش اختفت بالديجوكسين اكيد يا دكتور. فالديجوكسين بدليل ان الجايد لاينز ما بتجيبش سيرته، يعني هو ده على فكره القصه في اكشن بتاعته ضعيفه. تمام؟ لا 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 لا، ملوش رول والله في الاس في تي، في الرابد اف ممكن، لكن في الاس في تي لا. تمام؟ طيب انا كده اتكلمت على اكيوت مانجمنت، في حاجه مهمه لازم اقولها. هو قال لك ان خلي بالك السؤال ما قالكش بس اكيوت مانجمنت، قال لك ايه؟ يور مانجمنت افتر ترمينيشن اوف اس في تي. لازم اقول ان انا هعمل انفستيجيشنز ثانيه، ان انا مثلا العيان ده هل في حد فينا مختلف معانا ان العيان العيانه دي لازم اعملها ايكوكارديوجرافي بعد كده؟ وانا لازم اتاكد دي اس في تي عاديه في ستراكشر نورمال هارت ولا في ايفيدنس انها مايوباثيك او عندها روماتيك هارت ديزيز. فافكر ان ما تكونش الاس في تي دي اتر تاكيكارديا وانا مش واخد بالي، ما هي الاتر تاكيكارديا ممكن تحصل في الناس اللي عندهم سكارز. تمام؟ تبقى ري انتر تاكيكارديا مثلا.
هل حد مختلف ان البنت دي اعمل لها البلاد تيست اللي انا اعمل لها سي بي سي وثايرويد فانكشن والحاجات دي، لان ممكن تكتشف انها ثايرو توكسيك وهو اللي بيتريجر ان عماله تدخل في اس بي تي. فالعينه دي مش قصه ابليشن قد ما قصه ان انا محتاجه كنترول ثايرو توكسيكوزس. ممكن البنت عندها 24 سنه ممكن تبقى ثايرو توكسيك، تمام. حد مختلف ان احنا الاي سي جي ديورين تاكيكارديا حاجه مهمه، ده ايفيدنس مهم بدليل ان احنا نشوف لما بنيجي نكوي عيانين في الاي بي لاب بنقول فين الاي سي جي اثناء التاكيكارديا، دي اكتر حاجه مهمه عشان اقدر اقول لو انا هفكر في ابليشن. طب نسينا حاجه، احنا هنتكلم عن المينتنس، في حاجه نسيناها في الانفستيجيشن العادي، ما ننساش 12 ليد اي سي جي بعد التيرمينيشن اوف اس في تي. مفيش حاجه اسمها اس في تي اعمله تيرمينيشن وبروحه، لازم اقولها في الامتحان. وطبعا الكلام ده برده في البراكتس، يعني احنا بنقول الكلام اللي هنقوله في الامتحان هو كلام ينعكس على البراكتس، ان انا لازم اعمل 12 ليد اي سي جي بعد التيرمينيشن تاكيكارديا. ليه؟ عشان دي لو مانيفست بري اكسايتيشن اللي هو وولف باركنسون وايت سيندروم، تمام، في دلتا ويف مع شورت بي ار انترفال مع واي كومبلكس، يبقى العينه دي هقول لها ايه؟ لا ده في ميديكيشنز تنفعك وميديكيشن ما تنفعكيش، وكده انا عرفت ان المشكله بتاعتها اكسسوار باس واي، ده هيفرق جدا في الابليشن. لو نورمال ممكن تبقى اي في ان ار تي مثلا، او ممكن تكون اكسسوار باس واي بس كونسيلد. مش مهم التفاصيل دي في الامتحان، بس انا بقول لكم بس نقطه ان انا لازم اقول ان انا بعد التيرمينيشن بعمل 12 ليد اس جي فور دوكيومنتيشن، يعني ده ميديكال ليجال دوكيومنتيشن ان العينه دي فكت قبل ما اروحها، والحاجه الثانيه ان انا اعرف هل هي عندها ايفيدنس اوف مانيفست بري اكسايتيشن ولا لا. طب المينتنس والكاسيتر ابليشن، وهو الميزه في السؤال ده ان هو ساله ساعات السؤال خلي بالكم بيسيبها لك مفتوحه، يقول لك قول لي المانجمنت، فانت كل تفكيرك في ايه؟ تيرمينيشن اوف اس في تي. طب ما كلمتنيش على المينتنس، هو انت عندي هتقول لها روحي مش هتاخدي حاجه؟ ماشي، العينه دي مش هتحتاج تيجي تاني عشان في احتمال نحتاج نعمل لها اي بي ستاديو ابليشن. مش هقول شرط لازم تعمل اي ستاديو ابليشن، لا بس احد الحاجات المهمه، تمام. مهم طبعا. هو مفيش، مش كاتبين في الجايد لاينز مينتنس الاس في تي ان جنرال، بس انا جبت المينتنس اللي هو مكتوب للاف ان ار تي والاف ار تي، دول موست سو كومن. اولا هو الجايد لاينز قالت امتى نعمل كاتيتر ابليشن؟ لو سيمتوماتيك وريكرنت كلاس 1 انديكيشن اعمل كاتيتر ابليشن. فالعينه دي كلاس 1 ان انا ممكن لو هي سيمتوماتيك وريكرنت اعمل لها كاتيتر ابليشن. طبعا ممكن من الفيرست تايم ان انت يو كان اوفر هير الكاتيتر ابليشن لو هي قالت لك ايه؟ انا مش عايز اخد ميديكيشن، ودي حاجه معروفه في الجايد لاينز زي الاي اف ابليشن مكتوبه. ممكن هنا برضه اقول ان هو دراج ثيرابي لو مش ديزايربل ممكن اقول انها تعمل كاتيتر ابليشن. طب لا، لو هي العيانه ممكن تمشي على ميديكيشن عادي، هي اول مره جالها الابيسود ومش لازم اعرض عليها الابليشن دلوقتي، او ان البيشنت مثلا هنعمل لها ابليشن بس عقبال ما تعمل البروسيجر بتاعها في وقت فلازم تمشي على ميديكيشن لغايه ما عاد البروسيجر ووقف قبلها الميديكيشن، ساعتها ماشيه على دراج ثيرابي، تمام. ايه الاوبشنز بتاع دراج ثيرابي اللي ممكن اديه؟ اللي احنا بنديه دايما في الاس في تي ايه؟ بيتا بلوكر او كالسيوم شان بلوكر، يعني دلتا زي فيرابامل او بيتا بلوكر، ده اللي بنديه دايما في الاس في تي. في اوبشنز ثانيه، البروبافينون والفليكينايد اوبشن في حالات الاي في ار تي. هتقول لي هو انا يعني في الاستقبال بقعد امسك الاس جي واقدر اقول ده اي في ان ار تي واي في ار تي؟ اكيد لا، في الاستقبال ما حدش هنا بيعمل كده، ولا انا نفسي هعمل كده في الاستقبال. الكلام ده اعمله وانا في اللاب في الاي بي لاب، ما اعملش الكلام ده وانا في الاستقبال. طب هو السؤال بقى البروبافينون والفليكينايد امتى يبقى دورهم مهم؟ يقول لك لو لقيت، اكتب كده، لو لقيت ان البيشنت عنده ايفيدنس اوف مانيفست بري اكسايتيشن ينفع العيان ده ياخد بيتا بلوكر؟ ينفع العيان ده ياخد كالسيوم شان بلوكر؟ ما ينفعش. ليه؟ ليه العيان اللي عنده وولف باركنسون وايت سيندروم بعد ما فكيت له الاس في تي ولقيته الاس جي بتاع وولف باركنسون وايت ممنوع ان انا اديله بيتا بلوكر وكالسيوم شان بلوكر؟ هزود الريسك اوف هوقف الكوندكشن في الايفي نود او هسلو داون الايفي نود واخلي الكوندكشن يمشي اكسس باس واي، ده يزود الريسك اوف بري اكسايتد. لا مش في ده بري اكسايتد اف بري اكسايتد اف، ودي ممكن تجنريت انتو في اف. بري اكسايتد اف على فكره احد اسباب السادن كاردياك ديس، عشان نبقى متفقين الاس في تي مش سبب السادن كاردياك ديس، لكن البري اكسايتد اف اسباب من احد اسباب السادن كاردياك ديس اللي بتتكتب في الامتحان، تمام. فالبروبافينون والفليكينايد هم كلاس 2 بي، ولكن واقع الامر ان العيانين المانيفست بري اكسايتيشن همشيهم على بروبافينون والفليكينايد. البيتا بلوكر كالسيوم بلوكر انا اقدر اكتبهم طالما الريسنينج اس جي بتاعي بعد الاس في تي كان نورمال، اقدر اكتبهم وانا مش قلقان. والشيء بالشيء يذكر، هو لو قال لك في الامتحان بقى جاب لك سيناريو بري اكسايتد اف، قال لك عيان وجاي لك بتاكيكارديا وبالبيتيشن واسمه ايه ده وديزنس، ماشي، وعملت له اي سي جي لقيت الاي جي الريجولار وايت كومبلكس تاكيكارديا في دلتا ويف مثلا، فالتشخيص المبدئي كان بري اكسايتد اف، قول لي هتعمل ايه مع العيان ده؟ ايه علاج البري اكسايتد اف اكوردنج تو ذا جايد لاينز الاخيره؟ دي سي، ده اللي بنعمله صح. بس هي جايد لاينز طبعا عشان احنا ما عندناش الميديكيشنز اللي بنترمينيت بيها، لكن هي جايد لاينز قالت ايه؟ قالت لو هيمودايناميكلي انستيبل الوش هدي سينكرونايزد، نكتب سينكرونايزد لو سمحتوا من النبي، ما تعتبروش ان تقول ايه ما الاكزامينر عارف، لا هو الاكزامينر عايز يتاكد ان انت اللي عارف مش النظام الاكزامينر عارف.
synchronized DC cardioversion ده class 1. طب لو ضغطه كويس في options عندي للأسف مش موجودة في مصر بس هما بره بيدوها. ايه هما؟ بروكينامايد طبعا. بروكينامايد خلي بالكوا بدا ياخد سيت جامد دلوقتي بدل انت تشوف الجايد لاينز بدات تتكلم ان بروكينامايد افضل من الاميودارول في الوايت كومبلكس تاكيكارديا كان عليها ترايل. فليكينايد وبروبافينون ممكن ده دول كلاس 2 بي. لو الادويه فشلت بدي دي سي كارديوفيرجن وده اللي هنديه في مصر. احنا لا عندنا فليكينايد ولا عندنا اي في بروبافينون ولا عندنا بروكينامايد. طب الاميودارون سؤال ام سي كيو مشهور جدا. اميودارون يتاخد في البريك ساتيف؟ ليه سؤال ام سي كيو مشهور؟ لان زمان وانا نايب كان بيتقال ايه الاميودارون ممكن يستخدم هيك بريك سايت اف لانه هي ديسيليريت او هي سلو داون الاكسس باسوي ولكن واقع الامر هو هيبلوك الايفينود برضه فانت ما ينفعش انك تدي لكن الثلاثه دول ينفع تديهم. فده نقطه البريك سايت اف. يبقى انا كده فهمت لو جالي عينه اس في تي هكتب ايه في الاكيوت ترمينيشن بتاع الاس في تي وهكتب ايه ان انا العينه دي بعد الترمينيشن ما انساش هعمل اي سي جي 12 ليد اي سي جي اريكورد الاي سي جي بتاعها ريستنج امشيها على مينتنس ثيرابي وعرفنا نمشيها ازاي وعرفنا كمان الرول اوف كاتر ابليشن ان انا لازم اقول ان في رول للكاتر ابليشن. كده انا غطيت اجابتي كويس جدا. اوكي حد عنده تعليق على السؤال ده وعنده اسئله في الكيس ديت؟ واضحه مفيش مشكله. يبقى احنا كده غطينا جزئيه الاس في تي. نيجي الكيس نمبر 2 كيس من الكيسز الكومن جدا 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 في الامتحان تقريبا مفيش دور يا ماستر يا ام دي الا بيجي فيهم سؤال من السيناريو ده. 18 years old male developed sudden cardiac arrest while playing in a football match. The coach used an available ampulatory external defibrillator. عارفين الاختصار ده؟ عارفين ايه هو الامبلاتوري اكسترنال ديفيبريليتور؟ عارفين عربيات الاسعاف الدي سي بتاعت ايوه الشنطه بتاعت الاسعاف حد شافها اللي هي بيبقى عربيات الاسعاف مش بيبقى ماشي بالدي سي شوك يعني مش ماشي بالمونيتور بتاع رعايه القلب ده لا هو بيبقى عنده كده جهاز بيتحط في الشنطه كده صغيره جهاز كده يعني صغير قوي كده في الايباد وعليه سكرين بيبقى تو باتش كده بيوصلهم anterior lateral بيقدر يانالايز الريثم ويقول له ذيس از ذا شوك بالريثم ديليفر شوك يدوس على الزرار يدليفر شوك. المفروض ان ده موجود في عربيات الاسعاف بس بره طبعا بره مصر بتلاقيه موجود فين؟ موجود في النوادي موجود في المولات موجود في المطارات للاسف في مصر ما عندهاش. اعتقد النوادي اللي هنا الجديده بقى عندهم الاجهزه دي لان هو بقى اورينتد بالموضوع ده لكن النوادي القديمه مش هتلاقي عندهم الجهاز ده. الخلاصه ان الكوتش استخدم الاي اي دي which successfully restored the cardiac rhythm and the patient was transferred to a hospital by the ambulance. He has no remarkable past history. سيناريو التقليدي مش تقليدي يعني او بقى not uncommon ان احنا نسمع عن ولد وهو بيلعب ماتش كوره لسه يعني عارف حد مثلا كان بيحكي يعني دكتور قلبه كان بيحكي ان هو ابنه مات كده مات كده ان هو كان في ماتش وفجاه صدم وما عندوش اي past history خالص ولغايه دلوقتي حتى مش قادر يوصل للسبب. فهو جاب لك السيناريو كده. سؤاله بقى what are the possible causes of sudden cardiac death in this boy? We what are the required investigation for this patient and how to manage him after this dramatic event? سؤال very common وللاسف معظمنا ايه بنضرب اخماس في اسداس تلاقي الاجابات كده في فاريشن رهيب ما بتبقاش في سكيما في دماغنا كده نعرف نجاوب ازاي السؤال ده. اول حاجه البيشنت ده اسمه ايه ينطبق عليه لقب ايه؟ لا مش سادن كارديك ديس هو ما ماتش هو ما ماتش خلي بالك في سيناريو تاني هنجيبه لواحد مات بقى لا ده اسمه سيرفايفر اوف سادن كاردياك اريست مش ديث سيرفايفر اوف اريست لان هو ما ماتش ديث يبقى خلاص مات ده irreversible فانت بتقول سيرفايفر اوف سادن كاردياك اريست يعني ذيس بوي از كونسيدرد ا سيرفايفر اوف سادن كاردياك اريست تمام وعلى اساسه هنبدا نقول ايه الاسباب. ايه الاسباب بقى؟ اي حاله سادن كاردياك اريست احط في دماغي الاربعه دول مبدئيا. ايه هم الاربعه دول؟ ستراكشر هارت ديزيز شانيلوباثيز coronary anomalies congenital heart disease تمام. طب تعالوا نمسك كده واحد واحد. structural heart disease زي ايه؟ قولوا انتوا ها هو كم ايه بلاش بلاش الاختصارات دي يعني لو قلت هو كم عندي ارحم ولان هو كم على فكره مش يعني انتوا عارفين دلوقتي بقى اسمها هو كم يقول لك hypertrophic cardiomyopathy with الفيتو structure بس ماشي hypertrophic cardiomyopathy ايه كمان برافو عليك كويس انك قلت الجمله دي ما اسمها اريزموجينيك ار في كارديوميوباثي ما بقاش اسمها اريزموجينيك ار في ديسبليزيا خلي بالكم لو انت حظك وقع مع حد من الصف اللي هو يعني لا فاهم فكره ان الترمينولوجي جديد هيقول لك ما اسموش ديسبليزيا ديسبليزيا ده باثولوجيكال تيرم تمام اسمه كارديوميوباثي عشان يفرق يفهموا الناس ان دي ايه اصل في ناس بتبقى لغايه دلوقتي فاهمه ان الاريزموجينيك ار في كارديوس ده تشينيلوباثي لا هو مش تشينيلوباثي ده ستراكشر هارت ديزيز تمام فاسمه اريزموجينيك ار في كارديوميوباثي. ايه كمان اورتيك ستينوزس ممكن بس ممكن نحطه في الكونجينتال يعني ممكن نخليه في الكونجينتال ولو ان ايه هو ستراكشر بس هو ستراكشر طبعا صح
اصولها 18 سنه اورتيك سينوزس بنسبه كبيره هيبقى ايه كونجينتال روماتيك ممكن بس يعني في الاغلب هيبقى كونجينتال. ايه كمان في حاجه ثانيه دايليت كارديوباثي هو اللي يمنع 18 سنه يجيله دايليت كارديوباثي سواء بوست فايرال او جيناتيك في جيناتيك فورم اوف دايليت كارديوباثي. طب هو ده اللي انتوا قلتوه هايبرتيك كارديوباثي ريزموجينيك ار في كارديوباثي دايليت كارديوباثي اسكيميك ال في فانكشن او بيري بارتم. ايه ده ايه ده هو ده ايه علاقته بالسيناريو بتاعنا؟ انا هنا قاصد ان انا اجيب لكم كل الاسباب ان جنرال. انت لما هتكتب في الامتحان هتيلور اجابتك على ايه على سيناريو. يعني اكيد براد ال 18 سنه لا هقول اسكيميك ال في ديس فانكشن ولا هقول بيري بارتم كارديوباثي. لكن لو جاب لي واحده حامل او واحده لسه والده او واحده عندها حاجه 40 سنه ممكن اقول في البوسيبيليتي جايز تكون بيري بارتم كارديوباثي لو هي الست دي كانت متجوزه وخلفت او هي حامل دلوقتي. لو جاب لي واحد فوق ال 30 سنه مش فوق ال 40 انا دلوقتي الاسكيميك رجاء ما تقولوش ايه لا فوق ال 40 نبتدي نفكر في اسكيميا. انتوا اعتقد كلكم شفتوا ان الثلاثينات ده بقى سن نوت انكومن ان احنا نشوف في اسكيميا اقول اسكيميك ال في ديسفانكشن. لكن ولد ده هقول ايه هايبرتروفيك اسموجينيك دايليتد فول ستوب تشاينلوباتيز. قولوا انتوا ها لونج كي تي سيندروم. ايه كمان اللي ايوه اللي احنا بنكره اسمه ده اسمه ايه بقى ايه لا تاني كده كاتيكولامينرجيك بوليمورفيك في تي قول سي بي في تي وخلاص يعني عشان خاطر تريح نفسك يعني. هو الاختصارات في الامتحان على فكره مقبوله يعني مفيش مشكله. ايه كمان بس اختصارات معترف بيها يعني انت لو كتبت سي بي في تي ده معروف كتبت الاريزموجينيك قلت اي ار في سي ماشي بس بلاش اختصارات مش معترف بيها. ايه كمان ايرلي ريبولاريزيشن سيندروم. ايه كمان شورت كي تي سيندروم. ايه كمان بروجادا ما ينفعش اقولش بروجادا بروجادا مهمه جدا. طيب ده نفس اللي انت قلته لونج كي تي سيندروم وطالما قلت لونج كي تي بقول كمان الشورت كي تي سيندروم. شورت كي تي سيندروم من الشينيلوباثيز السيئه هي ما بنشوفهاش كتير بس هي من الماليجنانت فورم. بروجادا سيندروم طبعا ما ينفعش امتحان كارديولوجي وانا دكتور كارديولوجي ما اقولوش بروجادا ده يعني حاجه بقى من الامراض اللي كل القلب عارفينها. كاتيكولامينرجيك بوليمورفيك في تي ايرلي ريبولاريزيشن سيندروم. طب كورونري انوماليز الكابا ماشي الكابا ممكن ولان الكابا هيبقى في الاغلب هيبرزنت ايرلي وبيبرزنت بهارت فيلير اكتر. هارت فيلير اكتر يعني الكابا هيبقى عنده ايه بيجوا هارت فيلير اكتر من سادن كارديك بس ماشي مش عارفين الكابا اللي هو ايه بس الامم يعني انا عارف سنه في ابتسامات كده ساخره. الكابا ده اختصار ايه انوميلس ليفت كورونري ارتري اوريجين فروم بالمونري ارتري يعني ولد مولود الكورونري بتاعه الليفت مين طالع من بالمونري ارتري. ايه كارثه الموضوع ده ان في جزء كبير من المايوكارديوم بياخد بلاد سبلاي من بالمونري ارتري اللي هو دي اوكسجينيتد بلاد. تتوقع الولد ده هيجيب ايه؟ لا هي هارت فيلير عنيفه ما عنده ال في ديسفانكشن وممكن يموت في الاغلب ده لو مات هيموت هيموت ايرلي يعني فهي من الاسباب المكتوبه بس يعني مش هو ده اللي انا اقصده. ايوه هو ده بس كورونري انوميلي طبعا هو في انوميليز كتيره بس اكيد انا مش هقول له مثلا سيبريت اوريجن اوف ال اي دي وال سي اكس مش هقول له اصل الار سي اي طالع من ال سي اكس ولا ال سي اكس طالع من الار سي الحاجات اللي بنشوفها في القسطره هو دي مش مشكله دي حاجات كلها بتبقى ايه مشاكلها بس انك ما بتعرفش تصور العيان او تقول انا مش شايف الار سي اي ويطلع طالع من ال سي اكس والكلام ده إيه ولكن او ابنورمال اوريجن هو مثلا عارفين الار سي اي طالع من البوستيرور كاسب الار سي اي طالع او نون كورونري كاسب والكلام ده مش هو ده اللي يفرق معايا. اللي يفرق معايا بقى ان ال اي دي مثلا او ليفت مين يعني طالع من الرايت كورونري كاسب وللاسف ليه مالجنانت كورس بتوين الاورتيك ارتري والبارمري ارتري فمع الاكسرسايز بيحصل كومبريشن لل اي دي فده ممكن يعمل سادن كاردياك ديس. تمام ده مهم جدا 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 وعلى فكره ده من الاسباب الكومن اوعى تفتكروا ان دي حاجه رير من احد الاسباب الكومن جدا يعني في بعض الليترشر يقول لك ده السكند موست كومن كوز كورونري انومالي ده ما اسمه مالجنانت كورس في ال دي مش محتاج اقول كورونري انوماليز تاني. كونجنتال هارت ديزيز اورتيك سينوزس طبعا ايه كمان فالو ان ريبيرد او ريبوست ريبير الاثنين يعني الان ريبيرد بالذات كل ما يتاخر في الريبير الريسك اوف سانيك كاردياك ديس بيزيد الكلام ده بتوع الكونجنتال عارفينه بعد الريبير كمان ممكن يجي له ليه سكار هو عنده سكار في الفنتركل فنتركلوتومي سكار ريليتد في تي تمام فممكن يجي له ده او ممكن يجي له ده. ايه كمان بالمونري سينوزس يعني بس هو مش هيعمل او سانيك كاردياك ديس. ايه كمان تي جي اي الكونجنتال كوركتد تي جي اي هتقول ايه ده هو هيعمل سادن كاردياك ديس هو انت لازم السادن كاردياك ديس تبقى تاكي اريزميا ما ممكن يبقى بريدي اريزميا وارد تبقى بريدي اريزميا تمام كونجنتال كوركتد تي جي اي اليوني فينتريكولار هارتس بانواعها عارفين كلمه يوني فينتريكولار هارت اللي هي الحاجات اللي بتبقى فيها رودومنتري فينتريكول فينتريكول تاني هو بريدومينانت دي من الحاجات الريسك اوف سادن كاردياك ديس عالي وده يعتبر كومبلكس كونجنتال هارت ديزيز.
نسينا حاجه؟ هو طبعا انا لو كتبت الكوزز دي حلو كده، انا كده غطيت معظم الايتيولوجيز عشان بس نبقى عارفين. لو حد في الامتحان كتب عناوين كده structure heart disease 1 2 3 شايلوباسي 1 2 3 كورونري انوماليز كذا كونجنتال ديز 1 2 3 حلو جدا، بس في حاجات لو زودتها انت بتاخد درجات زياده. اولا احنا ما ننساش بري اكسايتد اف، ده احد الاسباب وقلناها من شويه. سادن كاردياك ديس احد اسبابه البري اكسايتد اف. بري اكسايتد اف هو مش بيناين اريزميا، هو الاس في تي بصفه عامه بيناين اريزميا، البري اكسايتد لا. الفاميليال هايبركوليستيروليميا تعتبر سبب للسادن كاردياك ديس؟ طبعا طبعا اعتقد كل يعني في سيناريوز كده معروفه عندنا في اسم القلب، يعني انا ما اعرفش انتوا في شفتوها ولا لا، بس اكيد في ناس حضروا منكم يعني فاكرين. كانت في حاله كانت بنت، كانت الدكتوره نارين نوكاشه كانت متابعاها، البنت اللي هي ايوه دي كانت بنت ايه، كانت بنت عندها 8 سنين كل ما بتيجي تروح المدرسه يجي لها ايفورت انجينا، تمام، فضلت تعمل فقساطر وتركب دماغها، كانت فاميليال هايبركوليستيروليميا، تعمل فقساطر وتعمل 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 وبعد كام سنه ماتت. دي ممكن يبقى البرزنتيشن بتاعها اقوله فصاد ان هي بتلعب مثلا، اه صدري محدش ياخد باله انها قالت اه صدري، او قالت اه صدري يعني بنت عندها 8 سنين بتقول اه يا صدري، هتبقى ماسكلو سكيليتال تشيست بين وفجاه اتارست. فالفاميليال هايبركوليستيروليميا نقولها في الاسباب جمله بس كده، فاميليال هايبركوليستيروليميا. هل في اكواير ديزيز تعمل اكواير ديزيز ايه زي ايه؟ قولوا، حد يقول، فكروا كده مع بعض، احنا بنناقش، احنا ده اوبن دسكشن. اميليدوزيس ممكن، ماشي ماشي، بس مش هتبلاش تقوليها في يعني، خليها في جزئيه ثانيه يعني، خليها في جزئيه خلي كلمه اميليدوزيس ونعرف حالات، لو حلق هايبرتروفيك كارديوميوبثي نفتح بقى في حاجات الانفلتراتيف ديزيز والستورج ديزيز ونرغي عشان بس السؤال ما يفتحش مننا. ها هو مرفان مش اكوايرد، مرفان يعتبر حاجه جيناتيك يعني. ها مايكاردايتس، برافو، مايكاردايتس هو وارد، الولد ده جاله بوست فايرال مايكاردايتس ويجي بسادن كارديك ديس، صح، برافو. ايه كمان؟ في سؤال مهم قوي هنقول بعد شويه في لما نيجي نتكلم في المانجمنت، في سؤال مهم لاي ولد لسه وهو بيلعب في ماتش ايا كانت الرياضه، تمام، لازم تساله دايما لايه؟ للكابتن او لزمايله او للبيرنس، اتخبط فين؟ ليه؟ كوموشي كوردس، دي مهمه جدا جدا جدا، تمام. اكواير كوست طبعا كذا حاجه، اكيوت ام اي ممكن، طبعا في السن ده 18 مش هقول ام اي، بس يعني انا بقولها كاحد الاسباب، يعني لو واحد عنده حاجه و30 سنه وقال لك ارست فجاه، طب ما هو جايز يكون ام اي يا جماعه. وعلى فكره الام اي ساعات ممكن ما يلحقش يلحق يقول ان انا عندي وجع في صدري، مش شرط يقول لك ما هو ما قالش تشيست بين، طب ما هو ممكن يكون جاله تشيست بين وما قالش، ما انت برده مش كل الناس عندهم اه صدري، في ناس يفضل ايه عارفين شخصيه اللي هو الواحد اللي بيكتم جواه وما يقولش انا تعبان، لو تيجي تقول انت كويس انا زي الفل وهو بيتقطع من جواه، بس الفكره في الاخر يقول لك لغايه ما تلاقيه فجاه ارست قدامك. فانت الفكره ان انت الام اي من احد اسباب الاكواير كوز لو السن يسمح، هنا مش هقولها بس انا بقول انا قاصد اجيب سلايد ايه تجمع الاسباب. اكواير كيو تي برولونجيشن، اه لا ليه لا يعني، هايبوكاليميا، هايبوكالسيميا، هايبوماجنيزيميا، بياخد ادويه تطول الكيو تي سواء ميديكيشنز او ليس دراجز. كوموشيو كوردس من الحاجات المهمه قوي، هي ايه فكره الكوموشيو كوردس؟ ان واحد خد بلانت تروما على التشست، بس مش بلانت تروما بسيطه، يعني لو انا بتكلم في ماتش كوره، هي لو كره القدم جت في صدر واحد كده شوطه جامده، ده يعتبر تروما قويه ولا تروما اي كلام؟ قويه جدا. طب لو ماتش باسكت بول، ده كره الباسكت اتقل من كره الهاند الفوتبول يعني، تمام. فالاصابات دي حد مثلا في ماتش ملاكمه وراح واخد بوكس في صدره مثلا بالغلط، ده بلانت تروما، لو جت في الفولنربل بيريد بتاعت المايكارديوم اللي هي الجزء اللي بيبقى فيه ريتفراكتور بيريد اللي هو في الريبولاريزيشن ده ممكن يدخل فيه سادن كاردياك ديس، ده اكواكوز. هو الولد ده نورمال ولد طبيعي بس جاله بلانت تروما عنيفه، فممكن ده، وعلى فكره دي احد الاسباب اللي ممكن في ماتشات الكوره اللعيبه اللي يقول لك دايت في ماتش كوره اللي احنا بنسمع عنها في مصر وبره مصر، كوموشي كوردس، فلازم اقول كوموشي كوردس. مايكاردايتس زي ما الدكتور قال، الفالفلر هارت ديزيز ان جنرال، لو روماتيك مثلا ممكن، لو فالفلار ديزيز وروماتيك بدا في سن بدري وبدا يدخل في ال في فانكشن ممكن يسبب سادن كارديك ديس. بعض الناس برضو بتحب تحط في الاسباب ايه؟ البريدي اريزميا، يقول لك ايه؟ عشان ابقى اسمي عرفت الاكزامينر ان انا عارف ان السادن كارديك ديس مش شرط يكون تاكي، زي ما قلنا في الكونجنتال كوريك تي جي اي، ممكن تكون تاكي وممكن تكون بريدي. كده انا غطيت الكوزس روعه، يعني انا غطيت معظم الكوزس، تمام؟ لو انا كتبت معظم الحاجات دي حتى لو عناوين، على فكره انا مش مطلوب مني اشرح. افتكروا دايما كده يا جماعه في الامتحانات اللي زي دي، ما حدش يقعد يقول لونج كيو تي اكزامبل لونج كيو تي تايب 1 ويتش اوكير ديورنج مش ما فيش وقت الكلام ده،
هو بيقول لك وات ار ذا كوزز، قول لي الكوزز، عرفني ان انت فاهم ان في حاجه اسمها كورونري انوملي، في حاجه اسمها ستراكشر ديز، في حاجه شالوبس، ما تقولوش الكوزز لونج كي تي سيندروم هايبرتو كارديوميوباثي وكونجيتال هارت ديز ومش فاكر حاجه ثانيه. نعم دول الكوزز بالنسبه لك لولد ارست فجاه؟ لا. فدي الاسباب اللي نقولها عناوين بس هي تتكتب. طب باي انسيدنس بقى، لو جيت قلت لك سؤالنا قلنا مره في كويز لو فاكرين، لو قلنا باي انسيدنس ايه الموست كومن كوزز بقى، سيبك من الرصه النظري بتاعت الكتب دي اللي بتتكتب في التكست بوك وبتتكتب في الكتب اللي كنا بناخدها في الكليه، لو قلت لك قول لي نمبر 1 موست كومن كذا يلي كذا يلي كذا، قول لي اربع اسباب بس انا مش عايز غير اربعه. باي انسيدنس ها، يعني انت لو ولد ارست وهو بيلعب ماتش كوره اقول له هفكر نمبر 1 في كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، ها هو كم الايه ايه؟ لا كاتي كل ما نرجع مش من الكومن قوي بالشكل اللي انتوا فاكرينه قوي، هو من الاسباب المهمه بس مش قوي. كورونري انوماليز على فكره هو السكند موست كومن كوز. بعض الناس بتحب تحط اريزموجينيك ار في كارديوباثي نمبر 3 في الليترشر، بعضهم يقول لك اللونج كي تي سيندروم، ولكن اريزموجينيك ار في كارديوباثي من الاسباب المحطوطه حتى ان اقول لك ان هو شاكر في امريكا ولا في اوروبا يقول لك ان ده السيرد سيرد اه، في ناس بتحب تحطه سيرد وناس بتحب تحطه تاني، بس الاريزموجينيك ار في كارديوباثي من الامراض الكومن على فكره مش من الامراض الرير اللي بيشتغل في اي بي لاب هناك مثلا او يعني تيرشري سنتر في انجلترا مثلا وكده، وفيه يلاقي الاريزموجينيك ار في كارديوباثي من الامراض اللي مش يقول يا شفنا اريزموجينيك ار في كارديوباثي، لا كومن انت تشوفه ماشي في لو في تيرشري سنتر. واللونج كي تي سيندروم طبعا بالذات انا بتكلم في اكسرسايز، فيعني لونج كي تي سيندروم بتعمل الاسباب المهمه. طيب ندخل بقى في الانفستيجيشنز اللي هنعملها عشان بس نبقى حاطين في دماغنا، لو حاله اقل من 30 سنه لازم هركز على ستراكشر هارت ديزيز وعلى شايلوباثيز، فوق ال 40 سنه في وجود ريسك فاكتور لازم احط في دماغي كورونري ارت ديزيز، وكلنا بقى فاهمين الكونسبت ان فوق ال 30 سنه ده سن للايه للاسكيميك هارت ديزيز. طيب قبل ما اجري واقول له انفستيجي، هو خلاص انا جاوبت له على اول جزئيه الاسباب، بيفور راشينج تو انفستيجيشنز لازم اقول له ايه؟ هو حط لك خدعه، قال لك ايه؟ قول لي الانفستيجيشن والمانجمنت. لكن هو ايه الخدعه اللي هو ايه التريكه اللي وقعك فيها؟ ان هو انت كده اعتبرت ان انا قدامي طفل او ولد شاب مراهق يعني ارست وهو بيلعب كوره، انا عرفت الاسباب، يلا تعالى حضرتك بقى كده مش انت الحمد لله اللي هو ريسوسيتيتد ولحقنا، تعالى بقى نعمل انفستيجيشن بس كده. ايه؟ ايوه في حاجه اسمها ايه هيستوري تيك، هو قال لك نو باست هيستوري. جميل، هو عايز يقول لك يعني ايه نو باست هيستوري؟ يعني الولد ده ما اشتكاش من حاجه قبل كده، كده خلص الهيستوري؟ لا ما خلصش الهيستوري. هل في انا باست كارديك هيستوري؟ احنا كده كده هو غطاها لي. في باست غير الباست هيستوري، هل هو كارديك سيمتومز؟ يعني ممكن اساله طب هو ما اشتكى ما عندوش باست هيستوري، ما قالكوش مره انه عنده تشيست بين، بيجي له بالبيتيشن، بيجي له سينكوب؟ ما ممكن تقول لك يا دكتور لا مش مريض قلب يا دكتور ما كانش عنده اي امراض، بس يجي تقول لك بس كان ساعات بيغمى عليه، كان ساعات بيجي له ضربات قلب سريعه ويمسك صدره كده ويدوخ ويقع مننا. لا ده حاجه مهمه، فدي نقطه مهمه وممكن يكون ما قالهالكش في السؤال، يعني ممكن السؤال ما يجيبلكش سيره الباست هيستوري يبقى انت لازم تقولها. في حاجه كمان تسال عليها؟ حد عنده اختلاف ان انا لازم اقول للعيادي لو سمحتوا بقى تعالوا لي كده مثلا الاب وام كده بعد ما يكونوا هديوا ان انا اسالهم عن فاميلي هيستوري في هارت ديزيز وفاميلي هيستوري في سادن كاردياك ديس؟ يعني مش بس سادن كاردياك ديس، سادن كاردياك ديس وهارت ديزيز، حد في العيله عنده مشاكل في القلب؟ ممكن تقول لك اه يا دكتور ده على فكره بابا كان عنده ضعف عضله القلب وعمه كان عنده ضعف في عضله القلب واخوه الكبير عنده ضعف عضله القلب. لا ده انتوا عيله ضعف عضله القلب بقى في حاجه عندكم كارثه مشكله، ده كان في حاجه جيناتك اكيد مش كلهم جالهم بوست فايرال مايكاردايتس يعني. لا هو في حاجه جيناتك ودايليتيك كارديوماثي فيها 30% جيناتك وهنقول الكلام ده بعد شويه. في حاجه اسمها اللامن جي ميوتيشن، لامن جي ميوتيشن ده مهم جدا، ده من الاسباب الدايليتيك كارديوماثي اللي مش بس دايليتد وريسك اوف برادي اريزمي وريسك اوف صادن كاردياك ديس. ده لو اتشخص جيناتك لازم يركب ايه اي سي دي العيان ده. اسال على هيستوري اوف تروما، احنا اتفقنا هو اتخبط في صدره قبليها، حد خبطه بكوره، لو واحد ارستد مثلا اقول لك هو قاعد مع صحابه ارستد، طب هو مثلا حد من اصحابه كان ضربه قبليها كان في خناقه وحد مثلا اداله بوكس في صدره، ما هو يكون ده سبب بوضوح جامد. ممكن تقول لك اه يا دكتور بصراحه ما كانوا بيضربوا بعض وراح ده اداله بوكس في صدره وصاحبه فولد وقع في الارض، اه يبقى وارد تكون فعلا المشكله نتيجتكم وشي كوردس. اخر حاجه وده سؤال لازم يتسال سواء في البراكتس او انا هكتبه في الامتحان، بياخد ادويه؟ هتقول لك لا ما بياخدش ادويه، يعني ما كانش واخد انتي بايوتيك حضرتك قبلها زي الكينيدين كلاريسرومايسن زي الايسومايسن ماشي اه ده اجيب لها امثله انتي هيستامينكس، ما كانش بياخد ادويه اكتئاب، ما ممكن يكون مراهق ده ما بياخدش ادويه اكتئاب، المراهقين كتير يقول لك كان بياخد انتي ديبريسنت، كان بياخد ريكريشنال دراجز؟ لازم اسال على الحاجات دي. يبقى بيفور راشينج تو انفستيجيشنز لازم اسال على
الاربع حاجات دول. في باس الولد ده عنده باس هيستوري او كارديك سيمتومز، الولد ده عنده فاميلي، في عندكم فاميلي هيستوري، هل في اسف تروما، هل في دراج هيستوري ولا لا. طبعا لما ابتدي بالانفستيجيشن رجاء برافو صح، برافو عليك صح. فيفر عشان لو هيستوري مايكاردايتس صح، ممكن تسال فعلا على هيستوري فيفر على اساس ان لو هو في كان فيفر قبلها او تشيست انفيكشن قبلها وجاي الوقت بسادن كارديك ديس ممكن افكر فيه. ليه؟ ما بص بقى المايكاردايتس والبروجادا برضه، البروجادا عشان البروجادا من الحاجات تريجر فيه، بس هو طبعا هيبقى السؤال مين يتكلم عن المايكاردايتس اكتر. هو البروجادا عشان انتوا عارفين قصه ان البروجادا بتبقى تريجرد بالحراره العاليه، عارفين المعلومه دي يا جماعه؟ يعني لو واحد قال لك ارست وهو بيستحمى افكر في ايه؟ بروجادا. تمام، واحد ارستد في كان اوضه حر وكذا وكذا ممكن تبقى بروجادا. تمام، كان في سيناريو حتى يقول لك ان الكهرباء فصلت بالليل والتكييف فصل فارست بالصحي الصبح لقوه ميت، البروجادا. البروجادا على فكره من الحاجات المعروفه انها تريجرد بالهوت تمبرتشر او الويذر والفيفر والكلام ده. دايما لما بتدي انفستيجيشن رجاء يا جماعه، يعني لما تيجي سواء في البراكتس او في الامتحان ابتدي دايما بالحاجات اللو كوست النون انفيزيف السمبل انفستيجيشن واطلع على الهاي كوست. بلاش مثلا اقول لك انت انفستيجيت ايه؟ كاردياك ام ار اي. طب انت عملت له اي سي جي؟ طيب عملت له ايكو؟ عملت له ليبت بروف؟ عملت له الحاجات السمبل؟ تمام، وده في البراكتس على فكره. يقول لك دايما لما تيجي في الطوارئ مثلا هتعمل له ايه؟ مثلا كذا كذا عيان ديسنيك وكذا وكذا، سي تي بالمونري انجيو. طب عملت اي سي جي الاول؟ طيب طب عملت تشيست اكس راي؟ طب عملت اي بي جي؟ اي بي جي اللي هو تيست هيتعمل في الاستقبال ويطلع لك ويقول لك البلاك جازز اخبارها ايه. فخلينا دايما نبدا بالسمبل. اول حاجه سمبل اعملها الواحد سيرفايفر سادن كاردياك اريست اعمل له ايه؟ اي سي جي. ليه؟ ما هو فاق خلاص، هتلاقي ايه في الاي سي جي؟ هو انت مثلا عنده الابيسود دلوقتي؟ ما هو خلاص هو الحمد لله رصاص، هيفرق معاك الاي سي جي. بري اكسايتيشن، برافو. ايه كمان؟ بروجادا باترن اللي هو اس تي اليفيشن في 1 و 2 و 3 مع برومننت ار ويف. ممكن الاقي ايه كمان في الريستنج اي سي جي؟ ها؟ لونج كيو تي كمان، برافو. احسب بقى كوريكت كيو تي اكتر من كام؟ 480 لو اسيمتوماتيك، لو سيمتوماتيك 460، ده هعتبره ايه؟ لا ده مش ده سيرفايفر سادن كارديك اريست. ده انا 450 هتلكك له، هتلكك له ان ده ايه؟ ان الراجل ده عنده مشكله. تمام؟ فاللونج كيو تي انترفال لو اكتر من 460 اه ده اب نورمال وده هيبان لي في الريستنج. ايه كمان؟ تعالوا نمسك كده واحده واحده. مانيفست بري اكسايتيشن انتوا قلتوها، برافو عليك. بري اكسايتد اف ممكن يبقى لو مانيفست بري اقول ده في الاغلب بري اكسايتد اف. كوريكت كيو تي انترفال اكتر من 460 ملي سكند او اقصر من 360. الشورت كيو تي كات اوف بوينت بتاعها كام بالمناسبه؟ افتكروا دايما كده 460 480، الثانيه 360 340. يعني افتكروا دايما خلي 360 460 زود 20 نقص 20. سهله عشان تحفظوها. ما بقاش في كوز 8 ميل وفي ميل والكلام ده، يقول لك في الميلز اكتر من كذا والفي ميلز اكتر من كذا، ما بقاش الكلام ده موجود. تمام؟ ايه كمان؟ بروجادا باترن زي ما انتوا قلتوا، انتوا قلتوا معظم الحاجات الكومن على فكره. فولتج كرايتيريا في ال في اتش. هتقولي طب ما هو ممكن يكون اثليت هارت، اوكي مش معترض، ما انت هتعمل ايكو بعد شويه. بس الفكره ده انا مش بتكلم في ولد بيقول لي نفسي بيتعبني، لا ده انا بتكلم في ولد اريستد. يعني انا ايه؟ هفكر دايما في الايه؟ في الورست سيناريو. فولتج كرايتيريا الفي اتش ما تقوليش اثليت هارت، لا ده ممكن يكون هايبرتيف كارديوميوباثي. اعملي كارديك ام ار اي قولي ده اثليت هارت ولا هايبرتيف كارديوميوباثي. في بقى جادولينيوم بقى، استخدم جادولينيوم واشوف السكارز والكلام ده. ديب اسيمتريكال تي ويف انفيرجن في البريكورديال ليدز، ده اللي هو بنسميها ايه؟ المنظر بتاع ايه؟ الابيكال هايبرتيف كارديوميوباثي. ده المنظر ده لو شفته ونهار اسود الولد ده فيه كارثه، خلاص خلصت القصه يا جماعه، خلصت. ده في الاغلب هكونفيرم بايكو ام ار اي والكلام ده، بس ده كده الاي سي جي اداني كلو يعني بريشس جدا، قال لك في كارثه في الاي سي جي. الولد ده في الاغلب سبب الارست اللي هو الموست كومن هايبرتيف كارديوميوباثي، وخلصت القصه. تمام؟ انترا فنتريكولار كوندكشن ديلي او باثولوجيكال كيو، افكر في وجود باست هيستوري في ام اي ستراكشر هارت ديزيز الكلام ده كله. الدايليتد كارديوميوباثي ممكن يبقى عنده انترا فنتريكولار كوندكشن ديلي بس. تمام؟ ابسلون ويف بتاعت الاريزموجينيك ار بي كارديوميوباثي مش كومن قوي، ما بنشوفهاش كتير بس من الحاجات الموجوده في الريسنج اي سي جي. كوندكشن اب نورماليتيز، هو الولد ده لو عنده باي فاسكرا بلوك، عنده تراي فاسكرا بلوك، بيجي له كده مثلا انترميتال موبس تايب 2، ايه ده؟ ليه ان شاء الله؟ في جيناتيك ديزيز يكون عامله برادي اريزميا وارد، يبقى انا كنت يبقى ده كان بيجي له، يبقى هو مش اريست من فيتاك او في اف، ممكن يكون اريست من برادي اريزميا وحصل له بوز، او البرادي كارديا دخلته فيه برادي ديبندنت فيتاك. شفتوا الاي سي جي الريسنج اداني كلوز ازاي؟ ايرلي ريبولاريزيشن زي ما قلنا، او ممكن يطلع نورمال، نورمال ولا اي حاجه. شفت الريسنج جين طلعت منه كان على وقت قد ايه؟ هتقولي هو انا لازم اكتب كل الكلام ده في الامتحان؟ هقول لك لا، انت لو افتكرت في الامتحان زي اللي انتوا قلتوه، قلت مثلا ريسنج جي بيكوز ممكن اكزامبل مانيفست بري اكسبشن كوريكت كيو تي بروجادا فولتج اوف ال في اتش، روعه
انت كده غطيت معظم الحاجات الكومن اللي شوف الجي. مش لازم اقول لك وما قلتش ايبسلون ويف، ما قلتش مش عارف انترا فينتريكولار كوندكشن ديلي، ما قلتش ايرلي ريبريزنتيشن، بس انا قلت اللونج كيو تي، قلت الشورت كيو تي، قلت البروجادا، ماشي، قلت المانيفست بري سايتيشن. انت كده عرفته. غير حاجه مهمه، انت كون ان انت بدات الانفستيجيشن بتاعتك بالاي سي جي ده معناها ايه؟ انت شخص ريزونبل. ببدا بالسيمبل انفستيجيشن وادخل على الانفستيجيشنز المعقده بعد كده. تمام، هو اتفضل. اللي هو ايه؟ قول الحاجات اللي على الاقل الكومن سيناريوز، الحاجات اللي بتدور عليها الكومن ابنورمالز بتدور عليها، مش هتقدر تكتب كله. لا 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 اكيد، لان الوقت مش، احنا اتفقنا هنكتب عناوين ما صورتش. ترانس راسك ايكوكارديوجرافي ليه؟ احنا مش قايلين استراكشر وكونجنتال. هيوريني ال في ديستوريك ديس فانكشن، يوريني ال في ماس اندكس عشان حالات الهايبرتروفي، هيوريني الار في فانكشن والول ثيكنس سبيشالي في الار في او تي عشان حالات الاريزموجينيك ار في كارديوميوباثي، يوريني في ريستنج سيجمنتال موشن. احنا قلنا لو فوق ال 30 سنه هفكر في سكيميك ال في ديس فانكشن، والراجل ده ممكن يكون كله ام اي لو كان فوق ال 30 سنه. يوريني في فالفولار هارت ديزيز ولا لا، في كونجنتال هارت ديزيز ولا لا، ولا الايكو نورمال. ما بتوع التشانيلوباثي هتلاقوا الايكو نورمال، ماشي. يبقى انا الايكو لو قلت له مثلا ايكو، حتى لو انت بتكتب امتحان ايكو تو اكسكلود ستراكشر هارت ديزيز و فالفولار وكونجنتال، حلو قوي. انت كده قلت له فهمته ان انا الايكو هاكسكلود كذا، هاكسكلود كذا، ممكن يكون لازم التشانيلوباثي. لا التشانيلوباثي زي بقى نورمال ايكو. تمام، اهو نورمال ستادي ده في الاغلب في حالات التشانيلوباثيز. تمام، تعمل لاب تيست، هعمل ليبيد بروفايل، اكيد واحد ارستد. ما هو انت مش بتتعامل مع حاله، ده حاله بوست ارست، اكيد بيعمل الكيدني فانكشن والالكترولايتس والليفر فانكشن. وهنا لازم اقول الالكترولايتس ليه؟ ما هو جايز اللونج كيو عنده مش كونجنيت، لو هيطلع عنده لونج كيو يطلع هايبوكاليميك ايا كان بقى سبب الهايبوكاليميا، دايريه عنيفه، فوميتنج عنيف، وجاله هايبوكاليميا دخلته في سادن كاردييك ديث، وارد ده، وارد يكون كده. تمام، سي بي سي الحاجات دي اكيد هقولها، ما احنا اتفقنا. توكسيكولوجيكال سكرين فور ريكريشن اور ليست دراجز، مش لازم اقول هنا اكزامبلز، لان هنا صراحه معظم الادويه اللي بتطول الكيو تي معظمها ادويه عاديه، ادويه فارماكولوجيكال ميديكيشن، مش اليست دراج ريكريشنال دراجز. بس في بعض الحاجات عن الميثادون والاوبييتس والحاجات دي كلها، وارد الادويه دي تستخدم كحاجه مثلا اليست دراجز تكون هي اللي عملت لونج كيو تي. يعني في بعض الاوبييتس بتطول الكيو تي، فانت مش هتقول اكزامبل، مجرد ان انت بس عرفته كونسبت ان انا توكسيكولوجيكال سكرين. اعمل سي تي انجيو، خلاص بقى احنا خلصنا الحاجات البسيطه، دخلنا في الحاجات الايه، الانفستيجيشنز بقى، الراديشن والكلام ده. اعمل سي تي انجيو، كورونري انوماليز، مهم. احنا قايلين مالجنا الكورس، وده هيتشخص بالايكو ولا بالاي سي جي؟ ابدا، لو كان جاله ام اي هيبان. فالسي تي انجيو هنا مهم جدا عشان يقول لي هل في مالجنا الكورس ال دي ولا لا. تعمل كاردييك ام ار اي، اعمل كاردييك ام ار اي، ساتل فورم او الايرلي فورم بتاع ستراكشر هارت دي ممكن ما تبانليش في الايكو. تمام، بالذات اكزامبل مين؟ انت لما تعمل ام اي بتدور على مين؟ اكيد مش بدور على كونجنتال هارت ديزيز يعني ما الايكو قالهولك، لا بدور على ايه؟ هايبرتروفيك كارديوميوباثي او اريزونيك ار في كارديوميوباثي. هو مش بس هيكونفيرم، هيكونفيرم وهيعمل لك ريسك ستراتيفيكيشن، لان انت بتدور على حاجه في الام ار اي اسمها ايه؟ ودي نكتبها رجاء في الامتحان، بتبقى شكلها شيك لما تكتبها. استخدم جادولينيوم عشان ادور على ليت جادولينيوم انهانسمنت. ليت جادولينيوم انهانسمنت بيندكيت ايه يا جماعه في الام ار اي؟ سكار. كل ما يبقى الليت جادولينيوم انهانسمنت ارياز كتيره، كل ما ده ايه؟ ده poor prognosis ولا good prognosis؟ poor prognosis، ده عنده scars، عنده risk of scar related VT عنيف جدا، كل ما ال scars تزيد كل ما ال risk يزيد. تعمل investigations بتاعت coronary artery disease لو فوق ال 30 سنة، ممكن أقول له لو السيناريو بتاعي واحد فوق ال 30 سنة، ممكن أقول له هعمل perfusion scan، هعمل stress echo، coronary angio up to coronary angio لو أنا شايف إن suspicion كله ماشي مع ischemia، أه هقول حلو، دي مكتوبة في ال guidelines. لكن في الولد اللي عنده 18 سنة مش هقول له أعمل له perfusion scan و stress echo، أكيد لأ، مش هقول له أعمل له coronary angio، ما أنت عملت CT. سي تي هيقول لك في كرونري انومالي ولا لا. تمام، تعمل اكسرسايز تيست او تريدميل، يعني ليه بقى؟ كاتيكولاميجي بولومافي دي هو الجولد ستاندرد تيست بتاعها اصلا، ان انا اجري العين على التريدميل لو جاله باي دايركشنال في تي او بوليمورفيك في تي، ده دايجنوستيك تيست ليه، كاتيكولاميجيك بوليمورفيك في تي كونفيرم بقى بجيناتيك تيست والكلام ده، مفيش اي مشكله، بس لازم ده اللي يشخصه. طبعا هنا لما باجي بعمل حاله زي دي بتبقى فيه بريكوشنز، الكلام ده مش تكتبه في الامتحان، يعني ركب كانيولا وخليك كراش كور، احنا في التريدميل ما بنركبش كانيولا، هنا لا ده لازم يركب كانيولا، ولا ده ممكن يقرست وهو بيلعب دلوقتي او هو بيجري على التريدميل، ركب كانيولا واجري اسمه ده ومعايا كراش كور، وما اكونش انا قاعد لوحدي في الاوضه مثلا نظام ده ولد، فانا ممكن انا الدكتور والعيان، لا في ممرضه قاعده معايا وفي حد زميلي هندهه لو حصل حاجه، عشان ده ولد في ريسك اوف سادن كارديك اريست. اسسمنت اوف مايكارديال اسكيميا، لو انت شاكك ان هو كورونري ديزيز ماشي، ولو ان صراحه لو انا شاكك في اسكيميا في عيان سرفايفر سادن كارديك اريست وهو اكيد مش هجريه على التريدميل ده، هصوره واعمل له قسطره، في الاغلب هعمل له قسطره بصراحه، او هعمل على الاقل بيرفيوجن سكان او سي تي انجيو، بس يعني هي مكتوبه
عشان كده انا قلت اقولها يعني بالمره. في حاجه كده يقول لك ان بتوع اللونج كيو تي ما بيحصلهمش شورتنج للكيو تي مع الاكسرسايز، يعني ماشي اوكي لو ما كتبتهاش مش ازمه يعني، بس انت اهم حاجه في التريدميل هو انهي واحد فيهم، كانت كولمينولوجيك بوليمورفي بي تي ده فيهوش كلام. في حاجه اسمها تشالنج تيست. تشالنج تيست يعني ايه؟ يعني واحد كل حاجته نورمال 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 مفيش حاجه، بيقول لك طب يكونش كونسيلد لونج كيو تي. يعني ايه كونسيلد لونج كيو تي؟ يعني هو لونج كيو تي سندروم بس مش باين، بس لو اديته تريجر هيبان تمام. او يكونش تايب 2 بروجادا او تايب 3. عارفين تايب 2؟ احنا عارفين البروجادا تايب 1 دي الفرانك الكلاسيك اللي هي بيسموها ايه سادل شيد سي اليفيشن. تايب 2 تايب 3 كويري كده. طب في عندنا حاجه اسمها ابينفرين تشالنج تيست، مجرد بس قول اسمه من غير ما اكتب، ده بيشخص الكونسيلت. هو مجرد انك بتحطه على ابينفرين انفيوجن بتلاقي كيو تي بتطول، لو كيو تي طولت اكتر من رقم معين بنقول ده لونج كيو تي سندروم. وفي عندنا تيست اسمه معروف جدا بيحبوا يجيبوه في الام سي كيو دايما اسمه ايه؟ اجمالين تيست. اجمالين تيست ده نوع من الصوديوم شانل بلوكرز انتي اريزميك، ما بيستخدمش كتريتمنت، هو بيستخدم بس في التيست ده انفيوجن في تايب 2 تايب 3 بروجيدا، بتلاقي ان انت لما تمشي انفيوجن تلاقي عالي الاس تي ال فيجن. ده بيتعمل بره مش هتلاقيه بيتعمل في مصر يعني. تعمل اي بي ستادي للعيان ده هل ليها رول؟ لو ده مانيفست بري اكسايتيشن، حد عنده اختلاف ان الولد ده لازم نعمله اي بي ستادي وابليشن؟ خلاص انت لقيت من الاول ولد اريستد، جيت تعمله ريستنج اس جي لقيته ويل وورف باركنسون وايت سيندروم، خلاص خلص ده بري اكسايتيف، ده لازم ده كلاس 1 انكشنز بيك، لازم يكون اكسس باس واي. ساعات ممكن نعمل في تي ستيم بروتوكول اللي هي بنسميها بروجرامد فينتريكولار سيميليشن، لو انا شايف ان البيشنت عنده ستراكشر هارت ديزيز بس انا ما عنديش ايفيدنس عنيف، في بعض الناس ممكن تقول لك اعمل. ولو ان لو ستراكشر هارت ديزيز وحصل له اريست ده كلاس 1 انديكيشن راكب اي سي دي، بس هي من الحاجات اللي ايه بتتعمل صراحه في حالات السينكوب مش السادن كارديك اريست. ما ننساش طبعا ان ال يعني الاي بي ستادي من الحاجات المهمه في حالات الالفي فانكشنال بيجيب سينكوب، ولكن طبعا مش مجرد ان جاله في اف في الاستادي خلاص بنعتبرها بوزيتيف، لا لان ساعات مع الاجريسيف ستيميليت بتبقى ليها كرايتيريا معينه، مش مهم قوي الكلام ده دلوقتي. نخلي بالنا بس من نقطه ان الاي بي ملوش رول في حالات الهايبرتيك كارديوميوباثي، فرجاء لو حاله هايبرتيك ما تقولوش نعمل له اي بي ستادي، ملوش رول في اللونج كي تي سيندروم، ملوش رول في الشورت كي تي سيندروم، ملوش رول في الكاتيكولمينولوجيك بولمونري في تي، الحالات دي ما بتستفادش من البيستادي. ممكن البروجادا، ممكن الاريزموجينيك كارديوميوباثي، ممكن الدايليتد، ماشي تمام. الاسكيميك طبعا دول اكتر ناس بيعملوا اي بي ستادي اللي هو الفي تي سي، هتلاقي معظم حالات الفي تي سي بيبقوا ايه دول اي بي اللي هم الاسكيميك الفيسوم. لكن التشانيلوباثيز لو حاله تشانيلوباثي واضحه ساعات بيجيب لك سيناريو كده لونج كي تي سيندروم، سيناريو بروجادا، سيناريو هايبرتروفيك، ما تقولوش ساعتها اي بي ستادي لو سمحت. هل في رول للجينيتك تيست؟ ساعات بيسالك السؤال ده في الامتحان، قول لنا هل انت شايف ان في رول ان انا اعمل جينيتك تيستينج؟ مبدئيا عشان اتفق من غير ما تقعد تحفظ لي اسامي، انا حاطط اسامي جينز انا عارف حاططها بس كده يعني ريفريش يور مايند. ساعات في الام سي كيو كده لو حد ايه غلس يقول لك ايه، يقول لي مثلا انهي جين من دول يعمل لك هايبرتروفيك كارديوميوباثي، ساعات كده ممكن يغلس. ولكن مفيش حاجه اسمها بانل اوف جينز. يعني ايه مفيش حاجه اسمها بانل اوف جين؟ يعني مفيش حاجه اسمها كده ايه، طب بص بقى يا جماعه نروح عند مستشفى الاطفال عن قسم الوراثه اعمل له جينات هايبرتروفيك كارديوميوباثي واعمل له جينات اريزموجينيك كارديوميوباثي وتست الجينات بتاعه اللونج كيو تي سيندروم ونتست الجينات بتاعه الدايليتيك كارديوميوباثي اللامن جين ميوتيشن ونتست ايه يا بابا؟ في ايه؟ هو التستات دي رخيصه غاليه جدا، ثانيا ممكن تبقى نتائجها مضلله جدا لانك ممكن تلاقي ميوتنت فورم باين كذا وهو ملوش علاقه بالمرض بتاعه. فيقول لك مفيش رول سكريننج ولا بانل، امال انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ مفروض ان انا بدور اكوردنج تو ماي سسبشن، انا شاكك في هايبرتروفيك كارديوميوباثي من الايكو او من الام ار اي، اعمل لي الساركوميريك جين ميوتيشن بتاعت الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، انا شاكك في لونج كي تي سندروم اعمل لي الجين تيست بتاعت الصوديوم شانل والبوتاسيوم شانل، مش مهم اس سي ان مش مهم، انا شاكك في اريزموجينيك ار في كارديوميوباثي اعمل ديزموزومال جين ميوتيشن، شاكك في الدايليتيك كارديوميوباثي بتاع اللامن اللي هم مسميهم اللامينوباثيز لان هو عنده فاميلي هيستوري عنيفه لدايليتيك كارديوميوباثي كلهم بيموتوا. يعني مثلا يقول لك بابا كان مايوباثيك ومات وعمه كان مايوباثيك ومات واخوه كبير مايوباثيك ومات، لا ده كده مش قصه ايه كلهم ماتوا من هارت فيلير يعني بيموتوا بسرعه كده من هارت، هارت فيلير بياخد سنين عشان يموت، لا ده هم شكلهم كان ممكن يكون عندهم لامن. انا هتست لللامن جين لكن مفيش حاجه اسمها ايه وطلع بوزيتيف لامن ده يركب اي سي دي لازم، حتى لو ما جالوش سينكوب ولا سادن كارديك ريست كون ده لامن ده فيري هاي ريسك اوف سادن كارديك ريست. اللامن جين على فكره اللامينوباثيز اللي هم اللامن جين ميوتيشن من انواع الدايليتيك كارديوميوباثيز السيئه، ده سؤال بتيجي في الام سي كيو كتير خلي بالكم لانها مكتوبه في الجايد لاين شكل واضح كلاس 1 يركب اي سي دي حتى لو مجرد انك شخصت ان هو ده مايوباثيك وعنده لامن جين ميوتيشن ده يركب اي سي دي، مش هستنى ان يجيله سينكوب ولا ان هو يرست، فاللامن ده من الحاجات. ففهمت بس فكره نعم عشان كاونسلنج بعد كده صح ده بي... لا لا هو مكتوب جايد لاينز ان هو بيركب اي سي دي، لا لان ده فيري هو الهاي ريسك اوف سادن كارديك في الحالات دي بالذات بتبقى عالي جدا. لو حد دايليتد مايوباثي وعنده فاميلي هيستوري نفس اللي قلت ده من غير ما تست الجين اركب له اي سي
لا فاميلي هيستوري بس وهو مش سيمتوماتيك ممكن تعمل. لو هو انديكيتيف فور برايمري بريفنشن هركب له اي سي دي اللي هو اقل من 35% وسيمتوماتيك وبياخد اوبتمايز ميديكال تريتمنت اه تمام. لو ما مش كانديديت للبرايمري بريفنشن لازم يكون في سبب يخليك تقول ان انا هعملها له كسكندري بريفنشن. طب سؤال بقى, انا كده قلت الانفستيجيت كوزز وقلت الانفستيجيشنز. الانفستيجيشن دي محتاجه اقول كل التفاصيل دي؟ محتاج اقول كل التفاصيل دي؟ لا, انا مجرد ان انا بقول عناوين. افتكروا دايما كده يا جماعه في الامتحان ماستر ام دي عناوين 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 عناوين. لو كتبت ديتيلز كتيره اعرف ان في سؤال انت هتاخد فيه فول مارك ان شاء الله, في سؤال هتلاقي نفسك ايه ما عدتش درجه النجاح فيه. عناوين بس بس. انت لو قلت له الانفستيجيشن وما لحقتش وقت كان ده اخر سؤال في الامتحان وقلت العناوين الانفستيجيشن وما كتبتش اي جملتين جملتين عشان ادور على كذا, انت فهمته ايه؟ ان انا عارف الورك اب وعارف همشي بالتسلسل ازاي. اوكي, كنت عايز اسال حاجه؟ اه ما احنا عندنا هنقول دلوقتي لو هذا اللي هو ايديوباثيك. اه ما في حاجه اسمها ايديوباثيك في اف, في حاجه اسمها ايديوباثيك في اف, هي حاجه رير طبعا مش بتتشاف كتير بس في حاجه اسمها ايديوباثيك في اف. اه ده هيركب. طب دلوقتي انا المفروض اعمل ايه؟ ده لك تريتمنت اكوردنج تو ذا كوز. طيب هو اولا انت لو لقيت سبب معين هتعالجه اوكي, بس الفكره بقى السؤال المهم وهو ده اللي هو مستنيه منك, مش هتقعد تقول له سبيسيفيك تريتمنت اكوردنج تو ذا كوز هايبرتروفيك كارديوميوباثي بلا 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 بلا. مفيش وقت اكتب الكلام ده. ده واحد ارستد والحمد لله سيرفايف, محتاج اي سي دي بالذات لو حاجه مش ريفرسبل كوز. انا مش بتكلم في هايبوكاليميا ولا جاله ام اي فعملت له ارست وبعدين اكتشفنا ان هو ام اي, لا ده واحد ارستد من غير ريفرسبل كوز. بيشنت ده كلاس 1 انديكيشن فور اي سي دي امبلانتيشن فول ستوب بغض النظر عن السبب ايا كان بقى. تقول لي بلا ده تشانيلوباثي ذا ستراكشر, اصل ده مفيش حاجه اسمها كده خلاص خلصت. ده واحد سيرفايد سانك كاردياك ارست مش بسبب ريفرسبل, وخلي بالك مش بسبب حاجه ريفرسبل. ده لازم اعمل له ايه؟ لازم ان انا اعمل له اي سي دي. تمام, ايه بقى السبيسيفيك تريتمنت اللي ممكن يكون اكوردنج تو ذا كوز؟ لو بري اكسانتد اف مثلا اكيد اه هيحتاج اي سي دي, بس انا هعمل له ابليشن اكسس باث واي. بتختلف, في ناس يقول لك لو اكسس باث واي انا ممكن ما اعملش اي سي دي, بس اغلب الظن لا بيقول لك هنركبه لانك ما تضمنش ان انت تكون كويت سكسسفلي 100%. لو كورونري انوماليز في رول ان انا اعرفه في الجراحه وهو عنده مالجنان كورس في ال اي دي, مش هركب له اي سي دي ويقعد يجي له كل شويه فيتاك وابروبريت شوكس, لا ده انا لازم في الاغلب هريفير فور سيرجري بيعمل له ري امبلانتيشن. تمام, لا هو لازم يركب, طالما حصل كده هيركب. مايوكاردايتس هحتاج انتي فيلير تريتمنت ماشي مع سبيسيفيك تريتمنت. ممكن ساعات يقول لك بيفكروا في حاجه اسمها الويربل اي سي دي لان مايوكاردايتس ممكن تخف اللي هو اه بيبقى كده حاجه زي الفيست كده بيتلبس وممكن يتقلع بعد كده لما الموضوع يخف يعني. تمام كده, انا لو السؤال ده جالي انا كتبت عناوين الكوزس, كتبت عناوين الانفستيجيشنز, كتبت سطر تحت كل واحده لو الوقت سمح لي, وقلت له في الاخر بيش ده هيحتاج اي سي دي وبعض الحالات ليها سيرك تريتمنت, انا كده غطيت السؤال ده كويس. شفت السؤال ده طلع سهل ازاي او مش سهل يعني ليه سكيما؟ احنا كلنا لما جينا السؤال ده بنقعد ايه افتكرت حاجات وما افتكرتش حاجات, ولما اجي اقول الامراض بقول الامراض كده هاب هازارد من غير ما افكر ان انا اقولها ايه بشكل منظم كاتيجوريز كده, في ستراكشر هارت ديزيز في تشينوباثيز الكلام. اوكي واضح السؤال ده؟ نيجي بقى لسيناريو شبيه بيه شويه. ميدل ايج, ده جالي في الام دي, ده جالي في الامتحان بتاعي. ميدل ايج فيميل از كامينج تو يور كلينيك برينجينج هير 20 ييرز اولد سن بيكوز هيز ايلدر 22 يير اولد براذر دايت سادنلي ات سكول 1 مانث اجو اند شي از اكستريملي وورد ذات هي ماي هاف ذا سيم ديستيني ديسبايت بينج كومبليتلي اسيمتوماتيك. يعني الولد اللي جاي لك ده ما بيشتكيش من حاجه, خلي بالك. She told you that her husband died suddenly at his work 4 years ago at the age of 44 years old. سؤال بقى, how will you, ده سؤال غالي بالظبط كده. How will you investigate this asymptomatic, يعني هو بيرخم عليك asymptomatic. وعلى فكره ده سيناريو بيجي لان اي حد هيتحط في موقف زي ده هو ممكن ما يستناش التاني يموت, هيقول لك لا انا عايز اطمن انا كده في حاجه. تمام, is there a role for genetic screening in this condition? How would you manage him? طبعا ده اسمه ايه؟ family member of a victim of sudden cardiac death. ده بيتقال عليه كده. This boy او this مش boy بقى, هو 20 سنه يعني this male مش هو مش patient is a family member of a victim of sudden cardiac death. ده محتاج ان انفستيجيت. اولا احنا اتفقنا على قاعده اقل من 30 سنه بفكر في الكارديوميوباثيز والتشينوباثيز والكلام ده كله, فوق ال 30 سنه ريسك فاكتورز. لو قال لك قول لي ايه الاسباب اللي انت تتوقعها؟ احنا لسه قايلين كذا 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 عناوين عناوين عناوين, واكتب مثلا ثلاث اكزامبلز تحت كل واحد. اوكي طيب قبل ما اجري اقول لها يلا هاتي لي ابنك ده بقى يلا انفستيجيت مع بعض,
افكر اسال شويه اسئله براحه. تعالي لي كده حضرتك، معلش كده اقعدي خدي نفسك كده بالراحه، وانا عارف ان الموضوع صعب، تعالي نتكلم بس مع بعض. قولي لي حصل ايه مع جوزك وابنك الكبير؟ ما هو مش كل ارست زي التاني، في واحد ارست وهو بيلعب كوره ولا بيلعب رياضه، في واحد ارست وهو في خناقه، في واحد ارست وهو كان قاعد عادي، في واحد ارست وهو نايم، في واحد ارست وهو كان بياخد دش سخن، تمام، في واحد ارست عشان جاله تشيس بين مره واحده وبعد كده راح وقع في الارض. كل دول هيخليني افكر في ايه؟ ان انا همشي في سكه معينه، مش كل الناس ايه زي بعضيهم. فانت لازم والحته دي على فكره كان عليها درجات، ان يقول لي قول لي ديتيلز، تعالي لي حضرتك قولي لي جوزك مات ازاي. طبعا مش هتقعد تكتب بقى تفاصيل، ان انت تقعد تكتب what were the symptoms before the كذا and how did he arrest was he. الخلاصه انك بتسال عن تفاصيل، ان انا تعالي حضرتك قولي لي جوزك مات ازاي، وقولي لي وبعدين خلصنا جوزك تعالي بقى هاتي ابنك الكبير ده مات ازاي، حصل ايه قبلها، حصل اعراض قبلها كذا. مجرد بس ان انت فهمته ايه، انا عارف الكونسبت ده، كونسبت ان انا مش هجري على الانفستيجيشن، انا هاخد الست دي اقعد اسالها شويه اسئله. طب انتوا عندكم فاميلي هيستوري اوف هارت ديزيز؟ لا ما كانش فيه. يعني جده او اللي هو حماكي، يعني حماكي ده ما كانش مثلا مريض قلب مثلا، ماشي، عمه او يعني اخو جوزك ده ما كانش عنده مشاكل في القلب، اخوات جوزك، ماشي، حد في العيله عنده مشاكل في القلب، تمام، انت وجوزك قرايب مثلا كونسانجوينيتي مثلا فظهر حاجه عندك، يعني نقعد نسال الاسئله دي. في فاميلي هيستوري اوف هارت ديزيز، جوزك كان بيشتكي من حاجه قبلها، ابنك الكبير ده كان بيشتكي من حاجه، ده سؤال مهم. دراج هيستوري، معلش جوزك كان بياخد اي ادويه بانتظام؟ طب ما كانش واخد انتيبيوتكس قبلها؟ طب ما فيش، طب ما فيش، طب ما فيش، ما جايز هو الاب والابن كان لونج تي سيندروم، خدوا انتيبيوتك الدنيا باظت انفجرت معاه. اسال في ميديكيشن، في ريكريشنال دراجز، تمام، هو المفروض الليست دراجز ان جنرال. ما انا قلت لكم لسه، قلت لكم مثلا الاوبيتس، في بعض الاوبيتس بتطول الكيو تي، تمام. الكوكين والحاجات دي مش بتنوت عن طريق فيتاك قد ما هي بتعمل، ممكن تعمل ام اي، يعني عارفين الكوكين بيعمل ام اي، تمام. حاجات اللي هي برضو الاكسسي والحاجات دي كلها من الحاجات اللي ممكن، هي سيمباسومايميتك، اي حاجه سيمباسومايميتك ممكن تدخل في تاكي اريزميا لو هو عنده سبستريت ان يجيله تاكي اريزميا مبدئيا، عشان نتفق يعني الكوكين الاكسسي ال اس دي، في الجديد اللي هو اللي بيضربوه الناس في المناطق الشعبيه اللي هو الاسترو، اسمه ايه؟ ستروكس. انا ما اعرفش ده سيمباسومايميتك ولا ده عباره عن ايه، انا ما اعرفش بصراحه، تمام. طبعا الماريوانا دلوقتي بقى نزل لك بيبرز تقول لك ان الماريوانا مفيده لعنين الهارت فيلير، حاجه يعني الكنابس، ما الماريوانا الكنابس دلوقتي، يعني بدانا نتكلم وصلنا للايرا ان الماريوانا مفيده يا جماعه، عارف الخمره الخمره بتوسع الشرايين. لكن هو سيمباسومايميتكس ممكن تدخل في تاكي اريزميا او ممكن تدخل في ام اي، والام اي هتموت. فممكن عشان كده لازم جمله ريكريشنال دراج، لازم اسالك جوزك كان بيتعاطى حاجه، انت لاحظتي انه كان بيتعاطى حاجه، ابنك الكبير كان بيتعاطى حاجه، دي اسئله مهمه، تمام. واحنا مصر يعني معلش يعني هتقولي لا لا، واحنا في مصر في الكلام ده، يعني الادمان منتشر فوق ما انتم تتخيلوا، تمام، في مصر يعني، في مصر وبره اصلا بقى في حاجات مدي ليجل، يعني انتوا عارفين مثلا في كندا مثلا الماريجوانا ده ليجل مثلا وكلام من دوت، الاكسس والحاجات دي اعتقد ممكن يكون مسموح بيها يعني. طب انا نسيت حاجه، اتعمل له اوتوبسي؟ طبعا مصر مفيش اوتوبسي، عشان نتفق مفيش اوتوبسي لان مفيش قانون بيسمح بالاوتوبسي، قانون واضح يعني الاوتوبسي. وطبعا احنا في مصر عندنا كونسبت ايه، ضرب في الميت حرام، لا ما ينفعش حضرتك، لا انتوا عايزين تفتحوا جثته، انتوا عايزين تمثلوا بجثته يا كفره يا ولاد الكلب، لا مفيش الكلام ده، تمام، مفيش الكلام. فاحنا عندنا ده كونسبت مرفوض، وللاسف مفيش قانون. سوري. لا انا بتكلم على فكره ان هي يعني بيسموها الايه، الكالتشر بتاعتنا بترفض حاجه زي دي. معظم الناس حتى الدكاتره، لو حد دكاتره وبعد الشر حد في عيلته، ما بيفكرش خالص في اوبشن الايه، اوتوبسي، بيعتبرها حاجه. وفي مصر حتى عارف، حتى لو حد يقول لك انا متقبل، في مين اللي هيعمل اوتوبسي؟ مفيش، ما عندكش حته بتوع الفورنسيك اعتقد اللي في الجامعه بيعملوش، وما بيعملوش الكلام ده غير في الجنائي، حالات الجنائيه، مش حالات اللي هو واحد سادن كارديو كاز. فلازم تقول له اوتوبسي كان بي ميد فور اني ون اوف ذيم اند ديتكتد ذا سبيسيفيك كوز، اتعمل، لان لو اتعمل اوتوبسي وقالوا اصلا كان عنده هايبرتروفيك كارديوميوباثي، اتعمل له جيناتيك تيست دوت مثلا وطلع عنده مش عارف ايه، اتعمل له توكسيكولوجيكال سكرين وطلع ان هو كان واخد قبلها كوكين، كان واخد، ده هيسهل لك جدا. لكن في مصر مفيش. طب لو اتعمل يبقى السكريننج هيكون تارجتد للسبب اللي انا لقيته. طب لو ما اتعملش يبقى السكريننج هيدور على كل البوسيبل كوزز، تمام. فدي مشكله ان هي دوت، ان هو الاوتوبسي ما اتعملش. وطبعا لو الاوتوبسي ما اتعملش او اتعمل وما لقيناش سبب، بتعرف الفيرست ريليتيفز ان في ريسك اوف سيميلر ايفنتس عندهم. الخلاص الانفستيجيشنز برضو هتكون ستيب وايز زي ما قلنا، هبدا بالبيز لاين، هعمل 12 ريد اس جي واكو، وعرفنا ليه، مش هحتاج ان انا اقول تاني نفس الكلام، عارفين، بس هقول اكزامبلز للحاجات اللي بدور عليها. ادفانسد، تمام، كارديك ام ار اي اور سي تي ان جي وليبيد بروفايل، الحاجات دي من الحاجات المهمه ان انا بعملها عشان خاطر ايه،
عشان خاطر ممكن تطلع لي اسباب structural heart disease او familial hypercholesterolemia. تمام؟ according to the clinical suspicion بقى ممكن اعمل اجمالين تيست، ابينفرين تيست، اكسرسايز تيست اكولينج. وخلي بالنا ان ده ولد اسيمتوماتيك، يعني مازال برضو انا مش بفتري قوي، يعني مش هاجي مثلا اقول الولد ده تعالى اعمل له كورونري انجيو، تعالى اعمل له اي بي ستادي. ليه طيب؟ يعني ما بيشتكيش من حاجه، انت بتدور على الحاجات اللي ممكن تبقى هيدن ولسه ما ظهر لهاش اعراض. تمام؟ هل في رول للجينيتك تيستينج في الولد ده؟ طبعا في في غياب ان ما خدناش سامبلز او ما عملناش اوتوبسي للشخص اللي مات. تمام؟ لازم لو هعمل جينيتك تيست اكون تارجت ان انا بدور على حاجه معينه انا سسبكتد فيها. تمام؟ انا شاكك من الايفنت اللي حصل للاب والابن ده ان هو عنده مشكله معينه. انا شاكك مثلا في مرض معين عشان الجي بتاع الولد ده مش مريحني، حاسه كده ان في مثلا ايه ابسلون ويف والايكو بتاعه كده الرايت سايد مش حلو، فانا هعمل جينيتك تيست الارزموجينيك. لا ده انا شاكك في لونج تي سيندروم فانا هعمل جينيتك تيست ده. لا ده انا شاكك في لامن جين ميوتيشن الكلام دوت. ولكن مفيش رول لي بانل اوف جينز سكريننج فور بانل اوف جينز، ملهاش اي رول. ده كان سؤال في الامتحان كده، هل في رول جينيتك تيستينج ولا مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل لك كل الجينات بتاعت كل الامراض الوراثيه اللي بتعمل سادن كاردييك ديس. الاطفال هل ليهم رول ان انا لازم اعمل لهم؟ تمام؟ في ظاهره كده نحفظها اسمها الايج ريليتد بينيترنس. ايج ريليتد بينيترنس يعني ممكن الطفل ده دلوقتي تانفيستيجيت تلاقيه نورمال، الايكو بتاعه نورمال، بعد سنتين ثلاثه تيجي تعمل له ايكو تلاقيه بدا يحصل له هايبرتيف كاردنوباثي، بدا يظهر له ارجمجيا. الله، ده كان نورمال قبل كده. طبعا انت لو عملت له جيناتك تيست ساعتها كان هيبان، لكن لو عملت له ايكو الفينوتايب نورمال لكن الجينوتايب اب نورمال. ده بيسموه ايج ريليتد بينيترنس. فيقول لك الاطفال بتوع العيله لو فرضنا ان هي بقى اللي جايبه لك ده ولد عنده 10 سنين طلع نورمال، المفروض اقول لها ايه؟ فولو اب ات ريجولر انترفال. في ناس تقول لك سنه، في ناس تقول لك لا سنتين، حتى ات ريجولر انترفال تيجي تعمله. وهتعمله طبعا ريجولر انترفال ايه؟ مش كل سنه مثلا هعمل له ام ار اي او سي تي ان، لا انا هعمل له ايه؟ مثلا اي سي جي وايكو والكلام ده كله عشان ايج ريت بنترنس. وانس الطفل ده يكبر تمام؟ وصل ان هو بقى ادلت وفي نفس الوقت بقى اسيمتوماتيك، يبقى العيان دوت ممكن ان هو ديستشارج فروم الكير بتاعي، ان انا خلاص مش محتاج فولو اب تاني. طبعا لو من الاول انت عملت له جيناتك تيست زي مثلا كنا شاكين في هايبرتيكوس وعملنا جيناتك تيست، خلاص القصه انتهت، ده الولد ده الحمد لله نورمال بره، مش محتاجين فولو اب تاني. تمام؟ طيب وات اي ام سبوست تو دو؟ نعمل ايه؟ لو انا وصلت للسبب هعالج السبب سبيسيفيكلي. طبعا مش هقدر اقول سبيسيفيك تريتمنت لكل سبب في الامتحان، يعني انا مش هلحق، انا مجرد بس فهمت ان انا هعالج بس هايبرتيك كاردنوباثي. تعالوا نشوف بقى نحسب له الريسك سكور وريسك اوف سادن كاردييك ديس كام عشان نشوف هنركب ولا ما نركبش. احنا متفقين ان هو اسيمتوماتيك. I didn't reach any cause repeated screening at regular interval. في بعض الحاجات زي ما قلنا هايبرتيك كاردنوباثي مثلا هو اسيمتوماتيك هنحسب له ريسك سكور. لونج كي تي سيندروم بس هو اسيمتوماتيك خالص ابدا له بيتا بلوكرز. لكن لو اللونج كي تي مثلا بتاعته اطول من 500 ملي سكند ده كلاس 2 بي، ممكن اركب له اي سي دي لان ده كده فيري هاي ريسك. كروناري انومالي اكتشفنا انه كروناري انومالي، هنقول له طب ما انت طالما اسيمتوماتيك هنسيبك. لا ما هو انت في اتنين ماتوا في عيلته، ده هنعمل له جراحه ريفير فور كارديوك سيرجن. طلع اريثموجينيك ار في كارديوميوباثي بس اسيمتوماتيك، ممكن اعمل اي بي ستادي كلاس 2 بي عشان اشوف الريسك في سودن كارديوك ديس اللي هي الفي تي ستيم بروتوكول. طب طلع دايليتد كارديوميوباثي ولامن جين ميوتيشن، لازم يركب اي سي دي. ده اللي انا بتكلم عليه اسيمتوماتيك ولامن جين ميوتيشن، لا ده الولد ده بنسبه كبيره هيضاي بعد كده بسببها ات يونج ايج. طلع بروجادا سندروم، ممكن اعمل ايبيسايد كلاس بي. هل لازم اقول الحاجات في الامتحان؟ لا، بس انا بقولها لك عشان لو جاب لك السيناريو ماشي في سكه ان مثلا الاب كان بروجادا وده الولد دلوقتي عنده بروجادا باترن في الاس جي، نعمل له ايه مثلا؟ او الاب كان لونج كيو تي والولد ده دلوقتي عنده لونج كيو تي، قول لي هتعمل معاه ايه مثلا. فعشان كده بجيب الامثله، لكن في الامتحان انت مش مطلوب تقعد تمسك كل مرض وتقول له سبيسيفيك تريتمنت عشان نبقى متفقين. بس جبت اثنين اكزامبلز مثلا كويس، بس مش شرط تقعد تقول اكزامبلز، انا بس بكتب الايه الاوبتيمال انسر وانت ايه بتحاول تكتب منها الحاجات اللي هي وقت الامتحان هيسمح لك ان انت تكتبها. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا العناوين. مالجنا الكورس، مالجنا الكورس في ال اي دي، ده اللي انا بخاف منه. مش متاكد قوي بصراحه. بص هو انا مش متاكد قوي ان كانت هي فيها فاميلي هيستوري ولا لا، بس يعني بس انا اعتقد ان انت على الاقل هتحطها في الاسباب. بس هل هي فكره ان هو لو واحد عنده كورونري انومالي للتاني ممكن؟ انا اي دونت نو، بس انا عن نفسي انا هحطها في الاسباب سواء سيرفايفر او ده فاميلي ممبر، على الاقل انا هعمل سي تي انش تو اكسكلود. تمام؟ اصل انت خلي بالك في حاجات سندرومز وحاجات من دي ممكن تبقى جزء منها، ومش كل حاجات انت عارفها ما تقدرش تقول. طب كيس 4 لا واتش ما سويتش، قلت مايت هاف رول. لا انا قلت الهايبرت في الكارديوميوباثي اللونج كي تي شورت كي تي كاتيكولاميش. كيس نمبر 4 حتى الان دي ماشيه كويسه، متابعين مع بعض؟ طيب
54-year-old male patient presented to the ER. الحالة دي هتبقى ظريفة لأن أنا دي قصدت أجيبها لكم بـ ECGs عشان هي الحالة يعني فيها ديتيلز كتيرة هتفرق معنا في المانجمنت، فأنا جايبها مش مثال سؤال اسي قد ما كيس كيس كده بتتحط قدامك عشان دي برضو هنتعلم منها حاجات كتير. 54-year-old male patient presented to the ER after sudden loss of consciousness after feeling chest pain at his office. The patient was conscious but confused. Blood pressure 100/70, heart rate 180, chest clear. Cardiac auscultation showed severe tachycardia, peripheral pulsation weakly felt. An ECG showed the following. ده مش سؤال اسي، انا جايبها ككيس سيناريو عشان خاطر هنتعلم منها حاجات للام سي كيو وللديسكشنز اللي في النظري والديسكشنز بتاعت الاول. ده ECG ايه؟ وايد كومبلكس تاكارديا، اكيد موست بروبلي هفكر فيه في تي بالذات واحد جايب تشيست بين. طيب وات ويل يو دو فور ذيس بيشنت ذا اي ار؟ حد مختلف ان الفي ده في تي لازم هعمل دي سي، ده هيمودايناميكلي ان ستيبل. ده حتى البيشنت اللي بقى يقول لك هيمودايناميكال ستيبل كلاس 2 انك ترمينيت بالدي سي شوك. الفي تي انتوا عارفين في تي بالذات حتى لو الضغط كويس بفضل الدي سي شوك. طيب الاميودارون طبعا من الحاجات اللي ممكن استخدمها، الليدوكين بقى كلاس 2 بي زي ما احنا عارفين. المهم الاي سي جي اتعمل بعد الدي سي شوك وراني المنظر دوت. منظر ايه؟ انتيريور ستيمي. انتيريور ستيمي السي اليفيشن موجوده في في 1 بسيطه، في 2 3 و 4 5 بدات تحصل اليفيشن خلاص. ايه تو ليه مفيش اس جي؟ في سي اليفيشن. ايه يا جماعه في ايه؟ ثانيه ستيمي ولا مش ستيمي؟ ستيمي خلصت خلاص، بلاش بلاش ما في شغل اللي في زباله دول. طيب السي اليفيشن مايكارديال انفاركشن خلصت فيهاش كلام. طيب البيشنت ده خدناه الكاث لاب، عمل برايمري بي سي اي ال ال اي دي تمام، والحمد لله خرج بريزلتس كويسه تيمي 3 فلو. السي اليفيشن ريزولف في الجي اكتر من 50% وتحسن تشيست بين. تتوقعنا انا جبت الكيس دي عشان اقول لكم ان ده كان فيتاك ادينا له دي سي طلع ستيمي عملنا له برايمري؟ اكيد لا طبعا يعني تمام ماشي كده. لا طبعا اكيد انا مش هجيب سؤال البيزك قوي كده. بعد 3 ايام وهو في السي سي يو قبل ما يخرج البيشنت فجاه ارستد سادنلي وخد دي سي شوك لدرجه انه محتاج 3 دي سي شوك عشان نرجع ساينس ريذم قبل ما يخرج. What will the what will be the appropriate action to reduce VT recurrence؟ تحب ان انت تدخله وتقول له هديك اميودارون انفيوجن، او هدخله وادي له ليدوكين بولس وبعدين انفيوجن، ولا هاخده بسرعه اجري يلا على القسطره بسرعه، ولا هتشيك السيرم الكترولايتس، ولا هتشيك الكاردياك ماركرز؟ اولا هو انترافينوس اميودارون ضروري اكيد، ما هو انا اكيد ان انا انترافينوس عشان اوقف الفي تي، هو مش هيعالج السبب، هو هيعالج بس انه هيستبرس الفي تي تمام. ولكن اكيد كلاس 1 ان البيشنت ده لو انا شكيت واكيد انا هشك في واحد ستيمي وعملت له برايم بي سي اي ان ممكن حصل ري اوكلوجن، كلاس 1 انا هاخده واعمل له ارجنت كورونري انجيوجرافي. ولكن هذا لا يمنع ان انا لازم اتشيك السيرم الكترولايتس، ممكن تكون سبب واضح، ممكن يكون هايبوكاليميا، اي حاجه من الحاجات دي، هايبوكالسيميا هي اللي عملت الموضوع ده تمام. فده ما يمنعش ان انا هدي اميودارون انفيوجن، ما يمنعش ان انا هاخده اتشيك هاخده الكاث لاب وفي نفس الوقت هتشيك السيرم الكترولايتس، فكل الحاجات دي هتمشي. انا قاصد اجيبها ليه؟ عشان لو انت السيناريو ده في الامتحان انت هتقول الحاجات دي كلها انا هعملها، مش هتقول له مثلا اجري على القسطره. طب وانت نازل في الاسانسير جاله فيتاك ثانيه وقدام اهل العيان بقى ومنزلين معاك عمال شغال في سي بي ار، تخيل بقى الموقف، بتشوف ردود فعل الناس بتبقى متباينه، في ناس بتبقى سبورتيف وفي ناس بتبقى يعني تقعد تصوت جنبك بقى اللي انت تخليك انت مش عارف تركز. فانت لازم لا قطع ميدرون انفيوجن وانزل على انفيوجن بامب لان العين ده هيدخل ده ستورم، العين ده بيدخل في ستورم. طيب عمل كورونري انجيو لقينا بيتنت ستنت في ال اي دي ونون سيجنيفيكانت ليجنز تمام، والالكترولايز كان نورمال، والبيشنت دخل السيسيون عامل دروع عمال يجي له نون ساستين في تي. ليه طيب؟ فليه كده يا رب؟ هو انا عامل ايه مع العيان ده طيب؟ اعمل له ايه طيب؟ ها؟ ايه المشكله طيب؟ على فكره ممكن يجيب لك السيناريو ويقف عند هنا، مش هيجيب لك السي جي في الاسي. هيقول لك كذا وعملنا له برايم بي سي اي، دخل في في تي ستورم، نزلنا القسطره، طلع بيتنت ستنت الكترولايز نورمال، قول لي هتعمل ايه مع العيان ده؟ العين ده حصل له ايه؟ ايه؟ هو ما لحقش يحصل سكار، بلاش سكار، اصل سكار مش هتحصل في ثلاث ايام. انفاركشن يا سلام يا سلام تعجبني والله يمينه برافو، لا انت ردودك جميله. طيب وات ويل بي يور نكست؟ انا مدي تشويس، اصل ده تشويس دي حاله رخمه شويه بس هي ظريفه انا بحبها يعني. هكمل 24 ساعه اميودارون انفيوجن وبعدين ابتدي اورال تابلتس واروحه على كده؟ اقول له خلاص بقى يعني انا عملت لك كل اللي اقدر عليه حضرتك يا حاج، معلش اميودارون تمشي على قرص ثلاث مرات في اليوم، بعد اسبوع مرتين في اليوم واتكل على الله. ولا اقول له هاختك اركب لك اي سي دي، ولا هدي له فليكينايدز،
ولا هقول له هعمل لك اي بي ستاديو ابليشن ولا هزود بيتا بلوكرز، تختاروا ايه؟ طب حد حد هيقول لي همشيها على ميدرون انفيوجن واروحه على تابلتس؟ انت ما بتروحش يموت في البيت، برافو عليك، انت كده بتروح يموت في البيت. هل هركب اي سي دي امبلانتيشن؟ ممنوع منعا باتا، واحد بيدخل في ستور ما تركب له اي سي دي، انت عارف المنظر ده انت بتقول له ايه؟ انت كده عامل زي القرون الوسطى، اساليب التعذيب في القرون الوسطى، بركب لك جهاز عشان ان شاء الله هتاخد 20 صدمه النهار بكره لما تروح، تمام؟ بطاريتك هتفضى وانت هتوصل مرحله ان انت تقول يا رب اموت من كتر العذاب اللي انت بتتعذبه، تمام؟ فاي سي دي ما بيتركبش في ستورم مبدئيا، اوعى حد يعين ستورم يا جماعه ركب له اي سي دي. اكيد مش هدي فليكينايد ولا بروبافينون في واحد اسكيميك، مفيهاش كلام يعني. ارينج الاي بي سي اي بي ستادي، طب ليه اي بي ستادي وابليشن؟ وانا هدخلك وايه يعني؟ هي دي الاجابه فعلا. العيان ده في الاغلب حصل له حاجه اسمها بيركنجي فايبر انجري، بيركنجي فايبر انجري ودي مكتوبه في الجايد لاينز، ان بعد الام اي بيحصل ريبرفيوجن انجري. الريبرفيوجن انجري ده ممكن يحصل بالذات عند الحته بتاعه البيركنجي فايبرز والجزء اللي هو بتاع السيبتوم والبابيلاري ماسل، لدرجه انه يدخل فيه في تي ستورم او في اف، تمام؟ بالذات ان احنا عندنا 48 ساعه، يعني اول 48 ساعه بيسموها فتره الكتريكال انستابيليتي، وارد ان يدخل في تي وفي اف وبنقول ده حاجه متوقعه. بعد 48 ساعه لا، في مشكله، في مشكله حصلت. فالعيان ده كلاس 2 انه هيحتاج يدخل يعمل كاتيتر ابليشن، وبنسبه كبيره هنحتاج اي سي دي، بس هتبقى ليها شرط كده هنتكلم فيه بعد كده، تمام؟ لان البي في سي اللي بتيجي من البارشلي انجر بيركنجي فايبر او الفنتريكولار مايكاردم ايا كان، مش لازم بيركنجي ايا كان يعني، الريبرفيوجن انجري ممكن تدخل في ريكارنت في اف ابيسود. فبالتالي اللي عندها ارينج بي ستادي، ولكن هذا لا يمنع ان انا هزود بيتا بلوكرز، ان البيتا بلوكرز هتقلل من الريكارنس بتاع الفي تي ابيسود. طيب العيان ده بقى يركب اي سي دي ولا ما نركبش اي سي دي؟ طبعا انت فاكر السيناريو ده صح؟ من اربع سنين قعدنا نتناقش فيه. طيب دلوقتي عشان خاطر نوضح النقطه دي، النقطه دي كانت مكتوبه في الجايد لاينز بشكل غامض شويه، بس دلوقتي خلاص احنا فهمناها، لان كنا ايه حصل ديسكشن عليها مره كده وتناقشنا فيها وستلد خلاص، عرفنا الاجابه تسال. اللي عنده ركب ولا ما يركبش؟ نتفق على شيء، اول 48 ساعه ما بركبش اي سي دي. اوكي؟ لان اول 48 ساعه الام اي دي الكتريكال انستابيليتي، سواء الفي تي حصلت قبل الريبرفيوجن او بعد الريبرفيوجن لغايه 48 ساعه مش هركب. بعد 48 ساعه ممكن بقى نفكر مع بعض. تمام؟ جايد لاينز قالت ايه؟ قالت كده جمله، بصوا هي مكتوبه بشكل غامض، انا نفسي كنت فاهمها غلط في الاول، بعد كده لما تناقشنا بدات افهمها. قال لك اول حاجه ايه؟ اي سي دي امبلانتيشن ايرور اللي هو اول مربع. ICD implantation is recommended the class 1 in patient with documented VF or hemodynamically not tolerated VT in the absence of reversible cause or within 48 hours. هو يقصد ان هو not within 48 hours، ان هو in the absence of within 48 hours. عشان بس انا كنت فاهمها غلط في الاول. Who are receiving chronic optimal medical therapy and have a reasonable expectation of survival with good functional status after من سنة. يعني لو عيان عدى عليه 48 ساعة وسبب الفي تي مش حاجه ريفرسبل، مش هايبوكاليميا، مش ستنت قفلت، ماشي، مفيش ايفنت جديد، هقول ايه ده؟ ان هو ممكن يحتاج اي سي دي بس لو عدى 48 ساعه. بعدين جاب جمله ثانيه قال ان اي سي دي امبلانتيشن شود بي كونسيدرد ان بيشنت وذ ريكرنت سستيند في تي نوت وذين 48 اورز افتر مايكارديال انفاركشن هو ار ريسيفنج، تمام، كرونيك اوبتيمال ميديكال ثيرابي اند هاف ا نورمال ال في ايجكشن فراكشن. يعني العيان ده عنده نورمال ايجكشن فراكشن خلاها كلاس 2 اي، تمام؟ فبالتالي البيشنت اللي عدى عليه 48 ساعه ما فيش ريفرسبل كوز، ده هيبقى كانديديت فور اي سي دي. لكن لو 48 ساعه مش هرك، حتى لو ستورم، كانت في تي ستورم، كان في اف واحتاج 10 دي شوك عشان او 48 ساعه لا، تمام؟ هقعد اقول البيشنت الخلاصه ان عمل سكسسفول ابليشن للفوكس ديت، تمام، كانت من ليفت بوستيرير سيبتوم، عمل ايكو ورانا ال في ايجكشن فراكشن 30% بالموديفايد سيمسون، الاميودرون انفيوجن ستوب، والبيشنت بدا على اورال تابلتس. اكيد اللي عنده لما يجي يروح همشي على الاميدرون، معلش ده راجل جاله ايفنت يعني كارثي وما جالوش الحمد لله في تي، بقى له اكتر من 48 ساعه ستي، ولو دخل السي سيو بقى خلاص قعد عندي في السي سيو. انت نصحته ان احنا هنحتاج اي سي دي امبلانتيشن، بات هي ريفيوز كومبليتلي از هي منشنز از اتاك سيز، وهو عمل ابليشن خلاص، فانا معلش مش عايز اركب جهاز صدمات. والايكو الديسفانكشن في هسيبكم جمله ماي ديسفانكشن، انا اسف هي كتبت غلط، هو فضل اللي عنده قال لك انا همشي على ميديكال تريتمنتس. What will be your next plan with him? هل تقول له optimize the medical treatment وازود لك بيتا بلوكر وكذا وكذا وتعالى تاني لو جات لك حاجه، ولا هقول له ان هو هريبيت الايكو بعد ست اسابيع؟ هو الواقع ان الاثنين هنعملهم، هو انا هادفايس ريبيت الايكو بعد ست اسابيع، ولكن هذا لا يمنع ان انا هاوبتمايز الميديكال تريتمنت كويس جدا، ولكن العيان ده هقول له عيد الايكو بعد 6 ل 12 اسبوع ليه؟ لان وارد 30% تكون stunning. وارد لما تعيد بعد 6 اسابيع اللي هو المينيمم 6 اسابيع اب تو 12 اسبوع تلاقي ايه؟
الفانكشن اتحسنت. طب لو الفانكشن اتحسنت بتشوف بقى ساعتها. والله لو عدى عليه 6 أسابيع اللي هو يعتبر كانك شهر ونص والبيشنت ده لقيت ان هو ما زال الاجكشن فراكشن اقل من 35% نيها كلاس 2 او 3 بقاله اكتر من 3 شهور ماشي على الاوتومال ميديكال ثيرابي وار اكسبكتد تو سرفايف 1 يير يعني اللي عنده اللايف سنته كويسه كلاس 1 ان انا اركب له اي سي دي از ا برايمري بريفنشن يبقى ساعتها اعيد له الايكو باس ومشيه برده على كرونيك اوبتيمال ثيرابي. الجايد لاينز على فكره بتاعه الاي سي ده يعني دي 2015 الفي تي 2016 اللي هي جايد لاينز الهارت فيلير حطت نفس الكرايتيريا للبرايمري بريفنشن ما خلقتش بس اضحت حاجه البيشنت نيها كلاس 4 اللي هم السيفيرس اللي هو عارفين العين يقول لك انا لو قمت بس يعني همتني السرير كده انهج اللي هو الناس بيبقوا فعلا سيفير هارت فيلير العيانين دول كلاس 3 نركب لهم تمام اي سي دي الا لو هو كانديديت للسي ار تي او فينتريكولار اسيست ديفايس او ترانسبلانتيشن يعني العين ده فيه حل هيعالجه اذروايز بتوانيها كلاس 4 ما بيركبوش اي سي دي لان ده اللايف اكسبكتنسي اصلا قليله بسبب ان هو دخل في مرحله الادفانسد او الاند ستيج هارت فيلير تمام. فده كده يعني الكيس دي انا جايبها لكم بالام سي كيو بالاي سي جيز عشان دي كيس طويله هو ممكن يجيب لك الكيس دي ويتوقف عند مرحله من المراحل يقول لي كمل بقى انت المانجمنت بتاعك. كنت عايز تسال ايه؟ يعدي 6 أسابيع على الاقل. اول بص الفتره الاول اول 6 أسابيع يا جماعه ما بنركبش اي سي دي از برايمري بريفنشن عن الام اي في اول 6 أسابيع ما عدا لو عنده بري اكزيستنج ال في ديس فانكشن هو اصلا مايوباتيك من الاول فانت تتوقع ان الفانكشن لما تتحسن هترجع لكام او ان انت عملت انكمبليت ريفاسكولاريزيشن او بعد اكتر من 48 ساعه زي ما قلنا بيجي له فيداك وفيداك ده ساعتها ممكن يحتاج يركب اول 6 أسابيع اذروايز اول 6 أسابيع ما بنركبش اول شهر ونص ما بنركبش يوم اي سي برايمري بريفنشن. احنا في مصر اصلا عايز اقول لك معلومه احنا في مصر ما بنقدرش نعمل البرايمري بريفنشن قوي هات اكسكلود ريفرسبل فاكتورز في الاول زي ما قلنا هيحتاج يعمل ابليشن المفروض ان الجايد لاين بكلام الجايد لاينز ان هو بعد 48 ساعه بيحتاج اي سي دي في 48 ساعه ولا لا ما بيحتاجش اي سي دي هو محتاج اي سي دي اركبه على طول ولا استنى 40 يوم بقى الصح في الحالات اللي زي ديت بص مكتوبه في حته في الجايد لاينز انها كانت كلاس 2 اي وفي ناس تقول لك انها كلاس 2 بي وفي ناس تقول لك ان انت تلبس ويربل كاي يعني هو حاططها في الاول اللي هو لما قال لك ان اول 6 أسابيع ممنوع تركب ما عدا في حاله الانكمبليت ريفاسكولاريزيشن او بري اكزيستنج ال في ديس فانكشن او فيتاك بعد 48 ساعه قال انها كلاس 2 بي انك تركب اي سي دي يعني عارف الانديكيشن اوف اي سي دي مش الستريكت قوي هنا في الجزئيه دي قال لك نوت وذين 48 اورز وي ابسنس ريفرس فاكتور كلاس 1 ان انت ممكن تركب اي سي دي فالخلاصه ان انت هتركب اي سي دي للعيان ده هو هيركب اي سي دي يعني بقى على الطيب اللي هو ما كانش قال وانس ات ابليت هو ما قالش ركب بعد هو ما قالش ركب بعد ال 40 يوم هو قال ان هنا في سبب انك تركب في اول 6 أسابيع ماشي ما عليهاش الايفيدنس العنيف قوي يعني ده مش زي العيان مثلا الاستراكشر هارد ديزيز اللي بقاله عمره بيجي له فيتاك ده كلاس 2 ايه صريحه العيان اللي هو برايمري بريفنشن ده كلاس 1 صريح ولكن هنا حطها انديكيشن ان دي احد الكرايتيريا انك تركب اي سي دي قبل الدستشارج تمام احنا كان السيناريو اللي انا قلت لك ان العيان رفض عشان بس نتطرق لحته البرايمري بريفنشن انا فاهم هي حته رخمه ما انا عارف هي اول 40 ما بنركب بص خلينا نحفظ القاعده العامه اول 6 اسابيع ما بنركبش اي سي دي ما عدا فيو اكسبشنز منهم دول خلينا نحفظها كده عشان ما نلخبطش طب خلي بس عليها الاول انا فاهم لا هو الاثنين يعتبروا سكند اصل الاثنين جالوا في تي ستورم ده كلاس 2 بي ده كلاس 2 بي لان ده برايمري ده ساعتها هيكون برايمري ممكن يكون دوت ممكن يكون لكن هو هنا كتبها ان هي بكلاس 1 بشكل واضح ان هو نوت وذين 48 اورز وابسنس اوف ريفرسبل فاكتورز ريفرسبل فاكتورز ده كلاس 2 اي اللي حطها كلاس 1 ما كانش حاتب مش كانش كاتب الكيمي ده سبب ادعى لا هو الثاني بيقول لك حتى لو نورمال هتقبل لكن لو ما فيش لو ريزوليوشن فراكشن ده سبب ادعى انك تركب لا 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 ري بيرفيوجن انجن عارفه ري بيرفيوجن اريزميا ساعات يقول لك لما نيجي نعمل قسطره او ما نفتح الارت بيدخل في ري بيرفيوجن اريزميا سواء ساينس براديكارديا او حتى في تي ده بيسموه ري بيرفيوجن انجن قول اخر سؤال بس عشان خاطر ندخل في الكيس اللي بعديها لو سيمتوماتيك برايمري بريفنشن سايت برايمري بريفنشن بس يكون سيمتوماتيك مشيته على تريتمنت هو ما زال سيمتوماتيك
ندخل في الكيس اللي بعدها يا جماعه. بصوا الكيس الصعبه عدت، الكيس الجايه بقى كيس كده ظريفه بنفهم بعضنا بس ازاي نمشي على البلان اوف مانجمنت فيها. تمام. طيب دلوقتي 24 year old female بتشتكي من recurrent episodes of dizziness. السؤال ده جه برضو على فكره في الماستر اعتقد اللي فات. 24 سنه تشيك من recurrent episodes of dizziness followed by near total loss of consciousness since she was at school that usually occurred during standing or after heavy exertion. She mentioned that two of these episodes were after a quarrel with her family and caused her total loss of consciousness and facial contusion. يعني جالها تروما، جالها هيماتوما في وشها من الخط. بس خلي بالنا من كلمه ايه، بيجي لها الابيسودز دي من وهي في المدرسه، هي دلوقتي عندها 24 سنه. Her ECG and echo were unremarkable and she had Holter ECG which didn't show any arrhythmia during this episode. شوفوا ده معلومه كروشيال قوي، هو ريحك قال لك ECG ايكو نورمال، مش هتطش لي بقى ستراكشر هارت ديزيز، خلصت. وحتى في الابيسود يعني هي ميزه عملت، خلي بالك دول بيبقوا فريكوينت قوي، اللي هي تقول لك انا كل يوم يا دكتور بيغمى عليا. She was asked by another doctor to have a tilt-table testing but she is anxious about doing this test because of what she read online. وده طبعا واقع، معظم العيال دلوقتي يدخلوا يقول لك التلت-table، لا مش ده الاختبار اللي القلب بيقف فيه، مش عايز اعمله. What she read online and she is seeking your advice. سؤال بقى، what are the values of tilt-table testing in this patient؟ ايه قيمة انك تعملها tilt-table؟ What's your treatment protocol and what are the indication of cardiac patient in this cardiac pacing in this patient according to ESC guidelines؟ طيب لا كان في الماستر على فكره، هو ده جايد لاينز السنكوب، هو جايب لك. بص السؤال ده لما جه ساعتها انا كنت حاسس ان هو ممكن يبقى صعب على الماستر، بس لما سالته كان سالت اللي كان حاطط الامتحان فساعتها اسمه ايه ده، قال لي ساعتها انا جايب حاله ريفلكس سنكوب في ايه، ده الفيري كومن براكت فازوفيجل، كام واحده بيجي لك في العياده فازوفيجل سنكوب؟ ده الكاردياك سنكوب مش بنفس الانسنس على الفازوفيجل. تمام. فهو عشان كده السؤال هو فعلا من كومن براكتس. تيل تيبل تيستينج، اولا هو احنا امتى بنسال ايه الانديكيشن تيل تيبل؟ تمام. خلي بالنا بس انا عايز اكد على نقطه، الكلاس اوف ريكومنديشن يا جماعه والليفل اوف ايفيدنس لو ما افتكرتهاش في الامتحان مش ازمه خالص، انت مجرد انك كتبت انديكيشن ما قلتش كلاس كام مش مشكله، عشان ما حدش يوتر نفسه في الامتحان ان انا نسيت كلاس 1 ولا كلاس 2 ايه، مش مشكله خالص، هو مش هيدق معاك في كده، هو بس بيفاجئ انك عارف الانديكيشن. على الاقل لما اقول لك انديكيشنز اكتب لي انديكيشن صح وما تقوليش انديكيشنز مش مكتوبه، الا لو هتقولي من قوسين ده اوف ليبل، حاجه بتتعمل في البراكتس بس اوف ليبل، ماشي انا ممكن اتقبلها، لكن انديكيشنز مش مهم الكلاس، مش مهم الكلاس، واكيد مش مهم ليفل اوف ايفيدنس. اوكي. بيشنت ويز سسبكتد ريفلكسين كوب او اورثوستاتيك هايبوتنشن او بوتس، عارفين بوتس اللي هو ايه؟ بيسموه بوستشر اورثوستاتيك تاكيكارديا، اللي هي البنت اللي كل ما تيجي تقف تقول لك بقى لها ضربات قلب سريعه توصل تعدي ال 130 مع الستاندنج بالذات. ماشي. او سايكوجينيك سودوسينكوب، يعني واحده سسبكتد ريفلكس سينكوب اعمل لها تلتيب، واحد اورثوستاتيك هايبوتنشن ممكن اعمله، ولان اورثوستاتيك انا ممكن اشخصه بس بالايه؟ بالاكتف ستاندنج تيست يعني. البوتس البي بي اس الحاجات دي كلها كلاس 2 في كلاس 2 بي يقول لك تو ايديوكيت بيشنت تو ريكوجنايز سيمتوم، ان انا كاني بقول له ايه، انا بضحك على الانديكيشن ده بصراحه، يعني يقول لك اوقفه على تلت اهو شفت هي دي بقى الريفلكس سينكوب لما تجي لك ما تتخضش، يعني هو مكتوبه في الجايد لاينز بصراحه فانا قلت اقولها. ايه البينفيتس بتاعت التلت تيبل؟ هيكونفيرم الفازوفيجال سينكوب ولكن نيجاتيف تيست داز نوت اكسكلود ات، بس لو جالها نفس الاعراض اللي بتجي لها في الحياه في الديلي دي لايف جات لها في التلت تيبل خلاص انت كده قلت لها ان ده فازوفيجال وكان معاها هايبوتنشن اند اور بريديكارديا. البوزيتيف كارديو انهبيتوري ريسبونس في التلت تيبل هيبريدكت ان ممكن يكون بيجي لها اسيستوليك سبونتينيوس سينكوب، ان هي بيجي لها زي بوزس سبونتينيوس. اوكي ده يبريدكت مش شرط بس بيبريدكت. بيفرق لي السينكوب من السايكوجينيك سودو سينكوب، يعني ايه فرق لي السينكوب من السايكوجينيك سودو سينكوب؟ يعني لو واحده وهي في التلت تيبل قالت لك اه ضغط يا دكتور هي دي الاعراض ايوه، والضغط 130 80 والبالس زي ما هو 90 او 100 ايه؟ دي سايكوجينيك. سايكوجينيك مش معناها انها مالينجرر، خلي بالكم. سايكوجينيك يعني حاجه سب كونشس، هي هيستوريكال بس هي حاجه سب كونشس زي كونفرجن ديس اوردر، ما تقولهاش انت بتدلعي لو سمحت، ها عشان بس الكلام ده بيعمل مشاكل في البراكتس، لا هي مجرد انك بتقولها ما تقلقيش حضرتك انت ما عندكيش هبوط في الدوره الدمويه، ضغط كويس النبض كويس، فتقول سايكوجينيك ولازم تشرح العين، لان في ناس بيتخانقوا معاك لما تكتبهم سايكوجينيك يقول لك ايه يا دكتور هو انا بتدلع؟ ايه يا دكتور هو انا على فكره مش بضحك عليك، على فكره انت فعلا تعبانه، بتبقى وبالذات معظم البيشنت دول فيميل، فبتاخد الموقف بشكل ايه؟ بشكل ان انت بتتهمها، وبالذات انت لو بتقول لها الكلام ده قدام قرايبها يقول لك ايه؟ شفتي يا ستي انت بتدلعي؟ لا هي مش بتدلع، هي في مشكله كونفرجن ديس اوردر، هي محتاجه سايكايترست. ماشي؟ بس انت بتطمنها، بس ما تقولهاش انت بتدلعي، رجاء بس، بلاش كلمه انت بتدلع دي لاي عين على فكره يا جماعه، نصيحه يعني. بتعمل مشاكل، بتعمل مشاكل ومش مشاكل بس ان انت مش هيجيلك تاني، لا هو بنسبه كبيره ان الناس دول هيدبوا خناقه في البيت بسببك.
ماشي؟ فبلاش كلمه انت بتدلعي او انت يا حاج بتدلع عليهم عشان تعرف غلاوتك عندهم. الكلام اللي احنا بنقوله للمصريين الكلام ده بره مش اكسبتد. مش اكسبتد انك تقول لبيشنت انت بتدلع او انت dont worry you are faking symptoms او because she loves you. يا نهار اسود ايه اللي انت دخلت, انت دخلت في مرحله كريتيكال جدا. انت مش من حقك تدخل في الحاجات البيرسونال دي اصلا. تمام. اخر حاجه انه بيفرق السينكوب اللي بيجي لها مايكلونيك جيرك من الابيليبسي. ما في واحد يقول لك السينكوب ممكن تعمل مايكلونيك جيرك ولا بدليل ان الارست بيحصل ايه؟ كلنا واحنا امتياز اول ارست شفناه اتلخبطنا وافتكرناه ايه؟ بيفتس. صح؟ انا اول ارست شفته وانا امتياز قلت للنايبه تبقى كانت نايبه بتقف جنبي بقول لها دكتوره ده بيفتس. قالت لي مش بيفتس ده بيجاسب. لان انت اللي بيجاسب بيعمل ازاي؟ قلت لها مع اللي بيسموها الهايبوكسيك برين انسلت اللي بتحصل ده ممكن يعمل مايكلونيك جيرك. طب ده بقى مايكلونيك جيرك مع سينكوب ولا ايبيليبسي؟ يقول لك ممكن التلت تيبل هيفرقك لك حاجه زي دي بالذات لو انت شايف ان ده ريفلكس. فانا كده عرفت البنفيت. النورمال مثلا ان الضغط بيعلى حاجه بسيطه والهارت ريت بيعلى حاجه بسيطه في التلت تيبل. انا جايب الصور دي بس كشرح يعني مش شرط ان انت مش تكتب في الامتحان مش هتقدر ترسم له جرافس يعني. الاب نورمال ان يحصل ان الهارت ريت يقل والضغط يقل. ممكن يحصل واحده من الاثنين او الاثنين يحصلوا مع بعض وفي الاغلب بيبقى ديليد. مش هتلاقي الفازوفيجال اول ما ترفع السرير 70 درجه واحنا بنرفعه 70 مش 90 على فكره. مش هتلاقي اول ما ترفع هوبا الضغط وطي وهوبا النبض وطي. لا الموضوع بياخد وقت. تمام. فده منظر مثلا بتاع كارديو انهيبيتوري ريفلكس سينكوب او فازو ديبريسور. واللي اشتغل فيكو تيل تيبل شاف الكلام ده. ايه لا مش صح هي 70. بص الصوره دي صوره انا جايبها من على النت مش 90 درجه. جايد لاينز السينكوب كتبها بشكل واضح اللي هي الويب ادندا اللي كانت موجوده الابندكس دي كانت مكتوبه لا 70 درجه. طيب لو حصل ان الدبريشن حصل بسرعه جدا الضغط وطي بسرعه اول ما جينا نعمل تيست ده بتاع الاورثوستاتيك هايبوتنشن. فافتكروا ده من الاورثوستاتيك بيبقى ايرلي دروب اوف بلاد بريشر. الثاني بيبقى ديليد اللي هو الريفلكس سينكوب. السايكوجينيك سودو سينكوب هلاقي الضغط حلو جدا او الهارت ريت حلو او ده ممكن يكونوا بيعلوا كمان لان هي انشس بس هي بتشتكي من اعراض فساعتها اقول ده سايكوجينيك سودو سينكوب. طبعا البوتس عارفينه بيبقى ايه. الهارت ريت بيعلى جدا ممكن يعدي ال 130 بيت بير مينت ولكن ضغط كويس عشان ما تقولش ده ريفلكس تاكيكارديا عشان هايبوتنشن. لا اوكي دي نقطه مهمه. فده فاليو في تيل تيبل. الاجابه كانت سهله هو كان مجرد انك بتقول له الانديكيشنز ايه هو ايه الاستفاده ان عملها من تيل تيبل بس مش محتاج تشرح له الباترنز بتاعت التيل تيبل. انا بجيبها لكم عشان بس تبقوا فاهمين يعني اجابه السؤال ما كانتش صعبه. هو مجرد ان حد مش اورينت بالتيل تيبل هو ما اشتغلش تيل تيبل فمش فاهمه. لكن هو كان مجرد ان هو عايز بس تقول لي كذا انا عايز اقول انديكيشنز ويقول لي استفادته ايه عشان انت هو السؤال كده بتقول لك انا مش عايز اعمل تيل تيبل انت بتقول لها ايه فوائد التيل تيبل. تمام. ما انت مش تقدر تقول انا مفيش ارست بيحصل معايا صح. لا بدليل العين بيمضي كونسنت ولازم اركب كانيولا وصلاين جاهز جنبي واتروبين وكراش كار ولازم الممرضه تبقى معاك. ما ينفعش تقعد انت في مع العيانه لوحدك لازم يبقى في ممرضه عشان خاطر ممكن يحصل ارست. علاج الريفلكس سينكوب ايه اهم حاجه كلاس 1 انديكيشن هي لايف ستايل موديفيكيشن وايديوكيشن ري اشورنس. ايه اللي تطمني مفيش حاجه ده ريفلكس سينكوب دي حاجه بيناين هي حاجه بس بتبقى مزعجه انا عارف انها عامله لك مشاكل في حياتك لان لازم تعرف العيان تحسسه بايه حته ايه ان انا عارف ان انت تعبان عارف ان انت بتعاني بس هي حاجه يعني ايه ما تقلق مش هتموتك يعني من الاخر. تمام. بس انت بتحسسه بس بحته ايه ان اصل انت لو قلت لها زي الفل ما تلاقيش ريفلكس سينكوب ده احنا بنشوف بلاوي ده احنا بنشوف بتوع الكاردياك سينكوب وبروجادا ولونج تي اللي بيموتوا انت بتفكر نفسك عندك حاجه تقول لك اوكي بس انا الموضوع ده حصل لي وانا في الشغل انا الموضوع ده حصل لي وانا في امتحان. تمام. انا الموضوع ده حصل لي وانا مثلا قاعده في النادي مع صاحباتي مثلا وحد قال لي حاجه اتوترت ورحت وقعت في الارض والناس كلها اتلموا حواليا وبقى شكلي وحش ومش عارف ايه وهدومي اتبهدلت. لا الست دي بتعاني فبلاش تقول وهي مش بتدلع برضو خلي بالكم. انا مش بتكلم في اللي بيجي لنا الاستقبال وتقعد تعمل لا انا بتكلم في واحده يعني فعلا ضغطها وطي نبضها وطي. تمام. انت جيت تحس البالس لقيتها برادي وقت الالويه لو انت في وقت اللي بيصوت حد دكتور شافها برادي فعلا ضغطها واطي فدي واحده مش بتتدلع. تمام. فانا يعني خلي ريفلكس انكوب دول يا جماعه لما نتعامل معاهم نتعامل معاهم بحذر. ما حدش يقول لهم انتوا بتتدلعوا ما حدش يحسسها انت زي الفل. لا حسسها ان انت عندك مشكله واحنا انا عارف انها مشكله مضايقاك وعامله لك مشكله بس ما تقلقيش منها هي مش خطر على حياتك. تمام. كنت عايز تقول حاجه كويس. لا سايكوجينيك بس ما تقولهاش انت يعني انا كل نقطه في ايه ان السايكو انا شفت موقف ده قبل كده حصل ان حد كتب على الريبورت سايكوجيني سودو سينكوب حظه انها كانت المريضه كانت دكتوره مسكت التقرير وراحت تتخانق مع الكونسلتنت الدكتور كاتب لي سايكوجينيك هو انا بتدلع هو انا مريضه نفسيا هم فاكريني مجنونه هو انت فاكرين انا دكتوره يعني هي فاهمه ان سايكوجينيك مش معناها مجنونه يعني مش الكونسبت القديم بتاع المصريين اللي هو سايكوجينيك يعني انت مجنون لا هي اعتبرت ان انتوا كده بتتهموني ان انا بتدلع وانا تعبانه وانا كانت غلطه الدكتور اللي عمل التقرير ايه يشرح لها
مش احنا نقول لك لاي حد يا جماعه يعمل انفستيجن، اشرح للعيان الايكو بتاعك باين الحمد لله العضله كويسه، لا ده الايكو بتاعك فيه مشاكل، التريدميل بتاعك طلع كذا، التلت تيبل طلع كذا، وكان دي غلطته بس ان هو كان يقول لها انا كتبت كذا عشان كذا، لكن هو الترمينولوجي سايكوجينيك سولوشن هو مكتوب في الجايد لاينز. المهم بقى اولا education على benign nature، او لا تافويد التريجرز لو التريجرز ليها علاقه مثلا بالستريس والسيتويشن، او لا او لا مش افويد ستريس والسيتويشن، لما تحسي ان انت في موقف ستريسفول في خناقه او كذا ولقيتي نفسك ان انت بدات تحسي بالاعراض حاولي ان انت تخرجي من المكان. البرولونج ستاندينج ما اقعدش في مكان حر وما فيهوش تهويه لان ده ممكن يعمل فازوفيجل على فكره. تمام اسمه ايه ده حاجه اللي هي السميلز المناظر اللي مش حلوه، لو ده راجل كبير في السن لازم اقول له ان مثلا افويد ده الاول بقى ساعات افويد نكتوريشن ستاندينج بوزيشن عشان ده ممكن بيديفلوب ان حاجه بنسميها نكتوريشن سينكوب والكوف سينكوب والحاجات دي كلها، ودي فورم ريفلكس. ايرلي ريكوجنيشن للبرودروما سيمتوم، لما تحس بالبرودروما سيمتومز خلي بالك لازم ان انت تبقى عارفها عشان لما جالك البرودروما سيمتوم لازم تقعد او تنام ترينلنبرج بوزيشن لو مكان يسمح، لو مكان ما يسمحش يبقى انت على الاقل بتقعدي مثلا على كرسي عشان ما تدوخيش، ده هيقلل الاعراض شويه. زي ما قلنا نكتوريشن سيتنج بوزيشن ده في الاولد ايج اقوله للميلز في الاولد ايج اقولها. جود فلويد انتيك وانكريز السولت انتيك اب، ان انا ممكن ازود اكتر من 5 جرام او متر كان مكتوب اكتر من 5 جرام ده لغايه 10 جرام، 5 جرام ده اقل 5 جرام ده في الناس الهايبرتنسيف، لكن انت بتزود جامد. جود فلويد انتيك وسولت انتيك. كلاس 2A ان انت توقف لها الادويه اللي هي هايبوتنسيف، لو هي بتسال على دراج هيستوري اسالها، لو اي حاجه من الحاجات دي بتتاخد اقول لها طب ايه نازلها، لو هو عين هايبرتنسيف وبياخد انتي هايبرتنسيف وبدا يشتكي من ريفلكس او اورثوستاتيك حاول اقلل له الجرعات بتاعته. في حاجه اسمها الفيزيكال كاونتر بريشر مانوفر، ودي انا بدات اقولها للعيانين بصراحه لما قريتها في الجايد لاينز، ان تقول لك طب انا يا دكتور بيجي لي وانا واقفه ماشيه في الشارع هقعد فين ولا هنام على الارض فين وانا في الشارع او ما فيش مكان اقعد عليه، تقول لك ان في حاجه اسمها الفيزيكال كاونتر بريشر زي المنظر ده بيبقى ساعات يقول لك كوره وبتضغط عليها، انك بتعمل لك كروسنج المنظر ده برضو، كل دي اسمها كاونتر بريشر، بتبقى شبه فكره الايزومتريك اكسرسايز انها بتزود الضغط شويه وبتزود السيستم الافتر لود، فده يخلي ان الاعراض بدل ما يجي لها سينكوب تبقى على الاقل ايه ديزنس ولايت هيدنس، بس انا ماسكه نفسي شويه. دي كلاس 2 ايه خلي بالك يعني في جزء منها ان انت الحاجات اللي هي زي السكوات، يعني السكواتي مثلا حاجه ممكن يزود الفينوس تور، بس الجزء الاساسي منها ان انت لما بتعمل كده مثلا انت مش هتزود بريلود، انت هتزود الافتر لود اكتر، لكن السكواتنج ممكن. تمام التلت تريننج كلاس 2 بي مش مهم قوي ان انت يقول لك وقفه فتره، زي اللي هو الراجل الصوره دي التلت تريننج اللي هو زي ده، ان انت تقول له اقف على الباب مثلا مش عارف ايه كده وتسند نفسك لمده 5 دقائق، المره اللي بعديها تبقى 7 دقائق، المره اللي بعديها 10 دقائق، بس هو كلاس 2 بي. الميديكيشنز اللي هم الفلودروكورتيزون والميدودريم مش مهم الجرعات خالص، كلاس 2 بي بس ممكن نجيب سيرتها، لان هي في بعض انت تقول لك يا دكتور لا انا عايز عليك انا جربت كل اللي انت قلته ده على فكره ولسه تعبانه، هقول في ميديكيشنز، ولكن البيتا بلوكرز مالهاش اي رول في الريفلكس سينكوب. هل في دور للكاردياك بيسنج؟ رخمه الحته دي صح، كاردياك بيسنج في الريفلكس سينكوب. بص هي لازم تتحفظ من الاخر لان هي جايد لاين ساعتها واضحه، والسؤال ده دايما بتتساله بالذات في الناس اللي بيجي لهم ايه بقى كارديو انهيبيتوري ريفلكس سينكوب، ده جالها باسيستولي في التلت تيبل نركب لها بيس ميكر، تلاقي دايما الجمله دي بتتقال، لا ده هلا شكله واضح. هما اولا ما فيش حاجه فيهم كلاس 1 مبدئيا، كلهم كلاس 2 ايه او كلاس 2 بي. يقول لك لو البيشنت بيجي لها فوق ال 40 سنه بيجي لها سبونتينيوس اسيستوليك بوزز اكتر من 3 ثواني او اسيمتوماتيك بوز اكتر من 6 ثواني، بس سببها ريفلكس، يعني هي سببها دايما في تريجر ستريس هيفي اكزرشن مش عارف ستاندنج بوزيشن برولونج ستاندنج، بس سبونتينيوس مش تلت انديوس، ده كلاس 2 اي، بس هي ما زالت ريفلكس مش واحده بيجي لها برادي اريزمي عشان خاطر، لا هي ريفلكس انكوب بس الفيجل ستيميليشن عندها عنيف شويه. طب لو واحد بيجي له كارديو انهبيتوري كاروتيد ساينس سيندروم، وده انا اثبته بالكاروتيد ساينس مساج تيست، فوق ال 40 سنه هتلاقي دايما فوق ال 40 سنه دي محطوطه، العيان ده ايه؟ كلاس 2 اي برضه ان انا اركب له بيس ميكر. امال امتى تبقى كلاس 2 بي؟ تو ديكريز ريكارنس في البيشنت اللي فوق ال 40 سنه بيجي لها تلت انديوس اسيستوليك بوزس وريكارنس سينكوب كلاس 2 بي، يعني البنت دي لو عملت لها تلت تيبل وطلع جالها كارديو انهبيتوري ريفلكس سينكوب تقول لها ركب لك بيس ميكر؟ ده ايه؟ عندها مش هتعمل. وحاجه ثانيه هي حتى لو فوق ال 40 سنه، لو فوق ال 40 سنه برضو ايه؟ كلاس 2 بي. يعني فوق ال 40 سنه، يعني انت في الشباب الصغيرين مش هتقول لها ركب لك بيس ميكر واحده عندها حاجه 20 سنه، تمام؟ هتركب لها ليه فوق ال 40 وهي حاجه 20 سنه تركب لها بيس ميكر؟ ولو فوق ال 40 سنه انت لازم تقول للعين ايه؟ ان احتمال تركب البيس ميكر ما حصلش تحسن والاعراض تفضل تجي لك. ما هو بتوع الهارت بلوك المفروض لما يركب البيس ميكر بيجي يقول لك ايه؟ لا يا دكتور ربنا يبارك فيك، ده انا من ساعه ما ركبت الجهاز وانا ايه؟
ما جاليش اغماء زي اللي كانت بتجيلي. اه هو راجل كان عنده بينفيت رهيب، ده واحد كان بيجيله برادي اريزمي دلوقتي عنده اللي عنده بسميك، دول مش هيستفيدوا. عشان كده حتى اللي هم اسمه ايه ده، الناس اللي هم فوق ال 40 سنه اللي بيجيله تلت انديوس، ده مش معناه ان انت تروح تركب لهم بيسميكر. بس النقطه دي مهمه برضو. البيشنت اللي عنده كلينيكال فيتشر، سيبكم الادينوزيستيف سينكوم مش مهمه، ده كلاس 2 بي، بس دي مش مهمه، انا كنت بقول عشان محاضرات الاي بي. ولكن ان ابسنس اوف دوكيومنتد كارديو انهيبيتوري لا سبونتينيوس ولا تلت انديوس، في دور للبيسنج يعني لو كان بيجي لها هايبوتنشن بس في التلت تيبل كلاس 3 ده ما فيش نقاش، فازو ديبريسور البيسميكر مش هيعمل لك اي حاجه. فانديكيشنز اوف بيسنج عشان دي جت السنه اللي فاتت وساعتها كان ايه مش كل الناس افتكروها، دي مهمه. اسمه ايه ده الانديكيشنز اوف بيسنج اتسال بشكل واضح السنه اللي فاتت، وده كان سؤال مباشر مش هقدر اقول انه سؤال فيه لف ودوران، لانها بقت مكتوبه واضحه انديكيشنز اوف بيسنج ريسك كذا 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 كذا، دي معلش هنبقى عارفينها خلاص. اوكي ده يعني زي جدول كده بيلخص الموضوع، وده نفس الكلام اللي قلناه تاني بس هو كان محطوط في ايه فلو شارت، دي من جايد لاينز انا جايبها من جايد لاينز كوبي بيست يعني. تمام كيس نمبر 6. لا 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 ابوس ايدك مش عايز ادخل فيها، مش هدخل فيها عشان دي حته رخمه وحته اصلا كل الجايد لاينز فيها بقت كلاس 2 بي وحاجات كده مش حلو، فبلاش ادخل فيها. طب ما هنجيبها هتبقى تتخن تاني عشان بس لسه في كتير. طيب ندخل في كيس نمبر 6، ناكد بقى كيس نمبر 6. ده جالي في الام دي، السؤال ده جالي في الام دي، ده كان سؤال رخم بصراحه، سؤال رخم. بصوا 24 سنه male patient complains of recurrent episodes of blackout that can occur at rest even while he is sitting or lying supine. ده ما عارفين سينكوب في sitting position او supine position، بفكر في ايه في الكاردياك سينكوب، كاردياك بوش. تمام يعني ريفلكس سينكوب والاوستاتيك هايبوتنشن مش هتحصل لو العين قاعد ولا هو نايم. He told you that his mother had a permanent pacemaker implantation at the age of 32 years old. مامته ركبت بيسميكر وعندها 32 سنه. الله جميل. السؤال لما رفضناه كده اتخضينا اللي هو ايه يا جدعان في ايه؟ الاي سي جي بتاعه كان فيه رايت بندل برانش بلوك، انا عرفت اكسس ديفيشن ماينس 60 ويز نورمال بي ار انترفال اند 1 تو 1 اي في ريليشن شيب. وات ار ذا جينيتيك كوز اوف كونكشن ديزيز ان ذيس يونج ايج؟ اند وات ار ذا انديكيشنز اوف بيسنج ان ذا بيشن اكوردنج اي سي جايد لاينز؟ طبعا السؤال الثاني سهل. السؤال الثاني مكتوب على الجايد لاينز بوضوح. الاولاني لا صراحة ده هنجنا كل ما وظننا هنج يعني، و يعني انا كنت عارف مثلا الاجابه الى حد ما عشان اي بي اللي مش اي بي كان السؤال ده بالنسبه لهم رخم جدا، هو فعلا سؤال رخم بس هو كان ده في ام دي بصراحه مش ماستر، فالام دي كان ممكن يجي ليفل ده، في الماستر صعب بصراحه، بس انا قلت اجيب السؤال ده. طيب مبدئيا هو العيان ده عنده ايه في الاي سي جي؟ رايت باند برانش بلوك وعنده ليفت اكسس ديفيجن ماينس 60، ده اسمه ايه الديفينيشن ده كده؟ بايفاسيكلا بلوك وبي ار نورمال و1 تو 1 ريليشن شيب. لازم اقول كده ذيس بيشنت هاز بايفاسيكلا بلوك ويز بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف كوندكشن ابنورماليتي. مامته ركبت بيسميكر يعني في واحده بتركب بيسميكر 32 سنه، دي حاجه تسمعها كده تعدي عليك عادي؟ لا ده كده مشكله. ايه الاسباب؟ هي دي الاسباب طبعا يعني انت لو افتكرت منهم 3 4 يعني اعتقد ان الاكزامر هيبقى فرحان جدا لانها هو سؤال رخم فعلا. هو ايه الحاجات اللي تعمل برادي اريزميا او كوندكشن ديفكت في السن الصغير ده؟ كونجنت، في حاجه اسمها كونجنت هارت بلوك، لوس اوف فانكشن في السوديوم شانل، بس مش عايز اعقد. الدايليتد كاردنوس اللي معاه لامن جين ميوتيشن، ما هم ممكن يجي لهم برادي اريزميا او ممكن يجي لهم فيتاك. ده سبب. تسمع عن ده اسمه الفابري ديزيز، هو ستورج ديزيز كده حاجه اسمها جلاكتوسايديز، ده بيعمل برادي اريزميا. مايتوكوندريال ديس اوردر، مش هو فاكرين زمان في البايكيمستري يقول لك المايتوكوندريا بتتورث من الام مش من الاب، كانت حاجه من الحاجات اللي كده. الماسكولار ديستروفيز، الكاردييك اميلودوزس بيعمل كوندكشن ابنورماليتيز. انا دول انا مثلا ما كتبتش في دول، ما كتبتش غير كونجنتال هارت بلوك طبعا، كتبت الاميلودوزس، كتبت الفابري، مايتوكوندريا قلتها، حاجه تفاجئ لما ما افتكرتهاش الامتحان. كده كويس قوي، ده كده كويس. بقول لك انا كده كنت خارج، انا لما خرجت شفت الناس يا جماعه لا ده كده كويس، السؤال ده رخم، السؤال ده انا معترف ان السؤال ده صعب، السؤال ده صعب يعني. انا قلت فيه عمال اقول هو انا في حاجه مسد مني، انا في حاجه نسيها، عمال افكر كده. بس هو كان عايز بس كوز تبقى فاهم ايه ان ايه الكونسبت بتاع البريديا ازميا في اليونج ايج، ايه الحاجات اللي بفكر فيها. ده باي فاسكر بلوك، اكيد الولد الشاب ده لازم اخد منه هيستوري تيكن كويس تو اكسكلود نون كارديا كوز سينكوب. ما هو ممكن يكون عنده بوست فاميلي هيستوري بس في نفس الوقت الولد ده ايه بيجي له ريفلكس سينكوب. ليه لا يعني اللي يمنع. لازم اعمل له ايكو، ليه اعمل له ايكو؟ ما احنا لسه قايلين في حاجات ستورج ديزيز ولامن دايليتد كارديوميوباثي واميليدوزس ومش عارف ايه، لازم اعمل ايكو، ممكن ابطو ان انا اعمل كارديك ام ار اي، امبيولاتري اي سي جي مونيتورنج عشان اشوف لو هو باي فاسيكولار هل بيدخل في سبونتينيوس موبس تايب 2 او 3 ديجري، لازم اعمل امبيولاتري اي سي جي مونيتورنج.
جيناتيك تيست لو انا شاكك في حاجه معينه ممكن اعمل جيناتيك تيستينج. ده كان بس كده ايه اربع جمل. طيب لوب ريكوردر ليه دور هنا؟ عارفين ايه هو اللوب ريكوردر؟ هو حاجه زي اليو اس بي كده بتتركب تحت الجلد للعيانين اللي انت يعني الابيزود بتجيلهم على فترات متباعده. طب ده انا هعمل له هولتر ايه ولا كده؟ لا ما ينفعش، ده لوب ريكوردر ممكن. العيان ده احد الانفستيجيشنز اللي كان ممكن اعملها فيه اي بي ستادي، يقول لك لو عيان باي فاسكرا بلوك بيجي له سينكوب والسينكوب دي انكسبلينز بالنون انفيزيف تيست، يعني بعمل له هولتر ما فيش حاجه ما جاتلوش الابيسود مش عارف اشخص، كلاس 2 ايه انك تعمل له اي بي ستادي. هو كان عايز يسمع الجمله دي في الامتحان، ان الباي فاسكرا دول يا جماعه لما يجي لهم سينكوب انت مش عارف تفسرها ما تقولوش ايه لو سمحت تقولوش تعالى اركب لك بيس ميكر. الباي فاسكرا بلوك لوحدها كده وانكسبلين سينكوب كلاس 2 بي ان انت تركب له، لا لازم اعمل لك اي بي ستادي الاول. ليه اعمل اي بي ستادي؟ هدخل اقيس حاجه اسمها الاتش في انترفال واعمل حاجه اسمها انكريمنتال اتريال بيسنج عشان اشوف مع البيسنج السريع في الاتريم هل دخل في بلوكس ولا لا. الابنورمال ان انا الاقي الاتش في اكتر من 70 وان انا الاقي ان هو دخل في هارت بلوك لما كنا بنعمل بيسنج على ريت سريع في الاتريم لان الاي في نود عنده ايه او الكوندكشن سيستم بتاعه ضعيف. تمام؟ بالتالي بقى ايه الانديكيشنز اوف بيسنج في العيان ده؟ مبدئيا لو العيان ده انا هجيبها اهو هنا. مبدئيا البيشنت ده لو عنده باي فاسيكلر تمام؟ البيشنت بيجي له سينكوب وعملت له اي بي ستادي كانت بوزيتيف بحاجه من الحاجات دي او لقيت عنده لوب ريكوردر دوكيومنتد انه دخل بيدخل في سبونتينيوس بلوكس، ده لوحده كلاس 1 فور بيسنج. يعني باي فاسيكلر في الهولتر او في اللوب ريكوردر بيدخل في هاي جريد اي في بلوك لو هو بيس تايب 2 او جريد 3، ها ده راكب ولا ما يركبش؟ لازم يركب كلاس 1. طيب لو عملت له اي بي ستادي وطلعت اب نورمال بالحاجات اللي قلناها دي كلاس 1. طب لو ما لقيتش حاجه اي بي ستادي نيجاتيف و ما فيش حاجه، يقول لك ممكن نركب له لوب ريكوردر بس برضه لو مش لاقي حاجه والعين انكسبلين سينكوب بلس 2 بي. تمام؟ ده اللي هو كان عايز يسمعه. طبعا لو اوجيكشن فراكشن اقل من 35% زي الحته دي لما اجي اركب له اكيد هركب له سي ار تي، مش هركب له اسمه ده مش هركب له ساعتها بيس ميكر عشان الفانكشن امبيرد اكيد طبعا دي ما فيهاش كلام. هو كان يعني الانديكيشنز وبيسنج ما كانتش فيها مشكله انها كانت هي كانت غلاس السؤال ده في الايه؟ في الجينيتك تيستنج، فمش عايز مش هناخد فيه وقت طويل عشان كده. ناخد في كيس نمبر 7. السؤال ده حلو. 72 year old male patient had an episode of collapse while he was walking at home. He was brought by his son to the ER. You were told by his son that he has history of MI 2 years ago for which he had a stent inserted but he had no report. His resting ECG showed evidence of 2:1 AV block at a heart rate of 40 beat per minute with complex duration of 130 milliseconds. تمام؟ The ER doctor asked you to give him atropine to increase his heart rate. Last echo performed 6 months ago showed a kinetic LAD trajectory with estimated ejection fraction 30 to 35% with mildly dilated LV dimension. داتا كتير في العيان ده. بس السؤال ده على فكرة مش صعب، يعني السؤال ده لو فكرنا فيه هو مديك داتا كتير بس الأسئلة من البراكتس يعني. What is the predicted effect of atropine in these patients? Discuss your acute management protocol and your clinical decision for him after admission. سؤال بقى، هو ايه تأثير الاتروبين في العيان ده؟ تعال نمسك واحدة واحدة كده. صح، برافو عليك، على حسب. طب فيرست ديجري في بلوك لو خد اتروبين يحصل له ايه؟ كويس، الهارت ريت يتحسن وممكن كمان البي ار تبقى شورتند، يعني ممكن الار بي ار تقصر والهارت ريت هيزيد مفيش اي مشكلة. طب الثيرد ديجري لو خد اتروبين ولا الهواء هيزود الاتر ريت والفنتريكل ريت هيفضل زي ما هو. طب لو سكند ديجري بس موبس تايب 1، احنا عارفين 2 تو 1 ممكن موبس تايب 1 ممكن موبس تايب 2. على حسب الكومبلكس ديوريشن بنقدر نقول موست بروبلي هيطلع كذا. لو موبس تايب 1 وينكي باخ فينومينا هيزيد، ده الوينكي باخ ده لو جريته على المشايه تلاقي الهارت بيعمل بيتحسن. طب لو موبس تايب 2 بارادوكسيكال سلوينج اوف ذا هارت، وده كان تكت السؤال، ان يعني انت لو اديت اتروبين مش هيعمل حاجه، لا ده انت ممكن العين ديتيريوريت. ليه يحصل له كده؟ اولا الريت لو عنده 2 1 الاتر ريت 80 وهو عنده 2 1 الفنتريكولار ريت هيكون 40، حضرتك اديت اتروبين الاتر ريت هيكون ايه مثلا؟ هيزيد ل 90. الاي في نود لما تلاقي الاتر بيزيد بتعمل ايه؟ في حاجه اسمها ديكريمنتال بروبرتيز، تعمل ايه؟ تتحول ل 3 2 1 مثلا، يبقى ال 90 دول يعدي منهم كام؟ يبقى لها انت حصل له ايه؟ الاتروبين بطأ له الهارت ريت مش زود له الهارت ريت، عشان كده بيقول لك ال 2 2 1 ما ينفعش اجري. انت عارفين 2 1 ده يقول لك لو عايز تفرق موبس تايب 1 موبس تايب 2 يقول لك احد الحاجات انك تجريها على المشايه، لو لقيت مع الجري الهارت ريت اتحسن وزاد ده موبس تايب 1، لو لقيت الهارت ريت بيبطا ده كده موبس تايب 2، لان كده ده فعلا في مشكله انفرا هيسيان. فالعيان ده 2 تو 1 ومعاه وايد كومبلكس موستلي ده انفرا هيسيان موبس تايب 2، الاتروبين شود نوت بي يوز، يبقى انا المفروض اقول الاتروبين هيعمل بارادوكس كاسلوينج شود نوت بي يوز ان ذيس بيشنت. هعمل ايه بقى للعيان ده؟ هحجز العيان ده على مونيتور بيد
هارينج فور تمبري بيس ميكر انسرشن ده هاي جريد اي في بلوك موبس تايب 2 والثيرد ديجري ده هاي جريد اي في بلوك تمام و تشيك وذر ذا بيشنت از تيكينج اني نيجاتيف كرونوتروبيك ميديكيشن انكلودينج بتاخد بيتا بلوكر بياخد كالسيوم شان بلوكر بياخد ديجوكسين بياخد ايفابرادين هتقولي هو ايه علاقه الايفابرادين بالاي في بلوك للاسف هو ريكوردد ان في حالات كومبليت هارت بلوك بتحصل على الايفابرادين رغم ان الايفابرادين بيشتغل على ايه السينود بس ريكوردد معاه فيقول لك برضه اللي بياخد ايفابرادين ودخل في اي في بلوكس ما تقولوش ايه كمل براحتك على الايفابرادين لا هحتاج ان انا اوقف بروبافينون ليه بيتا بلوكينج افكت فممكن برضه لو بياخد ريتم نورم ممكن اقول له احتاج اوقفه طبعا بننساهم دايما فنخلي بالنا موضوع الادويه يعني ما ينفعش ان انا في امتحان في البراكتس لازم اخد بالي منها وفي الامتحان ده عيان اسكيميك يعني احتمال كبير بياخد ايه بيتا بلوكر طبعا يعني اكيد بياخد بيتا بلوكر هيجاله ام اي وكذا والفانكشن ايبر اكيد بياخد بيتا بلوكر بياخد بيسبرولول بياخد اي حاجه فلازم اجيب سيره الايه البيتا بلوكرز ريبيت ذا ايكو ده عامل ايكو من 6 شهور لازم ريبيت الايكو تو اساس الالفي فانكشن بالموديفايد سيمسون لان هو عنده سيجمنتال تمام سؤال بقى العيان ده نعمل معاه ايه طبعا الجايد لاينز بتاعه السينكوب برضو وضحت الانديكيشنز اوف بيسنج في حالات البرادي اريزميا انا هاخد هنا الجزئيه دي السكند والثيرد جري اي في بلوك اللي هم الهاي جريدز العيان ده كلاس كام انديكيشن فيه نعمل بيسنج كلاس 1 كان في الانديكيت جايد لاينز البيسنج في 2013 كان يقول لك حتى لو اسيمتوماتيك طالما ثيرد جري او سكند موبس تايب 2 العيان ده ايه العيان ده يركب بيس ميكر كلاس 1 هنا ما قالهاش بقى الجمله دي في الجايد لاينز السينكوب 2018 قالك ايه حتى لو انت مش قادر تبين كورليشن ما بين السيمتوم والاي سي جي اللي هو عارفين يقول لك في الهولتر يقول لك وقت البلوك هو ده الوقت اللي جاله السيمتوم ده الوقت اللي هو هيبريس ذا باتون في الهولتر يقول لك كلاس 1 انديكيشن الساينس نود ديس فانكشن مثلا اللي هو السيك ساينس سندروم بس طبعا الاسم الاشيك دلوقتي سيك ساينس نود ديس فانكشن يقول لك كلاس 1 تركب بيس ميكر لو في سيمتوم اي سي جي كورليشن يعني انت قادر تقول ان وقت الساينس براديكارديا او وقت الساينس بوز هو ده الوقت حصل السيمتوم لو مفيش كورليشن قوي كلاس 2 اي ده الساينس نود ديسفانكشن تمام ولكن الكل البايفاسكر احنا اتكلمنا عليها طبعا ده نفس الكلام اللي احنا قلناه ما فيهوش اختلاف ولكن الجايد لاينز اتفقت على ايه كاردياك بيسنج از نوت انديكيتد ان بيشنت وين ذير ار ريفرسبل كوز فور براديكارديا يعني لو ماشي على ميديكيشن مش هركب هايبركاليميا مش عارف ايه مش هركب بيس ميكر هركب تمبري لكن بيرمننت لا وما فيش حاجه اسمها يا جماعه زي زمان قوي ما اعرفش انتوا حضرتوا الفتره دي ولا لا يعني كان يقول لك زمان يقول لك احد انديكيشن بيس ميكر لو انا عايز ادي بيتا بلوكر براحتي اركب بيرمننت بيس ميكر عشان ادي بيتا بلوكر براحتي الكلام ده كان بيتقال زمان على فكره وانا نايم الكلام ده انتهى اوبسوليت مفيش حاجه اسمها ان انا عشان ادي بيتا بلوكر براحتي عشان المورتاليتي بينفيت للهارت فيلير ركب بيس ميكر لا ده مش انديكيشن ان انا عشان تو انتروديوس ميديكيشن تمام فالعيان ده هادميت تمبري بيس ميكر هتشيك لو ما فيش ريفرسبل فاكتور هي از كلاس 1 انديكيتد فور بيرمننت بيس ميكر خلصت الاجابه ايه بيس ميكر ايه سنجل شيمبر ولا دول شيمبر تحبوا تركبوا له ايه صبر صبر انا فاهم قصدك وانت كلامك صح بس خلينا نمشي ستيب باي ستيب سنجل ولا دول يعني تركب في في اي ولا يعني سنجل هو عنده ايه تريل اكتيفيتي ده يستفيد من السينكروني ده انت لو ركبته في اي اللي عندك يجي يقول لك يا دكتور بيجي لي ضربات في رقبتي اللي هي البيس ميكر سندروم ساعات بحس ان انا دايخ بيس ميكر سندروم لان مفيش سينكرونايزيشن لا هركب دول شيمبر لان هو عنده اتريال اكتيفيتي يوني فينتريكولار باي فينتريكولار ها زي ما انت قلت سي ار تي ليه بقى سي ار تي عشان الكومبلكس معدي ال 130 ملي سكند ايوه ملهاش علاقه هنا بالكرايتيريا فور سي ار تي امبلانتيشن ان انا مش بتكلم عن هارت فيلير هنا انا بتكلم ان بيشنت عنده هارت فيلير ويز ريدوس اجكشن فراكشن يعني ايه ريدوس اجكشن فراكشن اقل من كام لا 40 البريزيرفد اللي هو فوق ال 50 الميد رينج من 40 ل 50 تحت ال 40 تمام تحت ال 40 عنده انديكيشن فور بيسنج عشان هاي ديجري اي في بلوك سي ار تي هو كلاس 1 تمام للعيان دوت اوكي عشان خاطر اليوني فينتريكولار بيسنج انك تعمل ار في بيسنج ده بينديوس او بيعمل زي بروجريشن ال في ديسفانكشن تمام دي حاجه لان انت بتعمل ديسينكرو انت بتنديوس ديسينكرو نفسك فالعيان ده ان الفانكشن بتاعته لما نعدها لو طلعت تحت ال 40% زي الايكو اللي هو عامله من 6 شهور وفي الاغلب هتطلع كده هو عشان كده حط لك تكت السؤال دي في كده بس انت حتى لو ما قالكش انت تقول له لان هو قالك ان العيان ده ام اي يعني احتمال يطلع الفانكشن بتاعته امبيرد فلازم تقول له اعمل له الايكو لو فوق ال 40 هركب دول شيمبر بيس ميكر عادي تحت ال 40 اركب سي ار تي فده سؤال كده ايه بيكلمنا عن جزئيه البرادي اريزميا فاهمين الانديكيشنز اوف بيسنج تمام طيب You are seeing a 50-year-old male patient in the OPC who has a history of anterior stemis 3 years ago, for which he had primary PCI to proximal total iliac occlusion after 9-hour pain-to-door time.
He is compliant on his medical treatment, denying any chest pain, but he is complaining of episodes of palpitation at rest that occur at variable interval, but causing him dizziness and sweating and sense of impending fall. His ECG showed sinus rhythm, complex 130 milliseconds. Echocardiography showed ejection fraction 40-45% with akinetic uretry, and he had Holter ECG many times, but all failed to capture the episodes. عارف ليه غلى سؤال في 40%؟ لو كان قال تحت ال 30 كنا خلصنا خلاص. لا هو لازم احط فيها، ما في سيتويشنز كده. تمام؟ What is the next step for this patient? Is there a role of ICD in this patient or not? طيب الحاله دي اسمها ايه؟ دي حاله اسمها unexplained syncope in patient at high risk of sudden cardiac death. ليه unexplained؟ انا ما قدرتش اثبت اثناء السينكوب حصل له ايه؟ ليه high risk of sudden cardiac death؟ ischemic وfunction impaired. تمام وكمان ايه يعني ده كان يعني هو اسكيميك والفانكشن بتاعه امبيرد يعني في الاغلب عنده سكار تمام انت بتقول اكانيجي ديتريتور بس الفانكشن في الميد رينج لسه تمام هنا الديسيجن ان انا اركب اي سي دي ولا اعمل انفستيجيشن بيعتمد على الريسك بتاع السنكوب والهاي ريسك اوف ديس او ريسك اوف سادن كارديكس في العيان ده فالديسيجن هنا بيبقى صعب ان انت بتوزن بينفيت وهارم اكمل انفستيجيشنز ولا الراجل ده مقلقني كده ووصف السنكوب مش مريح انا هضطر اعمل كده جايد لاينز بقى بتاعت السنكوب 2018 اتكلمت في الجزئيه دي بشكل واضح عشان دي كانت جزئيه دايما فيها دايليما تلاقي ناس تقول لك ايه اه اي سي دي طبعا هو مش عنده ستراكشر هارد ديز واحد يقول لك 40% ركب له اي سي دي ليه يا عم اي سي دي برده حاجه مش حلوه طب ما اعمل له اي بي ستادي طب ما ايه رايك نعمل له هولتر هو عمل هولتر 100 مره تمام طب ما نعمل له حاجات مونيتورنج لفتره طويله قالوا بقى نتكلم فيها اولا احنا عارفين الهولتر ده اللي عندنا في مصر بس اقصى مده للهولتر قد ايه مع هو بص في البرايفت انا اخر مره عرفت 72 ساعه بس الناس تقول لك ايه ممكن يقول لك بقى 72 ساعه ويجي يفك ويركب تاني في ناس بتعمل كده بس طبعا هيدفع قد كده للعيان والعيان هيتخنق اللي يقول لك يا دكتور انا طول النهار قاعد بي اس جي عارف استحمى ولما بغير هدومي بحرص عشان الليز ما تفكش فبتبقى رخمه شويه بره طبعا الحاجات دي بقى موجوده يعني على عينك يا تاجر يعني حاجات منتشره قوي للاسف مش موجوده في مصر شفتها كتير قوي هناك الكاردياك ميمو في حاجه عندهم اسمها كاردياك ميمو او كارديكول ده جهاز كده العيان بياخده معاه لمده اسبوعين ثلاثه وانس بس بيجي له بالبيتيشن بيروح حاطط الجهاز كده جنب الضربات وفي احد الاجهزه منه يقول لك ايه انه بيرفع سماعه التليفون وبيطلب الكاردياك انفستيجيشن في المستشفى بتاعته ايوه زي حاجه زي التليمتري بحيث ان هو بيبقى ترانسميتد وبعد كده هما بيريكورد الحاجات ولما يلاقوا عندهم جالهم ايبيسود بيكلموا العيان تعالى حضرتك جالك برادي اريزميا كذا يوم كذا الساعه كذا او جالك تاكي اريزميا بس العيان لازم يكون فاهم يستخدم الجهاز ازاي يعني تديهاش لواحد عنده حاجه 70 سنه ديمنتد مثلا ده مش عارف يستخدمه لا اديها لحد فاهم بتحتاج كده ان هو فيها تعليمات يقول لك لازم كده زي ما انت المنظر ده يقول لك اول ما يجي لك الجهاز مش كانت مشكلته تماما يبقى فيه ارتفاكتس ودايما تشوف فيه ارتفاكتس كتيره جدا يعني في عندنا حاجه اسمها نيوبو فيست طبعا يعني انا بقول لكم بس عشان خاطر لو فتح ماكس وقال لك قول لي ايه الانفستيجيشنز مثلا ممكن تعملها لواحد الهولتر مش عارف يكابتش النيوبو فيست ده زي المنظر ده بالظبط فانيلا كده بتتلبس او فيست كده بيتلبس بيبقى من جوه في حاجه زي الالكترود كده بتاع الاي سي جي بيتحط على العيان العيان يلبسه ويقلعه براحته خالص ولما تجيله الابيسود بي ايه بيبقى فيه زي باتن برضو بيضغط عليه بيريكورد الابيسود مست ان هو ما فيش بقى ليدز يلبسه ويقلعه وانا عايز استحمى هقدر اقلعه ما فيش اي مشكله ولبسه وقلعه سهل جدا والاي سي جي مجرد بس ايه هو مجرد المكان اللي هو دوت بيلزق على الجلد كده عادي زي كانه عليه جل كده فبيبقى سهل قوي لوب ريكوردر طبعا هو الحاجه الرائعه ان بيفضل سنين مع العيان لونجيفيتي عاليه قوي بيتحط هو شبه اليو اس بي كده بالمنظر ده وبيتحط كده تحت الجلد وحاجه على فكره سهله انت عارفين مين يعني اللي ورا بتركبه ممرضه سبيشالست نيرس في حاجه اسمها سبيشالست هي اللي بتركب لوب ريكورد يعني دي اللي عملتولي لوب ممرضه مش دكتور خالص حاجه سهله يعني مش صعب ان مش لا محتاج جنرال انستيزيا ولا حاجه هو لوكال انستيزيا انسيجن بسيط بتبقى بلانج كده ضغط عليه يتحط تحت الجلد تقفل بسمغ ولا خياطه حتى والعين يروح فسهل وبيبقى برمجته زي برمجه البيس ميكرز العاديه طيب بينقل الداتا تليمتري اه ولو هم بيلاحظوا هم بيحاطين سيرشن لو الهارت ريت قل عن 40 بيبعت لهم الجهاز بيبعت لهم اليرت للكارديك انفستيجيشن يونت سؤال بقى العيان ده يحتاج اي بي ستادي ولا لا بيشنت وسينكوب وبريفيوس ام اي او عنده سكار ريليتد هارت ديزيز زي الدايليتد كارديوماباثي الاريزموجينيك لو السينكوب ما دات ان اكسبلين بالنون انفيزيف تيست اللي قلناها قبل كده كلاس 1 اعمل له اي بي ستادي هتعمل له اي بي ستادي ليه اعمل له بروجرامد فينتريكولار ستيميليشن اللي بنقول عليها عندنا في مجموعه البي في تي ستيم بي تي سيم بروتوكول تمام كلاس 1 ان انا اعمله طب سؤال انت بتدور على انديوسبل في تي العيان ده يركب اي سي دي ولا اقول له لا خليك على الميديكال تريتمنت اولا لو الاي بي ستادي بينت لي في تي ده لازم يركب ما هو انا عملتها ليه ما قال لك وقال لك كلاس 1 تعملها في الانتنسين كوب طب لو طلعت في تي مش هركب انا عملتها لهذا التارجت يبقى انا هركب ساعتها اي سي دي تمام فالاي سي دي از ريكومندد في الحالات اللي هو الاي بي ستادي بوزيتيف طب ان جنرال بقى طبعا الجزء المربع الاولاني ده البرايمري بريفنشن العادي
مفيهوش اي كلام. المربع الثاني بقى بص مكتوب ايه، نقراها مع بعض كده. An ICD should be considered in patient with unexplained syncope with systolic impairment but without a current indication for ICD to reduce risk of sudden cardiac death. يعني يقول لك unexplained syncope مع ICD class 2 ان انا ممكن اركبه. تمام؟ الافضل ان احنا هنعمل ايه؟ ان احنا هنعمل EP study. لو الـ EP study اثبتت inducible VT اثناء الاستادي خلاص ده لازم هيبقى class 1 indication. ولكن هل انا ممكن اركب؟ اه ممكن class 2A. ممكن بدل الاي سي دي اركب لوب ريكوردر للعيان ده كلاس 2 بي لو انت مش شايف انديكيشن صريح. بس صراحه هو المربع اللي قبليه هو قال لك انكسبليند وسيستوليك امبيرمنت، طب خلاص ما انت كده ده هو حاطه لك كانديكيشن. بس معنى كده ان هو بيديك مطلق حل ان انت ممكن تركب اي سي دي لو انكسبليند سنكوب، ممكن اعمل لوب ريكوردر لو انت مش خايف من العيان قوي ده كلاس 2 بي. ولكن الافضل ان عندها هنعمل له اي بي ستادي طالما انت ما ينطبقش عليه شروط البرايمري بريفنشن اللي هو اقل من 35% ومش دوكيومنتد. ما هو لو كان دوكيومنتد كانت خلصنا. هو مثلا جاله فيتاك واضحه، طب ما خلاص ده فور اي سي دي يا جماعه عندنا اختلاف ده كلاس 2 اي نركب لازم يركب اي سي دي، لكن مش دوكيومنتد انكسبليند. هي دي بقى الدايليما، عشان كده دي غلاسه السؤال في كده. هنا ما حطوش كات اوف بوينت ريجكشن فراكشن لو واخدين بالكم. الكس ستوليك امبيرمنت فانكشن 45 الفانكشن 50% بس في سيجمنتال ما حطلكش، هو قال ستوليك امبيرمنت. كيس نمبر 9 واصلين معايا ولا تعبتوا؟ تعبت. بصي مشكله الدكتوره لامي هتيجي الساعه 12 فمعلش انا عارف. لو حد عايز يطلع يجيب قهوه بسرعه ويجي مفيش مشكله كده كده احنا بنسجل يعني ما تقلقوش. كيس دي كيس بقى جميله ما فيهاش مشاكل. دي 24 years old female professional swimmer he had knee she had near drowning during a competition. خلصت يعني. واحده professional swimmer وفجاه راحت غرقت وهي بتعوم في البسين. ليه واحده سباحه عالميه محترفه تعوم في تغرق في البسين مره واحده؟ Unfortunately she was saved but she resolved spontaneously. She had resting ECG in the near systole that showed correct QT 465 ملي سكند. هو بيديك هديه بيقول لك الكيس هي يا جماعه وطا. And her echo is normal. ريحك عشان ما تقعدش له اصل احتمال استراكشر الايكو نورمال. What are the possible causes of this condition in this patient? What is the mechanism of cardiac arrest? What's your management protocol? اولا ده الكات اوف بوينتس اللي قلناها 360 ل 460 لو سيمتوماتيك فوق 460 سيمتوماتيك انت 360 سيمتوماتيك زود 20 فوق نقص 20 تحت ده في حاله الاسيمتوماتيك. تمام طبعا فوق ال 500 ده فيري هاي ريسك العيانين دول ممكن نركب لهم اي سي دي حتى لو اسيمتوماتيك كلاس 2 بي مش كلاس 2 اي. يعني ايه اسباب لونج كيو تي في العيانه دي؟ كلكم طبعا هتقولوا ايه لونج كيو تي سيندروم سبيشالي تايب 1. تايب 1 ده معروف ده من تايب 1 بتاع ايه؟ سويمنج. تايب 2 بتاع اوديتوري ستيمولس بذات المنبه او البوست بارتم ساعات بوست بارتم صادن كارديس يكون تايب 2. تايب 3 اللي هو ديورنج سليب. طب هو انت ليه افترضت انها كونجنتال لونج كيو تي سيندروم؟ ممكن تكون الكترولايتس، ممكن تكون دراج انديوست، ممكن. هو كان عايز يسمع منك الجمله دي انك مش افترضت تقول لهم كيو تي سيندروم. طب ما ممكن يكون في ريفرسبل فاكتور يتصلح. تمام لازم يعني ما انت الفكره في حاجه هتقول لي طب يعني اركب اي سي دي ولا لا؟ هنقعد نتناقش. بس الفكره في حاجه ان انت لو انت ركبت لها اي سي دي وهي ما زال عندها ريفرسبل فاكتور ما تصلحش هتفضل تدخل في شوكس 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 شوكس. تمام فلازم اسال على ده. وده اللي قلناه تايب 1 ده بقى السويمنج، تايب 2 بتاع الاوديتوري ستيمولس او بوست بارتم، تايب 3 سادن كاردييك ديس ديورينج سليب. ده المنظر يعني هو طبعا صوره يعني ملهاش لازمه في القوي ان هي التايب 1 دوت بيبقى نتيجه انكتيفيتنج ميوتيشن في البوتاسيوم شانل. مش مهم قوي الموضوع ده دلوقتي. هي دي كانت محاضره دكتور اسامه دياب الله يرحمه كان هو اللي عامل البرزنتيشنز الروعه دي. يعني هو فعلا يعني من الحاجات اللي انا اتعلمتها منه جامد جدا. طب العيانه دي تعمل معاها ايه؟ اول حاجه لازم اقول لها افويد الكيو تي برولونجينج دراجز. تمام دي اهم نقطه. اهم نقطه ان انا اقول لها ان انا الكيو تي برولونجينج لازم افويد اكوريكت الكترولايت ديستربنس، افويد اي حاجه تريجرز اريزميا زي مثلا سويمينج في تايب 1، الاوديتوري ستيمولس في الحاجات ديت. اكيد في تايب 3 مش هقول لها افويد سليبنج بس عشان ما حدش يقول كلام غلط. طب العيان ده لونج كيو تي سيندروم وسيمتوماتيك، سيمتوماتيك اعمل له ايه؟ لا دي بقى النقطه اللي لازم نعرفها. اللونج كيو تي سيندروم والكاتيكولامينرجيك بوليمورفي دي لو سيمتوماتيك وانا اقصد بكلمه سيمتوماتيك يعني بالبيتيشن وسينكوب مش ارست يبقى ايه؟ بيتا بلوكرز. الاي سي دي لو حصل سادن كارديك ارست. تمام البروجاده اهو هنتكلم واحده. البروجاده سيندروم والشورت كيو تي وانس سيمتوماتيك اي سي دي نحفظها كده. لونج كيو تي سيندروم بيجي له ضربات قلب سريعه او بيجي له سينكوب كذا ده كلاس 1 انديكيشن سوري بيتا بلوكرز زي كلاس 1. تمام بروجاده
لا والشورت كي وانس سيمتوماتيك اي سي دي. هنلاقي هنا اهو بيتا بلوكرز ار ريكومندد ان بيشنت ويز كلينيكال دايجنوستيك لونج كيتي سيندروم كلاس 1. واحده حاضر. اي سي دي امبلانتيشن ويز ذا يوز اوف بيتا بلوكر از ريكومندد ان لونج كيتي سيندروم بيشنت ويز بريفيوس كاردياك اريست. يعني لو حصل له كاردياك اريست كلاس 1 هنا انت لو اعتبرت هنا بقى هيعتمد. لو انت اعتبرت ان هي كانت كاردياك اريست هتقول اه هدي. لو انت اعتبرت ان دي كانت سينكوب وفكت لوحدها ممكن. فانت هنا لو قلت ان انا هعتبرها كارديو سوديت اقول اه. لو اعتبرت انها سيمتوماتيك جالها سينكوب وراق وفاق اصل هي قالك ريزولف سبونتينس ممكن تقول. عايز تكتب الاحتمالين في الامتحان اوكي تمام. ولكن اللونج كيو تي مش بيركب يا جماعه اي سي دي على طول لمجرد ان جاله سيمتومز تمام. فدي نقطه مهمه. طب البيتا بلوكرز بتكون كلاس 2 اي لو عنده ميوتيشن جينيتك تيست اثبتناها ونورمال كيو تي انترفال. الاي سي دي بيكون كلاس 2 اي مع البيتا بلوكر في البيشنت اللي بيجي له سينكوب او في تي وايل ريسيفنج ادوك دوز بيتا بلوكر. يعني لو عنده ديتو بيتا بلوكر ولسه بيجي له سيمتومز بتركب اي سي دي عشان بتقول العيان ده هاي ريسك اوف سادن كارديك ديس هضطر اركب له اي سي دي. لكن الفيرست لاين بيتا بلوكرز. السيمباسيكتومي دور اكيد في حاله زي دي لازم اجيب سيره السيمباسيكتومي. ما هي اصلا بيقول لك لونج كي تي سيندروم وسويمر. يعني هو عايز يقول لك ان دي اه اكسكلود ريفرسبل فاكتورز اللي قلناها بس ممكن تكون جينيتك. الليفت سيمباسيكتومي اللي هي عمليه بتعمل بالاندوسكوب بتتعمل كلاس 2 اي لو البيتا بلوكر نوت افكتيف او نوت توليريتد او كونترا انديكيتد. لو الاي سي دي از كونترا انديكيتد او ريفيوز. نادرا ما تلاقي كونتريشن اي سي دي في الاغلب هيبقى ريفيوز ان هو العيان رافض. وطبعا العيان رافض مش هتقدر تجبره حق العيان يرفض التريتمنت. بيشنت على بيتا بلوكر وعمال يجي له شوكس 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 من الاي سي دي. عندك حل تاني اديته اوبتيمال دوز بيتا بلوكر وركبت له اي سي دي وعمال يجي له ابروبريت شوكس لازم ان هو يعمل سيمباسيكتومي. الميكسليتين اللي هي الصوديوم شانل بلوكرز ممكن استخدمها في اللونج كي تي تايب 3 اللي هو بتاع الصوديوم شانل بس ده مش مهم قوي. الاي بي ستادي طبعا ملهاش رول في اللونج كي تي سيندروم ملهاش اي دور خالص. يبقى اللونج كي تي ما ننساش ان انا اقول الجينيتك ديزيز اقول الريفرسبل فاكتورز لما اتكلم في المانجمنت وانس سيمتوماتيك بيتا بلوكرز في الاول الاي سي دي في حاله ان هو سيرفايفر سادن كاردييك اريست سواء في اف او هيمودايناميكلي انستابل في تي او ان هو بياخد بيتا بلوكر وعمال يجيله سيمتومز تمام. النقطه دي بس مهمه. 54 year old male patient known to have ischemic LV dysfunction ركب اي سي دي ان 4 شهور as secondary prevention after he had sustained VT episode that caused him to collapse at work. حاسين السيناريو الخازوقي جاي دلوقتي صح؟ ايه هو السيناريو؟ السؤال ده جالي في الماستر ولما دخلت دي جالي نفس السؤال بس السيناريوين مختلفين. طب جالك ال ER apprehensive and terrified as he had received 3 successive shocks. السؤال ده بقى سؤال كلاسيكي دلوقتي. اول ما جانا في مصر في 2013 كان سؤال اول مره يجي طبعا كلنا يعني ايه كل واحد الف ساعتها. صح انت كنت معايا في الدور ده كل واحد الف. انا واحد مسكر كنت لسه دخلت الاي بي فقعدت الف بس كتبت اجابه. يعني لما سالت الستاف بتوع الاي بي قالوا ايه قالوا لي اجابتك انت قريب من الصح. ما كتبتش ترمينولوجيز واضحه بس يعني ما قلتش ابروبريت مش ولا قلت السون بس كان كلام المانجمنت بتاعي منطقي تمام. One hour for the first time in his life. While you are talking to him in the ER, he had screamed loudly as he had another shock. السؤال ده جالي بالنص كده في الماستر في الام دي كان سنه. بس قال لي كده قال لي وانت بتتكلم معاه جاله شوك جاله شوك تاني وهو معاك. What is the name of this condition and what are its possible causes in this patient? What's your immediate and long term management? الحاله دي حاله ايه؟ مين قال VTEC storm؟ طب مش VTEC storm اي سي دي ستورم. وهنقول ليه هقول لك ليه اي سي دي ستورم. كلمه اي سي دي ستورم يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه اي سي دي ستورم؟ ها اكتر من ثلاثة او اكتر ديليفرد شوكس في 24 ساعه ده اسمه اي سي دي ستورم. ده اي سي دي ستورم. امال يعني ايه في تي ستورم؟ بيشنت مش مركب اي سي دي جاله ثلاثه اتاكس في تي في 24 ساعه او بيجي له في تي توقفها ترجع تاني تريستارت ودي شفناها اعتقد كلنا شفنا سيناريو زي ده. ده يعتبر ستورم. سستيند اور نون سستيند في تي والتوتال نمبر اوف فنتريكولار بيت اكتر من توتال نمبر سينسيس في 24 ساعه. عارف انا عين ان هو طول اليوم في في تاك في يعني يمكن تلاقيه يقول لك في تاك مش انسيسنت. في حاجه اسمها انسيسنت في تي بالمناسبه بس بتبقى على ريت طبعا ايه 130 140 اللي احنا بنقول عليها السلو في تي. ده يعتبر ستور. بيشنت او بيشنت عنده اي سي دي جاله ثلاثه ابروبريت سيرابيز فور في تي في 24 ساعه سواء اي تي بي او شوك ذات على في تي ستور. طب ما نقول في تي ستورم وتخلص. هقول لك لا ليه ما قلتش على في تي ستورم. الاي سي دي ستورم فيها حاجتين حاجه من اتنين يا ابروبريت شوكس يا ان ابروبريت. ابروبريت شوكس يعني هو جاله فعلا في تي والجهاز كان الحمد لله شغال كويس عمل ديتكشن وادى عليها علاج الجهاز صح. او ان ابروبريت شوكس يعني كانت فولسلي دايجنوزد
نون في تي ايبيسودز، مش في تي، مش في تي خالص. كده كده جهاز فيه مشكله، سواء الجهاز فيه مشكله او في حاجه من بره عملت انترفيرنس خلت الجهاز افتكرها في تي. عشان كده اي سي دي ستورم داز نوت اولويز مين في تي. ودي كانت غلطه تكت السؤال لما جه في 2013، ان الناس كتير جاوبت السؤال على اساس ايه؟ في تي ستورم واسباب الفي تي والريفرسبل فاكتورز. طب انت ما فكرتش ليه في الاحتمال الثاني؟ تمام، فدي نقطه مهمه. ماشي، انا قلت الاسباب، قلت له الديفينيشن، قلت له الاسم كذا، ووات شال اي دو فور والاسباب. وات شال اي دو ناو فور ذيس تيريفايد بيشنت. انا عايز اوقف الشوكس. ليه عايز اوقف الشوكس؟ هو انا مش مشكلتي بس في السبب، مشكلتي في ايه؟ العيان ده بيعاني، العيان ده بيتعذب بمعنى الكلمه. تمام، فا اي وونت تو ستوب ذيس بينفول شوكس ناو، بات ات مي بي ترولي في تي ايبيسودز اند ذا شوكس ار سيفينج هيم. اوقف الشوكس اللي بتنقذ حياه المريض. هقول لك بس انا قاعد في مستشفى، انا مش قاعد في البيت. يعني انا لو وقفت الابيسوز انا هقدر اوقف الفي تي ابيسوز بنفسي، ما انا في مستشفى وعندي مونيتور وعندي ديفيبريليتور وعندي الحاجات دي كلها، انت خايف ليه؟ طب نصل للقرار، العيان ده هوصله على مونيتور في الاستقبال عشان تمونيتور الريذم ويكون معايا ديفيبريليتور كراش كار. لو انا في انا بكلم في الاستقبال طبعا، يبقى عنده يا جماعه مونيتور بسرعه والعيان ده في ديفيبريليتور جنبنا. اوكي طيب، وبعدين احط واند او ماجنت على الاي سي دي عشان اوقف الشوكس. يبقى انت ضمنت انك لما توقف لو هي في تي، طب انا عايز مونيتور وعادي فيبريليتور هقدر اوقف. فبلاش تقول ايه الناس كلها ده مالك وقف الاي سي دي وسيب العيان بقى شويه كده انفستيجيت الكوز وعمال ما نحجزه في السي سي يو. لا ثانيه واحده، ما هو انت لازم تمي، ما هو ممكن يكون بيجي له في اف، في عيان يقول لك كده اغمى، مراته تقول لك كده مثلا اغمى عليا دكتور فجاه وقعد يتشنج ومره واحده راح وراح قام وفاق، وبعدين راح اغمى عليه ثاني وقام وفاق. لا ده بيجي له في اف حضرتك وعمال الجهاز بينقذه. ده لو وقفت له الجهاز وارست معاك ممكن ما يتلحقش، فانت عشان كده لازم بالذات لو انا بقى ايه مفيش كراش كار وانا ايه ده طب هاتولي المونيتور ايه ده، طب ما تيجي نشيل الماجنت، طب ما انت كنت حط على مونيتور من الاول. تمام طيب، ادميت ذا بيشنت تو سي سي يو ايرجنتلي حتى لو كانت انابروبريت، حتى لو كانت انابروبريت. هو الانابروبريت ده هنقوله روح يا دكتور ده انا بيجي لي صدمات، ماليش دعوه حضرتك انت مش فيتاك. لا ما هو الانابروبريت ده على فكره ده ايمرجنسي، ده ايمرجنسي مش بس ان البطاريه هتفضى. انتوا عارفين ده يا جماعه بيعمل ستاننج للمايكارديوم، يعني انا لو خدت كذا شوك من الجهاز هيبقى فيه ستاننج. طيب دلوقتي انا في سي سي يو هعمل ايه؟ بروجرامر هات الجهاز، كل الكلام ده اكتبه كده خطوات في الاستقبال كده، اعمل كذا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، هات البروجرام. طلعت ابروبريت شوكس خلاص ده في تاك، طلعت ان ابروبريت شوكس دي مش في تاك، ده مش في تي ستور. طب تعالوا نمسك اول واحده، لو هي في تاك هفكر في ايه؟ ischemic insults, electrolytes, drug induced QT prolongation, scar related reentry. دي اللي هفكر فيها. الثلاثه الاولانيين reversible، الاخير irreversible. طيب يبقى هي لو هو انفرض انها في تي ستور، هشوف الاي سي جي واشوف البيز لاين ماركرز عشان اشوف في ايفيدنس اوف اسكيميا ولا لا، ولكن هخلي بالي استاذنك يا دكتور في الباب، هخلي بالي ان البيز لاين ماركرز ممكن تبقى عاليه من، ممكن تخلي البيز لاين ترو، فلازم اتابع تروبوني، مش مجرد ان اول ست عاليه اوبا ام اي يلا صور، لا ممكن ما يطلعش اصلا ده بيز لاين عالي عشان الضربات العمليه ياخد. تشيك الالكترولايتس، تشيك الدراج هيستوري، عشان لو هو كان اسكيميا هقول له ايه؟ كورونري انجي بلس ماينس، لو هو كان الكترولايت هصلح، لو هو ميديكيشن ستوب ذا اوفندنج دراج. مفيش ريفرسبل فاكتور، هعمل ايه؟ دي سكار ريليتد ري انتري للاسف. سكار ليه بنقول للاسف؟ علاجها صعب والابليشن ريزلتس فيها ما تبقاش حلوه قوي، وممكن تضطر مش اندو، ممكن تبقى اندوكارديا، ممكن نضطر نعملها اي بي كارديا، فبتبقى رخمه جدا جدا. انا ناسي ما شفتش ريزلتس ليها حلوه، معظم الريزلت بتاعتها كانت ديسابوينتنج قوي حتى بره. عين ده هيحتاج بقى اعمل له ايه؟ اي بي ستادي ابليشن يوزنج الكترو اناتوميكال مابينج اللي هو بقى بالكارتو او بالنافكس او الكلام ده عشان اعمل ايزوليشن للسكار. حاجه بتبقى صعبه وبروسيجر ممكن تاخد اربع خمس ساعات، يعني بروسيجر طويله وريسك اوف كومبليكيشنز فيها عاليه، هي دي مشكله. بس اوبتمايز ميديكيشن طبعا، طبعا ما فيش مشكله. بس انا كده غطيت حته الفيتو ستور. هتاخد بقى اميدارون والحاجات دي كلها مفيش مشكله. طب ناو وي ار ان، طب لو فرضنا انها انابروبريت شوكس، الانابروبريت شوكس ما تقولش فيها كلام كتير، مجرد انك هتقول له ايه الاحتمالات، ممكن يكون بيجي له تاكي اريزمي بس مش في تي، اي اف اس في تي ساينس تاكي كارديا حتى، والجهاز بيفتكرها ايه؟ في تاك. ممكن تكون الكترومانيتوميكال الكترومجنتيك انترفيرنس، زي ان هو بيستخدم فايبريتنج تول. اشهر فايبريتنج تول ايه ممكن حد بيستخدمه؟ شيء ماجنت الحلاقه اللي بالكهرباء بتدخل في انابروبريت شوكس. على فكره دي حاجات على فكره شفناها لاود فويس مره واحد، انا فاكر كان الدكتور ميرفت حكت عليه دخل في انابروبريت شوكس، كان قاعد في فرح جنب السماعات بتاعه القاعه دخل في انابروبريت شوكس مره واحده، ده الفايبريشن ده ممكن يدخل. او في ماجنتيك فيلد اتعرض لام ار اي مثلا، دخل ام ار اي ما حدش خد باله ولا ساله انت عندك بيس ميكر، حصل الكلام ده. او ديفايس بقى مال فانكشن، ديفايس بايظ يا جماعه،
اوفر سينسنج، الجهاز بيوفر سينس المايو بوتنشال، الجهاز بيعمل دبل كاونتنج للار ويف، لو انا عامل مايوباتيك واللي عنده وايت كومبلكس ساعات الار ويف تتعدى 2، يعني الهارت ريت 90 هيتعدى 180 تخيلوا، او بيعمل تي ويف اوفر سينسنج بيحسب التي ويف على انها كومبلكس فالهارت ريت برده هيتضاعف. في الحالات دي انا مش مطلوب مني غير اقول كوزس ماشي، كل اللي هعمله ان انا لو لقيت حاجه ما دي هافويد الحاجه اللي بتعمل تريجر، هاوبتمايز الاس في تي ديسكريميشن في الاي سي دي من دون خوض في اي تفاصيل، حتى لو انت بتاع اي بي رجاء ما تكتبش اي تفاصيل، مش مطلوب منك تحل بيه ولا تقول بقى وهشوف السنسنج واشوف البيسنج واشوف الامبيدنس، ابدا ابدا، هو عايز يفهم بس البروتوكول بتاعك تمام. وبعد كده لو الاوبتمايزيشن فشل والعين ما زال بيدخل في شوكس ان ابروبريت، هقول له ابجريد لدول شيمبر، الدول شيمبر هيبقى افضل بكتير من السنجل شيمبر اي سي دي، بس مش محتاج اكتب كده. ده الحاجات دي لو كتبت بس عناوين انت كتبتها في ربع ساعه انا كده فهمت، او ان انا يعني فاهم يعني ايه اي سي دي ستور، فاهم ان في حاجه اسمها ابروبريت ان ابروبريت. دكتور ميرفت اميه قالت كده، كانت هي اللي حاطه سؤال في 2013، قالت انا اللي يقول لي ابروبريت ان ابروبريت معناه ان ده بالنسبه لي فاهم ان الستورم دي ممكن تبقى ان ابروبريت شوكس، كان دي اكتر حاجه تقول لك ان هيكتب كده ده يعتبر ناجح بالنسبه لي. بعد التفاصيل بقى السكور هيزيد، انا كتبت له شويه تفاصيل، اسباب الفي تي بلا 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 بلا، بس النون ان ابروبريت شوك بلا 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 بلا، وخلاص على كده واوبتمايز وعال بدون خوض في اي تفاصيل. عرفنا السؤال ده اتجاوب ازاي؟ السؤال ده جه في الماستر وجه تاني في الام دي السنه اللي فاتت من سنه بالظبط تمام. فالاي سي دي ستورم يا جماعه هو مش عايز منك غير بروتوكول، بروتوكول كده تحطه. سهله الحته ديت اوكي، احنا قربنا نخلص ما تقلقوش. السؤال ده جه في الام دي صح، السؤال ده رخم كهابون باي باس، هو رخم قوي بصراحه، انا نفسي استرخمت. بص هو كان السؤال يعني طبعا هو ان السيناريو مش هو انا مش جايبه نصا، انا جبت السيناريو اللي كان محطوط. ف هو كان السؤال بيقول كده، واحده تقريبا 27 سنه تمام، برايمري جرافيدا في الاسبوع ال 12 تقريبا، يعني هي في الفيرست ترايمستر، جايه الاي ار في اف بريجننت وفي اف، شوف بس ده مستوى ام دي يعني اللي في الماستر ده ما يجيش ماستر على فكره عشان بس نبقى متفقين. شي هاز هيستوري اوف اي سي دي امبلانتيشن 3 ييرز اجو فروم ويش شي ريسيفد 4 شوكس توداي افتر ايبيسودز اوف بالبيتيشن اند بلاك اوتس. Her husband told you that her elder sister died suddenly at the age of 32 years old and she had the ICD implanted after this event due to her complaint about episodes. يعني دي واحدة pregnant مركبة ICD جالها ICD storm عندها family history of sudden cardiac death وهي كانت symptomatic فركبوا لها ICD من مشاكل مش مهم من قد ايه تمام اه 3 سنين. ايه الاسباب؟ ايه الimmediate management protocol for her and your long term care؟ طبعا هنا هتقولي دي اي سي دي ستورم، هقول لك اي سي دي ستورم ولكن موست بروبلي دي في اف، ده كده في تي ابونا عليها في اف ستورم لان هي جايلك في اف، ما تقوليش بقى هنا ان ابروبريت شوكس. ان ابروبريت شوكس يا حضرتك دي واحده عندها فاميلي هيستوري سادن كاردياك ديس، هي ركبت اي سي دي عشان في تك او يعني كانت شاكين في تك، جايه لك الاسباب بتقرست بتقرست وبتقرست على في اف مش برادي اسيستولي ولا اصلها هايبركاليميك اصلها جايز تكون انتركين، لا دي بتقرست على في اف، فده اي سي دي ستورم موستلي في اف ستورم. طبعا ايه الاسباب؟ هتقول نفس الكلام، هقول لك الاسباب ستراكشر، ممكن تبقى ستراكشر دايليتد اريزموجينيك، ولكن ما تقولوش هنا لو سمحت ايه بريبارتم، يعني واحده برايمري وفي الفيرست ترايمستر بريبارتم ازاي؟ طيب ما ينفعش اكيد يعني تمام، يعني بريبارتم عارفين بيجي امتى سيرتم مثلا والبوست بارتم ولغايه البريبيريم تمام. تشاني لوباسيز حدث ولا حرج، ممكن اقولها عناوين، انا كاتب تفاصيل انا عارف بس ايه ممكن نكتب عناوين بس هنا، ممكن تبقى كذا 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 عناوين. كورونري انوماليز جايز جايز تكون كورونري انوماليز، ما اعرفش ممكن تبقى كذا كذا كذا. بري اكسايتد اف جايز برضه ما اعرفش ممكن تكون بري اكسايتد اف، هو مش كانه مالكش الانديكيشن ولا قالك اختها عندها ايه، هو ساب لك الموضوع مفتوح صح، مش انا كان جنبها سابها مفتوحه ما قالكش السبب ايه ايه. اه طبعا ديجنريت انتو في اف، لا ديجنريت في اف ده هو ده مش كيف سبب انك لو ما لحقتهاش ممكن عندي ديجنريت في اف، ممكن تبقى مايكارديال اسكيميا سنها صغير برافو عليك، بس خلي بالك هي عندها ريسك فاكتور اللي هو بريجننسي، بريجننسي يجي لها ام اي لسه قايلينها المحاضره اللي بتاعت السي سي يو كورس سبونتينيوس كورونري سكشن ده الموست كومن كوز لام اي في بريجننس في اللاست ريمستر اكتر. حبيبي انا بقول الاسباب والله كلها انا فاهم فاهم، هتيلور اجابتك على السؤال انا مش معترض، بس انا بتكلم ان ده احد الاسباب، ما هي ممكن تكون بوست فاميلي هيستوري بس هي جالها ام اي المره دي ما تعرفش، ما انت لازم انا قصدي هتحطها في البوسيبيليتيز. اثيروسكليروتيك وارد ولان سنها صغير انها تكون اثيروسكليروتيك حاجه 20 يعني فوق ال 30 سنه، لو بريجننت فوق ال 30 اقول لك ممكن تبقى اثيروسكليروتيك. كرونري ثرومبوز عشان ده ثرومبوفيليا الانتي فوسفوليبيد سندروم، اعتقد ما فيش حد فينا ما شافش انتي فوسفوليبيد، انا شفت انتي فوسفوليبيد عمل ام اي بوست بارتم والست دايت كانت لسه مخلفه ويعني ماتت بعديها بشهرين بام اي ثرومبوفيليا عنيفه عنيفه ليفت من ال اي دي وكانت حاجه عنيفه جدا.
كورونري امبوليزم ممكن ممكن يكون ده الميكانيزم اوف في اف في العينه ديت. تمام. ايديوباثيك في اف يعني ايديوباثيك في اف. تمام. ايديوباثيك في اف معناها ان لو مفيش ايفيدنس للستراكشر هارت ديزيز مفيش ايفيدنس شانلوباسي ولا كورونري انومالي ممكن اقول ان دي ايديوباثيك. ايديوباثيك ليه؟ ما هي بريجننت حضرتك، ايه علاقه البريجننسي يعني؟ البريجننسي هو هرمونال ابسيتس. يعني ايه هرمونال ابسيتس؟ يعني ديورنج البريجننسي تمام الريسك اوف في اف ستورم بيزيد جدا نتيجه الهرمونال ستريس. ده ممكن يندوس برضو حاجه اسمها بيركنجي فايبر بيفيسيز اب تو في تي او في اف. تمام. هعمل لها ايه العينه دي؟ الاي سي ال اس لازم يبدا للعينه دي. هنا هو قال لك في اف وسابك، فانت لما تقول له مانجمنت اكيد هتقول له ان دي في اف يعني دي ارست. يعني هبتدي معاها الاي سي ال اس اللي هو الادفانس كاردياسكار من غير ضغوط في تفاصيل. ما تقولش بقى اي ويل ستارت كارديا كومبريشن ات ريت اوف، لا هو هبتدي ارست هالارم الكود بلو العينه دي تاخد سينكرونايز شوك سوري اسينكرونايز اسف اسينكرونايز 360 جول مش 300 اسف هي 360 جول تو ريستور ساينس ريزم وابتدي معاها ارست. هحطها على مونيتور وافيلبل ديفيبريليتور واي في اكسس وهحجزها على سي سي يو. هبتدي معاها ليدوكين بولس وانفيوجن. اشمعنى ليدوكين؟ كوردون دوكيومنتيد انليس ان هو البينفيت بتاعته هت اوت اوف ريسك. لو انا ليدوكين افكتيف معايا مفيش مشكله. لو انا ليدوكين بقى مش افكتيف افرديت ليدوكين وعماله تدخل في فيتك او في اف هعمل ايه ساعتها؟ لا حضرتك طز انها حامل، انا بنقذ حياتها. هي بقى انت بتنقذ حياه مريضه، حتى لو البيبي هيتضر انت ممكن انت تنقذ حياه مريضه. انت هنا لو قعدت تقول لا 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 اميودرون تراتوجينيك اوكي هي ماتت هي والبيبي، استفدت انت ايه بقى؟ عشان خايف من تراتوجينيسي سبتها تموت؟ لا مش منطق ساعتها. لكن الفيرست شويس هو ليدوكين. هنقل السي سي يو على مونيتور بيد، هوقف الاي سي دي ثيرابيز بواند، او هنا بقى مش لازم واند، انا هنا ممكن ايه بالبروجرامر وترن اوف. في البروجرامر في ترن اوف للاي سي دي، يعني ترن اوف يعني لو سمحت ديتكت وما تديش ثيرابيز عشان ما خليش يحصل كونسامشن للبطاريه وفي نفس الوقت ما يحصلش ايه ما يحصلش ان انت كل شويه بتدخل في سايكيك تروما من البين العنيف دوت. هعمل اي سي جي عشان بلا 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 نفس الكلام اللي قلناه. هعمل ايكو، هعمل الكترولايتس، اشوف الدراج هيستوري، ممكن افكر في كرونري انجيو، نفس الكلام اللي قلناه بالظبط في السيرفايفر سوني كارديك ما اختلفش. تمام. طب لو ما لقيتش سبب واضح تمام سوري لو في سبيسيفيك كوز ديتكتد هالجو بالكلام اللي قلناه قبل كده، مفيش كلام جديد. عملت كل حاجه ومفيش اي سبب ظهر، دي ده كتكت السؤال، دي كتكت السؤال اللي اتحط. انا كان اتكلمت مع اللي كان اللي حط سؤال واللي كان بيصح هنوقف ازاي واحنا واقف في سي سي يو واقف في سي سي يو على مونيتور بيد. ما هو انت ليه تدي اي سي دي يدي انت ممكن تلاقي تدي لو انت اكسكلود ريفرسبل كوز وسبيسيفيك كوز وبروفيجن ساعتها بقول بروفيجن دوز ايديوباثيك بي في سيز بتديجنريت انتو ايديوباثيك في تي او في اف. تمام. هبدا البيشنت على بيتا بلوكرز او فيرابامل طبعا، بس الدلتيازين مش مفضل في البريجننسي بالمناسبه. الفيرابامل في لو هتختار كاشن بلوكر الفيرابامل عشان بس بروكينامايد مش متاكد بصراحه مش فاكر قوي عشان مش عايز اقول لك اجابه غلط. كونسلز ذا بيشنت، وده كان الجمله دي كان طالبين انها تتكتب. انا عرفت بعد كده في المودل انسر ان قال ان واحده زي دي بريجننت مش لاقي سبب وعماله تدخل في في اف ستورم انت لازم تكونسل بيشنت فور تيرمينيشن اوف بريجننسي، لان بريجننسي هنا هو الاستريس للعينه دي، وهنا انت بتتكلم على انقاذ حياه مريضه. هنا انت بتنقذ حتى ست بتارست دي بتضاي وبترجع وبتضاي يعني حاجه كارثه. ان لازم تكونسل فور تيرمينيشن اوف بريجننسي، لان هنا التيرمينيشن اوف بريجننسي هو التريجر لحدوث الفي تي والفي اف. عارفين الانسيسنت تاكيكارديا كتير جدا بتبقى واحده بيجي لها اس في تي تلاقي اثناء البريجننسي بقت انسيسنت. اشمعنى البريجننسي؟ الهرمونال ستريس بيعمل كده. طب لو فرضنا ان هم رفضوا، هل انت من حقك تجبر الكابل على التيرمينيشن؟ لا، من حقك تجبر الست ولا جوزها، لازم الاثنين يكونوا موافقين. في بعض الدول يقول لك لا الست بس اللي تدي كونسنت وجوزها مش من حقه. بره مثلا ما عندهمش حته ان الراجل يتدخل في القرار. مصر ما زال لسه الموضوع ايه فيج كده، اللي هو طب افرض الست قالت لك هترمينيت وجوزها لك لا مش هترمينيت، بتدخل في دايليما قانونيه بقى، بتبقى لازم تكونسلت حد ميديكال ليجل عشان تعرف. يعني اللي اعرفه ان من حق الست، لان هو مش يعني ممكن يكون هو مش باصص للهير بنفيت، باصص ان انا عايز بيبي، وهي باصه فور ماي اون بنفيت وحقها تبص ماي اون، ما انا هموت. مش كل الرجاله بيفكروا كده للاسف يعني. فالفكره ان كابر خلينا نقول ريفيوز ترمينيشن خلاص، هاينديوس سكيدول فور ايرجنت اي بي ستادي ابليشن للبي بي سي اللي في الاغلب هتكون طالعه من البركنجي فايبر، لان هو ده الحل الوحيد للعينه دي تو انقاذ حياتها. اللي عرفت ساعتها بالسؤال ده ان هما كانوا عايزين الجمله دي تتكتب، ان بس ايه كونسل ذا بيشنت كابل، وطبعا الحاجات دي اسمها كونسل، ما بتقولهمش ايه تلزم ذات يو ويل ترمينيت، لا الحاجات دي لازم بكونسنت او ادفايس، لان الحاجات دي بره حتى كده بره لازم بكونسنت. ممكن الست نفسها تقول لك لا مش هترمينيه، اموت ما عنديش مشكله بس مش هترمينيه، خلاص انا حر. تمام.
ما هي دي حاجه رخمه شويه، كانت رخمه شويه، بس هو عشان كده السؤال ده ام دي بصراحه. طبعا انتوا عارفين الاسبوجينيك ار في كارديوموبثي بس عشان كان احد الاسباب اللي مكتوبه، عارفين هو طعم الهيريديتري ديزيز اللي بيجي ستراكشر هارد ديزيز وفي ريسك فاكتورز. انا بس عايز اقول نقطه، لو عيانه اريزموجينيك جاب لك سيناريو عيانه اريزموجينيك ار في كارديوموبثي واضحه، قال لك العيانه دي الايكو بتاعها الرايت سايد دايليتد وفي ثيكنس في الار في اول، ماشي، ساعتها ايه المانجمنت؟ بتافويد الكومبيتيتيف سبورت بتوع الاريزموجينيك ار في كارديوموبثي، البيتا بلوكرز هي الفيرست لاين تريتمنت للعيانين دول كلاس 1، الاميودارون هو السكند لاين عشان كده هو كلاس 2A، الاي سي دي في الاريزموجينيك ار في كارديوموبثي انديكيتد كلاس 1 لو هي كانت سيرفايفور اوف سادن كاردياك اريست او هيمودايناميكلي انستابل فيتي، يعني جالها فيتاك وكانت شوكد بسببها. طب لو بيجي لها فيتاك عاديه ومش شوكد كلاس 2A، لا 2A يعني اريزموجينيك، لا ما قلتش سينكوب، انا قلت هيمودايناميك سستيند فيتي، فيتي لا انا اكسبلين سينكوب هتعمل اي بي ستادي. كاثيتر ابليشن في ريكيرنت في تي لو هي بقى بيجي لها شوكس وفي تي ستورم ممكن ادخل اعمل ابليشن، بس ده ايه بتبقى طبعا نتائجه برده مش حلوه. الاي سي دي طبعا اسيبكم من الحته ديت، الاي بي ستادي ممكن في حالات السينكوب بقى، لو انا اكسبلين سينكوب ممكن اعمل اي بي، انا قلت اجيبها بس عشان نقطه الايه الاريزموجينيك من الامراض اللي بقت معظم الكارديوش اورينتد بيها، فممكن السؤال يبقى مباشر حاله كذا واريزموجينيك وبيجي لها سينكوب او بيجي لها فيتاك، قول لي هتمنجها ازاي، سؤال مباشر يعني. تمام، السؤال ده جه في الماستر برضو عشان كده انا قصدت اجيبه، انا عارف ان انا جايب كيسز كتيره بس انا بحاول قد ما اقدر اغطي معظم التوبكس اللي ممكن تيجي لكم ان شاء الله، يعني ايه تبقى مغطيه معظم التوبكس. 32 year old male patient جاي الاو بي سي بيشتكي من الريجولار هارت بيت بقى لها سنتين، هيفي سموكر، هايبرتنسيف، بياخد فالسارتان ودايابيتك، الاي سي جي ورانا ساينس ريزم وفنتريكولار ترايجيميني، قول لي تريسك ستراتيفاي البيشنت ده ازاي وايه المانجمنت بروتوكول فور هيم. حد مختلف ان اللي عندك ريسك ستراتيفيكيشن اعمل له هولتر ليه؟ شوف البي بي سي بيردن لو اكتر من 20 او 24% ده بيبقى هاي ريسك. حد مختلف ان انا اعمل ايكو ليه؟ لا يكون دخل في بي بي سي انديوس كارديوموباثي يبقى لازم اعمل ترانسوراسيك كارديوجرافي. حد مختلف ان انا اعمل تريدميل تيست؟ صراحه انا السؤال ده لما شفته في الماستر انا ما جاش بالي تريدميل، بس كان ساعتها الخط الامتحان ساعتها قالت لي لا انا عايزه تريدميل لان انا قايله لك انه هايبرتنسيف ابيك عنده ريسك فاكتورز، فالتريدميل كاسسمنت للاسكيميا وساعات برضو بنشوف البي بي سي ريسبونس مع الاكسرسايز، كانت عايزه كلمه تريدميل تيست. فالتريدميل ماشي، ساعات البي بي سيز بتزيد مع الاكسرسايز وساعات تلاقي ان الساينس تاكيكارديا بت اوفر رايد، ده موجود وده موجود وده موصوف في الكتب وده موصوف في الكتب. تمام، هي عايز ريسك سيرتيفيكيشن حبيب، انا بقول لك انا نفسي ما فكرتش فيها بس هو كان عايز ريسك ستراتيفيكيشن عشان كده كده فيها. سيرم الكترولايتس اكيد ما حدش يعني هينسى ان لو عيان بيجي له فريكوينت بي بي سيز قبل ما اقول له ابليشن وقصه الميديكال تريتمنت اشوف الالكترولايتس بتاعته، دي حاجه مهمه. ايه المانجر بتاع البي بي سي؟ يا ميديكال يا ابليشن، ميديكال بيتا بلوكرز، نون دي اتش بي كاسم شانل بلوكر، او كلاس 1 سي انتي اريزمكس اللي هو الفليكينويد. البروبافينون مش مكتوب في الجايد لاينز بس طبعا احنا ما عندناش مصر فليكينويد فانت ممكن تضطر تدي بروبافينون لو هو مش مستجيب على الاثنين دول. امال امتى اعمل ابليشن؟ اولا قبل ما اعمل ابليشن لازم يكون عندي شرطين، ايه هما؟ مونومورفيك لان اكيد مش هكوي عن بوليمورفيك، بوليمورفيك ده تكوي فين بقى؟ هكوي فوكس هنا وفوكس هنا وفوكس هنا، مفيش حاجه كده، لازم مونومورفيك. وثانيا يكون هاي بيردن. هاي بيردن ليه؟ لان انت مش هتعرف تعمل مابينج غير لو البي بي سيز بتجيلك فريكوينت، لو بتجيلك كل فين وفين وانت في الاستادي هتكوي ان شاء الله، ما انت محتاج او بيجي لك البي بي سي بتدخل تعمل مابينج وتشوف الايرلي بوينت فين. لو هي بقى بتجي لك كل دقيقه مره هنفضل قاعدين 4 ساعات جنب العيان مستنيين البركه بتاعه البي بي سي تظهر؟ لا لا بتيجي ميديكال تريتمنت في الاغلب. هو بص مش مكتوب في الجايد لاينز رقم معين، الارقام بتختلف، في ناس تقول لك فوق ال 20 في ناس تقول لك فوق ال 24 في ناس تقول لك لا انا عايز اعلى من كده، الموضوع بيختلف من دكتور لان انا مش مكتوب لها رقم واضح في الجايد لاينز بتاع اكتر من كام. تمام، ف هتحسن خلاص هكمل لو الايكو نورمال وكذا ومفيش اي حاجه هاي ريسك ممكن تكمل على ميديكال تريت. لا 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 الفريكوانسي لما يكون قليل على فكره كمان بيبقى صعب ان انت تكوي، بيبقى صعب انت نفسك بتوعيني عشان تعمل مابي. طيب الانديكيشنز فور ابليشن هي ايه؟ كاتيتر ابليشن، خلي بالك عشان قدامنا 10 دقائق قدامنا 10 دقائق فعايزين بس نلحق نخلص. كاتيتر ابليشن هو كلاس 1 لو هي ار في او تي ممكن تديها لسيمتوماتيك بيشنتس افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنتس او لو عنده ديكلاين اوف ال في فانكشن او لو دي ديزاير اوف ذا بيشنت. يعني انت لو سيمتوماتيك بيشنت وانت قلت ان دي ار في او تي انا ممكن ادخل اكل العيان من غير ميديكال تريتمنت لو دي رغبه العيان مش عايز ميديكيشن، لان الار في او تي بتتميز بايه؟ ده الموست كومن اوريجن بالمناسبه. الار في او تي هاي سكسس ريت بيصل ل 95% ريسك اوف كومبليكيشن قليل. تمام، ولكن بقى لو هي ال في او تي طالع من الاورتيك كاسب طالع من البابيلاري ماسل طالع من السبتم طالع من اي مكان تاني، لا هنا بقى معلش استنى الفيل استنى الميديكال تريتمنت واديله فرصه ميديكال تريتمنت، ولو ما استجابش نجرب الابليش. ليه؟ سكسس ريت اقل في الاماكن دي
ريسك اوف كومبليكيشن اعلى. تخيل انت بتكوي عند ليفت كرونري كاسب، انا ممكن ابسط حاجه اجيب العين ده ايه ده، انت مش بقى مش ام اي بس، انت هتقفله ليفت مين ان شاء الله وانت بتكوي. تخيل انت كده الليفت مين اهو وانت بتكوي جنبه وفي ترانسميتد هيت عمال يدخل على الليفت مين القصي، انت ممكن انت ممكن تعمل انجري هنا تقفل الليفت مين القصي من عنده، ممكن ارست اون تيبل. تمام، عشان كده بنصورهم انجي واحنا شغالين الاول قبل ما نكوي عشان اعرف انا مكان القصي فين. فدي نقطه مهمه في الانديكيشنز اوف ابليج. انت لو قلت حتى افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنت انت كده ايه خلصت. فاضل لنا تو كيسز بس يا جماعه نبقى خلصنا. 20 year old male patient complain of recurrent episodes of blackouts that may occur at home or during exertion without specific trigger. He has history of exertional dyspnea and dizziness of 2 years duration. He told you that his brother died suddenly at the age of 26 year old. والنهارده يوم الفاميلي هيستوري اوف سادن كارديك ديس يعني. وعشان السيناريو دي تيجي كتير في الامتحانات يعني. On cardiac auscultation there was a systolic murmur over the left parasternal border. الله والله كتر خير سؤال يعني، عارف اداني هديه كده. اللي بيقول لي 21 سنه بيجي له ايبيسودز ودسني اون اكزيرشن واخوه مات فجاه وانت سامع سيستوليك ميرمر ومش عايز كل ميرمر ده على الليفت باراستيرنال اريا، عندك حاجه ثانيه تفكر فيها غير الهايبرتوكارديوميوباثي؟ نمبر 1 هفكر في بوستيل ثاني بس ده نمبر 1. وات از ذا موست بروبل كوز؟ وات از ذا رول اوف دايناميك اوسكالتيشن؟ ساعات بيحبوا الحته دي يروح حاطينها لك سؤال. وفي الكلينيكال طبعا حدث ولا حرج، الدايناميك اوسكالتيشن ده من الحاجات المهمه تدخل بيها. ديسكاس يور مانجمنت بروتوكول. ايه الموست بروبل؟ هايبر اقول خلينا نقول هايبرتوكارديوميوباثي احسن. هل في other possibilities؟ ممكن يكون subvalvular aortic stenosis mild form of fallow فعشان كده في systolic murmur على left parasternal. جايز جايز ما نقدرش، بس طبعا ال most probable ايه؟ hypertrophic cardiomyopathy. ما انت لازم برضو تفصل الكوزس على الاسباب، ما تقعدش تقول له تشانيلوباسي، ما هو عنده systolic murmur تشانيلوباسي ايه بقى؟ يعني خليك ذكي، ما تضيعش وقتك في معلومات مش هتضيف حاجه للسؤال غير انك هتبين للاكزامينر ان انت مش فاهم، ان انت حافظ مش فاهم، عمال ترص في جمل وهو اداك كلو، اداك كلو تريحك. زي ان قال لك مثلا اتش جي وايكو نورمال وانت عمال تقول له ستراكشر هارت ديزيز، انا قايل لك الايكو نورمال يا ابني، ليه بتقول لي ستراكشر هارت ديزيز؟ قول لي ام ار اي ماشي اعديها لك، لكن ما تقعدش تقول لي بقى ستراكشر هارت ديزيز وحوارات. ايه الميكانيزم اوف سينكوب؟ ممكن تكون سكار ريليتد في تي لان هو عنده سكار، الهايبرفيك عنده سكار. دايناميك الفيو تيوب ستراكشن طبعا يعمل سينكوب، بس الدايناميك هيعمل السينكوب في الاغلب مع الاكزيرشن. او لو كارديك اوتبوت سيمتومز، وارد تكون الاسباب لو كارديك اوتبوت سيمتوم. دايناميك اوسكالتيشن تفرق ايه؟ انت هدف الدايناميك تفرق ده هوكم ولا aortic stenosis، يعني ده hypertrophic cardiodynamic left tube suction ولا aortic stenosis. فالزلفا تعمل ايه؟ خلي بالك كل الحاجات دي بقى اسئله ام سي كيو للصبح للصبح. dynamic auscultation دي بيعتبروها بيزك. الفالزلفا تقلل مين وتزود مين؟ ليه؟ الفالزلفا تزود الفينس تير. فالaortic stenosis استنى الفالزلفا ايه؟ لا استنى استنى انا اللي اتلخبطت. الفالزلفا بتقلل الفينس تير، زود الفينس تير ايه؟ السكواتنج يزود الفالزالفا هتقل فينا ستيرن، فالاورتك ستينوزز هيقل الميرمر، لكن ال في او تي لا هتزيد، لان كل ما تقلل الفيلنج بتاع الليفت مين كل ما الدايناميك اولسيشن هيزيد، فالهوكم يزيد. ولو بدليل ان انت الايكو في الايكو بنعمل ايه لما العين بننقله عنده هوك او عنده هايبر وعنده الريستنج جريدينت مش عالي، قلت له ايه؟ اعمل فالزالفا وتقيس الجريدينت تاني هيزيد. افتكرها دايما كده، احنا في الايكو نقول عن اعمل فالزالفا عشان نبروفوك جريدينت. طب ستاندنج ما هو بيقل فينا ستيرن برضه نفس الكلام يا جماعه. السكواتنج العكس بقى، لان السكواتنج هيزود الفينوس تير. تمام. طب الهاند جريب ده ايزومتريك اكسرسايز هيقلل الاثنين لانه هيقلل الجريدينت في الحالتين. تمام. افتر بي في سي افتكر دايما البي في سي اللي بيشتغل ايكو هيشوف ان في الاورتيك لما تيجي بي في سي بتلاقي فيه كده بوز، البوز دي بتعمل اكسنتويشن، تلاقي الاورتيك الجريدينت زاد على الاورتيك فالميموري يزيد، لكن الهوكم العكس. تمام. خليها بس ايه، طبعا هو مش كتير في النظري يسالك قول لي رول اوف دايناميك اوسكالتيشن، الا لو هو عايز بقى يقول لك ايه انا عايز اتست البيزك كلينيكال سكيلز. بس الامتحانات الكلينيكال بتتسال كتير جدا الدايناميك اوسكالتيشن، وفي الام سي كيو طبعا انت حتى بتشوفوا اسئله اللي هي الزمايات والحاجات دي بيدخلوا في حته الهاند جريب ومش عارف ايه والفالزالفا والكلام ده كله. الهايبرتروفيك كارديوميوباثي دايما 40 ل 60% من الحالات هي الجينيتك اللي هي الساركوميريك بروتين جي ميوتيشن. تمام. حالات قليله بقى الحاجات اللي هي ستورج ديزيز انفيلتريت ديزيز الكلام ده كله. طيب تعمل ايه انفستيجيشن للولد دوت او الشاب دوت؟ 12 ليد اي سي جي طبعا هيقول لك بقى في فولتج كرايتيريا، سودو انفارك باتن، اسيمتريكال تيوب انفيرجن، ممكن كوندكشن ابنورماليتي. خلي بالكم من حاجه، الاستورج ديزيز يعني في اكيوميليشن الابنورمال سبستنس جوه المايوسايتس نفسها، ده يخلي الاي سي جي فولتج كرايتيريا عاليه قوي. ان انفلتريتيف ديزيز يعني الابنورمال سبستنس بتاكيوميليت في الاكسترا سيلولار ماتريكس، فعشان كده بتلاقي ايه؟ ان الاي سي جي بقى لو فولتج. فالامايلي دوزس ده ستورج ولا انفلتريتيف؟ انفلتريتيف، فتلاقي الاي جي لو فولتج. لكن الفابري ديزيز والهيموكروم ده ستورج، تلاقي ايه؟ اي سي جي كبير وضخم وفولتج كريتيريا محترم. بس النقطه دي مهمه يعني، انا ما كنتش انا ما عرفتهاش غير وانا بذاكر ام دي بصراحه، ما عرفتهاش من زمان.
تعمل ايكو ده هو ده هسس السيستوليك فانكشن، هقيس الوول سيكنس، هقيس الماس اندكس، اشوف في سيستوليك انتيريور موشن ولا لا، هقيس الريستنج جريدينت واعمل بروفوكيشن. يعني ايه اعمل بروفوكيشن؟ يعني لو الريستنج اقل من 50 اقول له ايه؟ اعملي فالزالفون، مفيش جريدينت، طب لو سمحت قوم وقف. ما الستاندنج هيزود، الحاجات دي كلها تعملها عشان ده يزود الجريدينت. اشوف في ميد كابيتر اوبستراكشن ولا لا، اقيس الار في وول سيكنس، ما الاميليدوزز والحاجات دي كلها بتزود الوول سيكنس على الار في والانتر ايترا سيبتم والحاجات دي كلها. فالايكو طبعا كروشيال جدا. ممكن يجي لك سؤال كده قول لي الفاليو في ايكو في العيان ده، يعني عايز اقول لك بقى مش تقول لي ايكو واسكت، لا ده انت قول لي الايكو واشرح لي الفيتشرز اللي هتلاقيها. ساعات يقول لك كده قول لي الفاليو في ايكو، لو قال لك قول لي انفستيجيشن يبقى تقول له ايكو وتقول له اثنين اكزامبلز على الابنورمال فايندينج. طبعا كان في جدول كده في الجايد لاينز بيقول لك ايه الابنورماليتيز، مش مهم قوي مجالنا دلوقتي. انت المفروض انك بتعمل له ايكو ريست فالزالفا ستاندنج، لو لقيت الجريدينت اكتر من 50 ده كافي، انا خلاص انا بخلص وكرام. اكتر من 50 انا كده بعالج، انا بقول ده ال في او تي اوبستراكشن وهعالجه زي ما هنقول بعد شويه. لو جريدينت اقل من 50 اسيمتوماتيك يبقى هعمل اعمل الايكو كل سنه. لو لقيت ان هو سيمتوماتيك يبقى بعمل اكسرسايز ستريس ايكو، ولكن مش دوبيوتامين، بيكون فيزيكال ستريس اللي هو مثلا بالبايسيكل او كده، بس طبعا ما بيتعملش قوي في مصر، بس هو ده صح في الهوكا ما بنعملش دوبيوتامين. لو الجريدينت زاد اكتر من 50 بالستريس ايكو يبقى ده ال في او تي اوبستراكشن وهعالجه كال في تي اوبستراكشن. لو الجريدينت فضل اقل من 50 ميديكال تريتمنت فقط. طبعا هعمل لاب تيست مفيش مشاكل اوكي، عشان حالات الاميليدوز الساعات بتعمل ابنورماليتي في الليفر فانكشن كيدني فانكشن الالكتروفوريسس الحوارات دي. الام ار اي ضروري بالذات بالجادولينيوم عشان السكار. جينيتك تيست يعني ممكن تقوله بس عشان خاطر الساركوميريك جين ميوتيشن ومن غير ما تدي اي اكزامبلز، ما تديش اكزامبلز الجينز والحوارات دي، ما تقعدش تشغل بالك بمعلومات زياده مش هتديك درجات زياده قد ما هتعطلك. قوله جينيتك تيست وخلاص ماشي. نيوكليير سنتيجرافي ده في حالات بس الاميليدوزز فمش مهم قوي فيها. طب الخلاصه بقى العين ده تعالجه ازاي؟ اولا امتى اركب اي سي دي للهوكم او الهايبرف كارديوباسي سوري، يعني لو هو سيرفايفور ساندنج كاردييك اريست او بيجي له هيمودايناميكلي ان ستيبل في تي يبقى ايه كلاس 1. طب لو ما عندوش الحاجات دي بتحطه على حاجه اسمها ريسك سكور. في حاجه اسمها ريسك سكور اللي هو الاتش اللي هو ده اتش سي ام ريسك سكور، بيعتمد على اربعه نمبرز وثلاثه يس اور نو. اربعه نمبر السن كام، الال في وول سيكنس كام، ليفت اتريال سايز كام، الال في او تي جريدينت كام، والثلاثه يس اور نو family history of sudden cardiac death unexplained syncope non sustained VT in ambulatory ECG yes or no. طبعا انت مش بتحفظ السكور ده كالكوليتر. السكور بقى الصح ايه؟ لو فوق ال 6% كلاس 2 A، من 4 ل 6 كلاس 2 B، اقل من 4 الجايد لاينز الفي تي قالت لك كلاس 2 B لو عنده ريسك فاكتورز. كانت في الجايد لاينز الهوكم يقول لك انه ممنوع في الاقل من 4، لا الكلام ده اتلغى، بيقول لك ما فيش حاجه اسمها ممنوع تركب اي سي دي للعيان ده تمام. فالعيان دوت لازم احسب له الاتش سي ام لو هو مش سيرفايفور سان كارديك ريست تمام. النقطه المهمه انك لازم تقول للعيان ده ايه، افويد كومبيتيتيف سبورت. واحد هوكم هسيبه يلعب ماتش كوره مثلا مش هينفع. الاي بي زي ما اتفقنا ملوش اي دور. لازم اجيب له سيره ال في تي اوبستراكشن بيتعالج ازاي، اللي بيتعالج ازاي ال في تي اوبستراكشن. لازم افويد اي حاجه فازو دايليتورز. لو هو اي اف لازم ريستور ساينس ريذم. الميديكيشنز بعتمد على ايه، نون فازو دايليتنج بيتا بلوكرز، فيرابامل، دلتيازيم، سيبكم الدايزوبيراميد طبعا بقى كلاس 2 بي خلاص ما بقاش ليه استخدام، فده مهم ان انا اجيب سيره الميديكيشن. عارفين طبعا ان في حاجه اسمها سيبتال ريدكشن اللي هي عارفين الالكوسيبتال ابليشن. لو جاب لك الحاله بقى واضحه ان فيها جريدينت عالي وهنا بقى لك في ميرمر، لازم اجيب سيرتها على استحياء عناوين حتى. ان انا امتى افكر فيهم؟ افكر فيهم لو العيان نيها كلاس 3 اور 4 مع جريدينت فوق ال 50 ونيها كلاس 3، طب خلاص واضحه ده دخل في هارت فيلير عنيفه، ده لازم اعمل، بس يكون ايه؟ after failure of maximally tolerated treatment. ما حدش هيروح يعمل لي septal reduction او اعمل alcohol ablation والعيان ايه ما جربش medication، لازم نجرب medication. ولو بيجي له syncope exertional ليه قلت exertional؟ لان الاتريست ما لهاش دعوه بالال في تي اوبستراكشن، الاتريست ده فيتاك، ده كلاس 2 ايه ان انا اعمل يا اما septal alcohol ablation يا اما septal myectomy. septal myectomy دي جراحه، septal alcohol ablation بتبقى percutaneous. سيبكم التفاصيل دي مش مهمه قوي في العيان ده. نسينا حاجه، الجينيتك تيستينج للريليتيفز اجيب سيرته، بس ان انا لو سمحت العيان ده اجيب الريليتيف ساعم امجنوم جينيتك تيست للساركوميريك جين ميوتيشن عشان جايز يكون عندهم المرض، بحيث لو عندهم المرض هبدا لهم ريسك ستراتيفيكيشن. ما عندهمش المرض والجينيتك تيست بتاعهم نيجاتيف اقول لهم الحمد لله انتوا ايه براءه. اخر كيس عشان دي جت بس في الماستر فانا بس في اخر لحظه حطيتها. طفل 7 سنين اكزنتي ديسكفرد ان هو كونجنتال هارت بلوك، جت في الماستر السنه اللي فاتت وطبعا الكل ضرب لخمه. ليه؟ لان اخر مره جت سيره الكونجنتال هارت بلوك في الجايد لاينز امتى؟ 2013 جايد لاينز كاردييك بيسنج، من ساعتها ما حدش تطرق لها. انا نفسي كنت ناسي، انا نفسي السؤال ده لما جيت اذاكر ام دي كنت ناسي انديكيشنز وبيسنج، قعدت راجعتها تاني ماشي. هما اي سي جي في ثيرد ديجري اي في بلوك،
والبيرنتس دينايد اني فاميلي هيستوري فور ديزيز. ايه الاسباب وايه المانجمنت بروتوكول توردز هيم؟ دكتوره لميا اتفضلي. ده كونجنتال هارت بلوك اسبابه ايه؟ اول سبب طبعا افكر فيه ماتيرنال سيستميك لوبس، تمام، عشان الفيرتيكال ترانسميشن الانتي رو انتي لو انتي بادي لازم اول سبب اقوله ماتيرنال لوبس. كونجنتال هارت ديزيز زي اشهر اثنين كونجنتالي كوركت تي جي اي، تمام، انا قصدي في اخر كيس اخر كيس فاتفضلي. كونجنتالي كوركت تي جي اي والكومن اي في كانال من الاسباب المشهوره للهارت بلوك في الاطفال. كونجنتال هارت بلوك بقى اللي هو اللوس اوف فانكشن في الصوديوم شانل، ده نوع من التشانيلوباثي، يعني ممكن اقول التشانيلوباثي حتى خالص مش لازم اقعد اشرح لوس اوف فانكشن جينو فانكشن الكلام ده. كاردياك تيومر اللي هم الرابدومايوما، عارفين الرابدومايوما ده الموست كومن بيناين تيومر في الاطفال، ممكن يعمل كومبريشن على الاي في نود فيعمل هارت بلوك، ودي انا شفتها مره واحده في حياتي، كانت بنت عندها حاجه اسمها تيوبر سكليروزس كان عندها كاردياك رابدومايوما، فده احد الاسباب. الستورج ديزيز زي الفابري والاميلودوزس، في نوع من الاميلودوز كده اسمه هيريديتري ترانسيرتين ديفيشن بيجي ممكن في سن صغير. الاسباب انت لو قلت بس ماتيرنال لوبس كونجنتال هارت ديزيز اتشانيلوباسي انت كده قلت لهم الموست كومن كوزس، مش لازم ادخل في ستورج ديزيز والكلام ده كله، يعني مجرد يعني انت ما ينفعش ما تقولش لوبس، حد ينفع ينسى لوبس ماتيرنال لوبس واحد طفل عنده كونجنتال بلوك، تمام، المفروض ان انا اجيب سيرتها. اوكي اللامينوباثي برضو ممكن تعمل. طيب قبل ما اجري واعمل انفستيجيشن للطفل ده المفروض اعمل ايه؟ اسال مامته على هيستوري اوف لوبس، حضرتك عندك هيستوري اوف لوبس او حتى عندك اعراض كذا 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 كذا، مش هقعد اقول امثله بس على الاقل اسال هل الام عندها لوبس، ده ممكن يكون سبب واضح لو الام قالت لك انا عندي ذئبه. ask about family history of structural heart disease sudden cardiac death implantation of pacemakers، ممكن ده يقول لي ده موضوع جيناتيك العيله دول عندهم جيناتيك ديزيز هو اللي بيعملوا الكلام ده، واسال هل هو في cardiac symptoms ولا لا، والولد ده بيشتكي ولا لا، بحيث ان انا هجي في المانجمنت ده هيقول لي هامانج ازاي. اعمل ايه انفستيجيشن للطفل ده؟ 12 ليدز جي خلاص هو قالك اتعمل بس انا لازم اقوله هكونفيرم الدايجنوزس عشان اقول ده ثيرد ديجري اي في بلوك. الطفل ده لازم اعمل له ايكو كونجنتال هارت بلوك، ينفع ما اعملوش ايكو؟ طب عنده تيومر ولا ده عنده كونجنتال هارت ديزيز ولا ده عنده دايليتيك كارديوباثي ولا ايه بالظبط؟ لو تشانيلوباثي هيطلع نورمال بس لازم اعمل ده. كاردياك ام ار اي لو انا شاكك في ستورج او انفيلتريف ديزيز، جينيتيك تيست لو انا شاكك في جينيتيك ديزيز هو اللي عامل، بالذات لو في فاميلي هيستوري عنيف زي اللمن جين ميوتيشن ممكن يعمل برادي اريزميا، تمام. فدي من الحاجات المهمه اللي انا اعملها. الخلاصه بقى في الاخر خلينا نبص عليها في الجايد لاين، الولد ده يركب بيس ميكر ولا لا عشان يبقى هنا كلامنا عن اخر كيس. ها طفل عنده كونجنتال هو كان سؤالي كده قول لي الانديكيشنز اوف بيسنج، الطفل ده تركب له بيس ميكر ولا لا؟ خلي بالكم ان انا الاطفال لما بيركبوا بيس ميكر هيركبوه ازاي؟ بيركوتينيوس سيرجيكال ابيكارديال بيس ميكر، جراح القلب هو يركبه له، فالطفل ده هتقول له روح الجراحه، ما ينفعش تقول روح الجراحه وانت مش متاكد من الانديكيشن، هو ده كان هدف السؤال. الطفل ده لو سيمتوماتيك ديزنس اكسرسايز انتوليرانس اي حاجه من الحاجات دي يركب ولا ما يركبش؟ وش يركب بس طبعا تكون الاعراض اكسبلينت بالهارت بلوك ما يكونش فيها تفسير تاني عشان كده لازم تاخد هيستوري كويس. طب لو طفل ده اسيمتوماتيك تركب ولا ما تركبش؟ هركب في حالات معينه، عنده الفي ديس فانكشن يبقى لازم اركب، عنده برولونجد كيو تي انترفال يعني برولونجد كيو تي انترفال وبرادي كاردك يعني دول اكتر اتنين يدخلوا في برادي ديبندنت في تك، تمام. كومبلكس فنتريكولار اكتوبي يعني ايه كومبلكس؟ عنده فريكوينت بي في سيز وبالذات لما تكون بي في سي شورت كابل، شورت كابل دي عم تيجي قريبه قوي من تي ويف، دي تخوفني من الايه؟ ار اون تي تورسات دي بوان وش. وايد كيو ار اس سكيب ريذم، لو السكيب ريذم وايد يبقى ده ايه؟ شكله انفراهيسيان، ده اكتر واحد اخاف منه، ممكن فجاه يدخل في برادي اسيستوري. لو عنده الفنتريكولار ريت اقل من 50 لا ما ينفعش طفل يبقى الهارت ريت اقل من 50، ده الاطفال اصلا الهارت ريت بيبقى اعلى من الادلتس، تمام؟ فالفنتريكولار ريت اقل من 50 ده لازم اركب، ما ينفعش الطفل اسيبه على هارت ريت 40ات. في اطفال بيعيشوا لغايه ما يكبروا، بدليل انتوا بتشوفوا ساعات في الاستقبال واحد جاي عنده حاجه 20 سنه وحاجه 30 ويقول لك انا هارت بلوك وقالوا لي تابع والهارت ريت بتاعه 50ات عايش بيه ما فيش مشكله، اقل من 50 لا. وفنتريكولار بوزز اكتر من 3 فولد السايكل لينس اوف بيز لاين ريذم، ده سبب تاني ان انا اركب. يبقى الاطفال الهارت بلوك يا جماعه كونجنتال امتى اركب لهم؟ سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك في شرط من الشروط الاتيه، واقول له ان البيس ميكر هيكون سيرجيكالي امبلانتد، هيكون ايبيكارديال، وطبعا هيكون سنجل شيمبر، مش عارف اركب دول شيمبر في الاطفال. النهارده احنا غطينا ايه الموضوعات اللي غطيناها كده في النهايه، غطينا السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الحمد لله كويس، غطينا سيرفايفر اوف سادن كاردياك اريست، غطينا الفاميلي ممبر اوف فيكتيم اوف سادن كاردياك ديث، غطينا الفي تي في عيانين الام اي، اتكلمنا عن الريفلكس سينكوب، اتكلمنا عن الاي سي دي ستور، اتكلمنا عن الباي فاسيكولار بلوك، اتكلمنا عن الهاي جريد اي في بلوك ونتعامل معاها ازاي بحالات الاولد ايج بالذات، انكسبلين سينكوب في بيشنت وذ سكار ريليتد هارت ديزيز غطيناها، هايبرتروفيك كارديوميوباثي اتكلمنا عنها، البي في سيز عشان بقت بتيجي في الامتحانات اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن اللونج كيو تي سيندروم وزودنا بعض الكلام البسيط عن الاريزموجينيك ار في كارديوميوباثي وعن الفي تي ستور، تمام، وكونجيتال هارت بلوك طبعا ده اخر حاجه. شكرا جزيلا لكم، انا اسف ان انا طولت.